أجل إن ذا يوم لمن يفتدي مصر أجل إن ذا يوم لمن يفتدي مصر فمصر هي المحراب والجنة الكبرى أجل إن ذا يوم لمن يفتدي مصر فمصر هي المحراب والجنة الكبرى حلفنا نولي وجهنا حلفنا نولي وجهنا شطر حبنا فلا كان منا غافل يصم العصر تعالوا فقد هان أمور عظيمة فلا كان منا غافل يصم العصر الصعب والمطلب الوارى بسم الله الرحمن الرحيم مساء الخير على حضراتكم النهاردة الجمعة 16 مارس 2018 بعتقد انه النهاردة من الايام اللي ممكن ما ننساهاش ممكن المصريين ما ينسوهاش المشاهد دي ودي أجزاء بسيطة جدا من مشاهد كثيرة جدا وكبيرة جدا النهاردة المصريين قاموا بيها وعملوها هم أصحاب هذه المشاهد وهذه اللقطات دي كلها مشاهد النهاردة ما فيهاش مشاهد أرشيفية ما فيهاش مشاهد قديمة ما فيهاش لقطات أرشيفية دي كلها بتعبر عن أبناء هذا الوطن عن المصريين عن جمال المصريين أي فرح وأي فخر وأي فرحة حاسين بيها كلنا وإحنا شايفين المصريين ولاد هذا الوطن في الخارج بينزلوا بيكسروا تابوهات كتيرة جدا منها حاجات قديمة ومنها أفكار ومنها تنبؤات وربما أمنيات البعض بضعف نسب المشاركة في الانتخابات الرئاسية ومحاولات البعض الآخر ربما لإحباط روح العزيمة لدى المصريين الجاليات المصرية وأبناء هذا الوطن لحضراتكم شايفين دلوقتي مشاهد بتعبر عنهم أبناء هذا الوطن بالخارج في دول الخليج في أوروبا وغيرها أثبتوا اليوم أنهم دائما في مقدمة الصف الوطني للدفاع عن الدولة المصرية يعني إيه الدفاع عن الدولة المصرية؟ هي الدولة المصرية محتاجة للدفاع عنها؟ نعم أكيد الدولة المصرية دائما وأبدا تحتاج إلى جيشها قواتها المسلحة وشرطتها للدفاع الأمني عنها وتحتاج إلى أبنائها من المواطنين سواء في الداخل أو الخارج لإعلاء كلمة هذا الوطن عشان العالم كله يشوفنا النهاردة زي ما شفنا في المشاهد دي ناس كتيرة جدا رهنت وناس كتيرة جدا قالت لك يا عم انتخابات إيه حدش هينزل وعلى فكرة خدوا بالكم من حاجة إنه دايما لو نراجع كده الأرشيف بقى لو نراجع هنلاقي إنه في الاستفتاء على الدستور في انتخابات الرئاسية 2014 وما قبلها وحاجات كتيرة نزلنا فيها ودينا أصواتنا هنلاقي أنه دائما المصريين في الخارج مؤشر مهم جدا وحيوي ومعبر جدا
عن الانتخابات اللي بتجرى بعدها في الداخل، عن المشاركة، عن الحماس في المشاركة. اليوم هو اليوم الأول للانتخابات الرئاسية للمصريين في الخارج. الحقيقة نشاهد يعني توافد كثيف من المصريين المحبين القائمين على حب أو على عشق هذا الوطن والمقيمين بالخارج على مقار السفارات والقنصليات المصرية في تلك الدول، بيعبروا عن آرائهم بحرية تامة لاختيار رئيس جمهورية مصر العربية القادم وسط أجواء احتفالية رددوا فيها هتافات كثيرة جدا. قالوا تحيا مصر، قالوا تحيا مصر دائما وأبدا، غنوا فيها لأم كلثوم، غنوا فيها تسلم الأيادي، غنوا فيها قالوا إيه، حتى نشيد الصعقة المصرية اللي بقاله أيام قليلة جدا وإحنا كلنا حتى الأطفال في المدارس بقوا بيغنوه، غنوا هم كمان. المصريين في الخارج، عمر المصري في الخارج ما يكون أقل وطنية من المصري اللي عايش جوه، بالعكس دي الغربة بتعلم جامد، دي الغربة بتخليك حاسس قوي بقيمة الوطن ده. يمكن مش هيحس بكلامي إلا اللي اتغرب وعاش فترة من عمره، حتى لو فترة طفولة أو مراهقة أو بدايات الشباب بره مصر، لما بيرجع هي بلدنا بمشاكلها باللي فيها بالتحديات اللي عندنا، بس هي دي مصر في الآخر، أنت مصري بتنتمي لهذا الوطن. يبقى لما هذا الوطن يندهلك ويقولك أنا محتاج لك، أنا محتاج أنك تنزل تشارك وتستخدم حقك الدستوري في أنك تعبر وتختار مين رئيس هذه الدولة، أنت تعمل كده لأن أنت ابن بار بهذا الوطن. ملحمة جديدة الحقيقة مشرفة، أبنائنا وإخواتنا المصريين في الخارج بيسطروها. مواطنين توافدوا على مقار اللجان للإدلاء بأصواتهم في صناديق الاقتراع، بالرغم يمكن من أحيانا بعدهم الجغرافي عن وطنهم الغالي مصر، حتى اللي مش في الدول العربية اللي في الدول الأجنبية. المشاهد الحلوة اللي هنشوفها كمان النهاردة مع بعض، الجيل الثاني والثالث اللي نزل وكان عايز يشارك، اللي بالفعل شارك. هنشوف مع بعض أصغر مصري في استراليا عنده 19 سنة نزل وادى صوته، كان حريص جدا انه يدلي بصوته وانه يشارك مع انه بقاله عمر مولود في استراليا، لكن حب الوطن وحتى الغربه ما خلتوش ينسى، ولا البعد ما خلتوش ينسى حب الوطن وما خلتوش ينسى انه مصري. نشوف مع بعض ده ونشوف لقطات جميله جدا. هنشوف المواطنين اللي احنا شايفين منهم دلوقتي على الشاشه اللي اثبتوا ان مصر هي بحق وطن يعيش فينا وليس وطن نعيش فيه. صور كتيرة جدا مشرفة النهاردة في انتخابات الرئاسة بالخارج، في مصريين بالرغم مما يعانون حتى من الإعاقة، وإحنا شفنا سيدة يعني عندها إعاقة وقاعدة على الويل تشير أو على الكرسي المتحرك وغيرها على فكرة، مشاهد ولقطات كتيرة جدا، لكن دول بقى تحديدا كانوا في مقدمة الصفوف وحرصوا على النزول والمشاركة في هذه الانتخابات التي لا تتكرر إلا كل 4 سنوات. أثبتوا أن العجز عمره ما كان عجز في الحركة، العجز الحقيقي هو هنا في التفكير، الامتناع عن التفكير، الامتناع عن تحمل المسؤولية، هم أثبتوا كده. مشاهد كتيرة جدا يمكن صعب نحصرها، ويمكن نحتاج تغطية لساعات طويلة عشان نتكلم ونحلل هذه المشاهد وما تحمله من مشاعر جميلة ونبيلة. الحقيقة أنه لما تشوف أنه أحد المواطنين بيساند ويعني بيسند ابنه صاحب الإعاقة عشان يدخل ويدلي بصوته ويروح بيه للسفارة، مشهد ده كان في السفارة السعودية وحنشوفه مع بعض في سفارتنا في السعودية، لما السفارة المصرية في السعودية، لما تشوف مواقف إنسانية وتشوف واحد من اللي بيشتغل والعاملين بالسفارة الكويتية وهو بيساعد سيدة مسنة مصرية عشان تدخل تدلي بصوتها وتمارس حقها السياسي، لما تشوف تصريحات السفراءنا في الخارج اللي هنحاول عدد كبير ان شاء الله منهم يكون معانا في فقرتنا الاخباريه، لما تشوف ازاي بيتكلموا على طوابير الناخبين المشاركين في عمليه التصويت بالانتخابات الرئاسيه، لما تشوف انه في بعض البلاد وصلت فيها الطوابير من المصريين لاكثر من كيلو، وده بالصوره هنشوفه مع بعض عشان ما حدش بس يزايد ولا حد يحاول يقول ان احنا بنضخم الصوره. لا، الصوره النهارده كانت حلوه قوي، الصورة النهاردة كانت جميلة ومبهجة وتدعوك بالفخر. زعلانين ولسه جوانا حاجات كتيرة قوي بنتمناها وعايزين بلد أحسن من كده بكتير. انت كنت جوا مصر أو برا مصر كلنا حاسين بده، لكن ألا تشعر بالفخر من إخواتك ومن المصريين اللي زيك بس اللي عايشين في الخارج اللي نزلوا النهاردة وشرفونا ورفعوا راسنا فوق؟ صعبة قوي. طبعا في طوابير الست المصرية الأصيلة دخلت فيها بالزغاريت، ودي حاجة بتميزنا يا جماعة ما ينفعش ننكرها في كل الأحوال. المشاهد النهاردة كانت أكثر من رائعة،
مشاهد النهاردة تدعوك بالفخر إنك مصري، مشاهد النهاردة تخليك بحق تعرف إنه العلم المصري لما المواطن المصري يرفعه ويعلي العلم المصري ويعلي قيمة الجنسية المصرية فوق أي حاجة تانية، فوق أي مشاعر سلبية ممكن نحس بيها، فوق أي حاجة ممكن تكون مضايقاك، فوق أي مشاكل ممكن نكون لسه بنعاني منها، لما نقول للعالم كله النهاردة المصريين في الخارج نزلوا ملوا اللجان الانتخابية، كانوا موجودين ووقفوا، في منهم وقفوا أكتر من ساعة وساعتين في بعض اللجان اللي هنتكلم فيها ونشوف بالصورة كمان، راحوا وصلوا قبل فتح باب الاقتراع بأكتر من ساعة وساعتين وفضلوا واقفين. في دول ما كانش عندهم أجازات استأذنوا عشان يروحوا، كان النهاردة مش يوم عطلة زي جنوب أفريقيا، استأذنوا عشان يروحوا يضلوا بأصواتهم. هنشوف كل ده مع بعض، وهنفضل طول الوقت فاكرين إنه المصري بره مصر وجوه مصر هو مصري في النهاية، يعشق تراب هذا الوطن. نختلف ونتفق زي ما احنا عايزين ونقول اللي عايزين نقوله، لكن في النهاية تحيا مصر دائما وأبدا. بسم الله نبدأ حلقة الليلة من مساء دريم. انزلوا وقولوا اللي انتوا عايزينه، حق بلدكوا عليكم ان انتوا تنزلوا، مش حق انا، حق بلدكوا عليكم ان انتوا تنزلوا وقولوا اللي انتوا عايزينه. ضوابط انتخابات المصريين في الخارج تجرى تحت إشراف أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي، يعاونهم أمناء من العاملين بوزارة الخارجية. التصويت على غرار الانتخابات بداخل البلاد عن طريق الاقتراع السري المباشر. تجرى العملية الانتخابية وفقا للدستور القانون رقم 22 لسنة 2014 بتنظيم الانتخابات الرئاسية، قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، القانون رقم 198 لسنة 2017 في شأن الهيئة الوطنية للانتخابات، قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 1 لسنة 2018 بدعوة الناخبين لانتخاب رئيس الجمهورية. ضوابط التصويت: يجب أن يحمل الناخب بطاقة رقم قومي أو جواز سفر ساري الصلاحية، يجب أن يباشر الناخب هذا الحق بنفسه، يتأكد رئيس اللجنة من شخصية كل ناخب ويسلمه بطاقة تصويت على ظهرها خاتم البعثة أو توقيع رئيس اللجنة حسب الأحوال وتاريخ الانتخاب. يبدأ التصويت الساعة 9 صباحا وحتى 9 مساء وفقا لتوقيت كل دولة. يتم التصويت في مقر البعثات الدبلوماسية التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات. يوقع الناخب في كشف الناخبين بخطه أو ببصمة إبهامه، كما يوقع أمين اللجنة في الخانة المخصصة له. تحرر كل لجنة محضرا من أصل وصورتين تثبت فيه جميع الإجراءات منذ بداية الاقتراع حتى نهايته. تقوم البعثات بإرسال النتائج ونماذج محاضر الفرز برقيا لوزارة الخارجية ومنها للجنة متابعة اللجان الانتخابية في الخارج. الضمانات: تقوم الهيئة برفع أسماء الناخبين بالخارج من كشوف توزيع الناخبين داخل مصر. لا يجوز التصويت داخل لجنة الاقتراع ذاتها أكثر من مرة. لا يجوز التصويت أمام لجنة اقتراع أخرى داخل أو خارج الدولة التي أدلي فيها بصوته. مندوب المرشحين: يسمح بتواجد مندوبين للمرشحين بلجان اقتراع الخارج، ولكن بشروط: أن يكون من المقيدين بقاعدة بيانات الناخبين، يجب أن يكون لديه توكيل من المرشح أو وكيله،
لا يشترط أن يكون بنفس البلد الواقع به مقر البعثة الدبلوماسية. الحالات الاستثنائية ذوي الاحتياجات الخاصة له أن يبدي رأيه لرئيس اللجنة على انفراد في حال عدم تمكنه، التأكد من هوية المنتقبات، وإلا فلا حق لهن في التصويت. إذن انطلقت الانتخابات الرئاسية بالخارج اليوم الجمعة 16 مارس 2018، ستمتد إن شاء الله لمدة 3 أيام، تنتهي في 18 مارس، بيدلي خلالها المواطنون بأصواتهم في مقار البعثات الدبلوماسية، عددها 139 لجنة فرعية في 124 دولة بمختلف أنحاء العالم. بنشوف إنه في إقبال كثيف، وده هبدأ بيه طبعا، إقبال كثيف من المرأة المصرية في انتخابات الخارج في اليوم الأول، وخصوصا في الساعات الأولى من بدء العملية الانتخابية. كان في إقبال كثيف الحقيقة من قبل المرأة المصرية في الخارج، كان في مشاركة ملموسة كمان في حث وحشد المصريين للنزول والمشاركة في المشهد الانتخابي المصري. المرأة المصرية هي برضو المرأة، هي نفس الشخصية والطباع اللي كانت بتخليها في الاستفتاء على الدستور وفي الانتخابات الرئاسية الماضية في ثورة 30 يونيو الحقيقة، تقول لزوجها وتقول لأولادها يلا ننزل عشان مصر، عشان دي بلدنا. يعني الزوج بقى يبقى عايز تروح عليه نومة، عايز يريح، مش دي القضية. لكن الست المصرية لما بنقول عليها فيما يتعلق بنداء الوطن لا نزايد ولا نبالغ ولا نضخم ولا أي شيء، دي الصورة، دي الصورة، دي الصورة. الست المصرية، الفتاة المصرية، الشابة المصرية، السيدة المصرية. في الأردن شايفين طبعا كان في انطلاق الانتخابات الرئاسية النهاردة، شفنا فيها مشاهد كثيرة جدا وصور كثيرة جدا حقيقة للمرأة المصرية في مختلف دول العالم. سامعين أغنية تسلم الأيادي؟ كنت بقول لزمايلي النهاردة ياه والله وحشتنا، والله وحشتنا، مش بشرة خير، والله وتسلم الايادي كمان وحشتنا، لكن انا بتكلم على بشرة خير، والله وحشتنا، وحشتنا مش كاغنيه بس، وحشنا فكره ان المصريين يتوحدوا على حاجه ويتجمعوا بهذا القدر من الحب، ونغني لمصر ونختار اي اغنيه نغنيها، لكن نتجمع ونتوحد ونرفع العلم المصري. هذه هي السيده المصريه، المراه المصريه حرصت في مختلف دول العالم على تقدم الصفوف خلال عمليه الاقتراع في اللجان المختلفه. الحقيقه انه احنا طبعا اللي سامعينه دلوقتي ده في ايطاليا، دي صوره في ايطاليا، سيدات مصر العظيمات القديرات بيغنوا النشيد الوطني، بلادي 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 لك حبي وفؤادي، حاجه جميله وحاجه مفرحه. شايفين السيدات المصريات؟ لمن لم يتابع الاخبار على مدار اليوم، احنا قلنا نقول لحضراتكم ايه اللي حصل النهارده. اللي حصل النهارده انه ستات مصر في الخارج علموا ناس كتير وأطراف كتير قوي درس جديد من دروس الوطنية والجدعنة وحب هذا الوطن. الحقيقة أنه كمان مع الصورة دي لازم نتكلم أنه الانتخابات في الخارج بصفة عامة شهدت تنظيم كبير، ودي يعني تحسب لأطراف كثيرة جدا وجهات كثيرة جدا، ده ساهم طبعا في خروج المشهد الافتتاحي الانتخابات بمظهر حضاري جدا. مظهر ده احنا فخورين في الداخل المصري هنا أنه يعبر عن مصر وعن المصريين. من ضمن أخبارنا الحقيقة أنه المستشار محمود الشريف المتحدث باسم الهيئة الوطنية للانتخابات قال أنه بيتم التواصل مع السفارات بالخارج لتذليل أي عقبات خلال العملية الانتخابية، وأنه ما تلقيناش شكاوى ربما حتى اللحظة أو حتى يعني صدر هذا التصريح من المستشار محمود الشريف منذ ساعات قليلة بوجود أي خروقات انتخابية حتى الآن. وكان في مؤتمر صحفي الحقيقة عقدته الهيئة الوطنية للانتخابات طبعا بشأن الانتخابات الرئاسية النهاردة الجمعة، واتكلم فيها المستشار الشريف انه نزاهة وسلامة وشفافية عملية الانتخابات دي بتأتي طبعا ومن غير كلام على قمة أولويات الهيئة، وانه الوطنية للانتخابات بتضمن ده وبتطمن الناس ان هي بتضمن ده، وانه لا يجوز ان يكون هناك دعاية خلال أيام الاقتراع،
وانه يمكن التصويت في الانتخابات الرئاسيه للمصريين بالخارج من خلال، ودي نقطه مهمه الحقيقه، واحنا حريصين ان احنا هنكررها في الحلقه النهارده في الفقره الاخباريه اكتر من مره عشان تكون جزء من التوعيه. المصري في الخارج يقدر يصوت بحاجتين، يا اما جواز السفر بتاعه المميكن، وده لازم يكون ساري ما ينفعش يكون قديم، يا اما بطاقه الرقم القومي سواء كانت ساريه او غير ساريه. هاتين هما الوسيلتين اللتين نص عليهما القانون للتحقيق من شخصية الناخب. تعالوا ناخد هاتفيا معنا معالي السفير حمدي لوزة نائب وزير الخارجية والمشرف على انتخابات المصريين بالخارج. يا معالي السفير اهلا بحضرتك. اهلا بيكي بنا. اهلا. يعني لا نريد ان نستبق الصورة وننتظر ان شاء الله انتهاء 3 ايام، ولكن يعني من قلوبنا كمواطنين مصريين اسمح لي نبارك لبعض ونهني بعض ونشكر حضراتكم على خروج اليوم الاول بهذا المشهد المشرف جدا الحقيقة. الشكر طبعا للمواطنين المصريين في الخارج، لكن كمان التنظيم كان مشرف جدا. الحمد لله. الصورة زي ما سيادتك ذكرتي صورة جميلة ومبهجة جدا، والمشاهد واللقطات اللي سيادتك يعني أثرتيها على الشاشة من دقائق يعني بتظهر يعني مدى الفخر وحجم الحماس وطبيعة الرسالة اللي المصريين في الخارج عايزين ينقلوها للداخل وللمجتمع الدولي من خلال مشاركتهم بهذه الصورة المبهجة في الانتخابات. احنا يعني دايما بنتكلم عن المصريين في الخارج، لكن في الحقيقة يعني هم أشعرونا ان هم دايما في الداخل معانا، مفيش فرق ومفيش تمييز، وان هم شاعرين بكل نبض الشارع المصري وبكل التفاعلات اللي بتجري في مصر. معالي السفير هنسأل طبعا سؤال، أنا برضو عايزة أؤكد على هذه المعلومة وتأتي من حضرتك، وحضرتكم ذكرتوها الحقيقة في المؤتمر الصحفي النهاردة، لكن مرة أخرى لمن لم يسمعها من أبنائنا في الخارج. وإحنا الحقيقة يعني قناة دريم يعني الحمد لله أنها قناة لها جمهورها خارج نطاق وحدود الوطن العربي حتى. اسمح لي أسأل حضرتك مرة تانية عن الوسائل القانونية للناخب يقدر يستخدم إيه، عشان يعني إيه تعريفي الهوية عنده عشان يقدر يدخل يمارس حقه الدستوري في الانتخابات. زي ما سيادتك ذكرتي بالتحديد هي ان المواطن يتقدم الى السفارة ومعه ما يثبت شخصيته للتحقق من الشخصية، سواء بطاقة الرقم القومي سارية او غير سارية، وجواز السفر المميكن. دي اول خطوة بيتم التحقق منها، شخصية الناخب. تاني خطوة، ودي خطوة أخرى مهمة جدا، هي إدراك الرقم القومي على الجهاز القارئ الآلي أو الحاسب الإلكتروني للتحقق من أن هذا الناخب يحق له الإدلاء بصوته في الانتخابات. ودي خطوة اللي بيحدد أحقية المواطن هو مراجعة الجهاز لبيانات هذا المواطن على قاعدة بيانات الناخبين في مصر. طيب لو مواطن مصري معالي السفير مثلا مقيم في هو مقيم في فرنسا مثلا، لكنه في 3 ايام بتوع الانتخابات دول موجود مثلا في ايطاليا او في السعوديه، يعمل ايه يا فندم؟ مفهوم الاقامه مش وارد في قواعد الانتخابات الرئاسيه. قواعد الانتخابات الرئاسيه بتنص على حق المواطن المصري المتواجد في الخارج ولو بشكل عارض، لا بيطلب منه وثيقة توضح إقامته بصفة دائمة في الخارج، ولا تأشيرة دخول للدولة، ولا مدى شرعية وجوده، هل قاعد بصفة شرعية أو غير شرعية. كل ما هو مطلوب منه أنه يتوفر معاه أحد الوثيقتين، جواز السفر المميكن أو بطاقة الرقم القومي. وفي النهاية التواجد في الخارج ولو ليوم واحد، يعني يعني ان لو مواطن ادلى بصوته في دبي وبعدها بساعتين ثلاثه راح ابو ظبي، هيلاقي ان الجهاز في ابو ظبي مسجل عليه ان هذا المواطن سبق ان ادلى بصوته في اللجنه الفلانيه الساعه الفلانيه. دي كانت من ضمن النقاط الفنيه النهارده يعني حضراتكم اكدتوا عليها، دي مهمه جدا. ودي اكدنا عليها، ودي يعني خطوه مهمه جدا وفرتها الهيئة الوطنية للانتخابات طبعا بالتعاون مع وزارة الاتصالات، وبتسهل
سير العملية الانتخابية في الخارج بيسر وسهولة. حلو. الصمت الدعائي يا فندم او الصمت الانتخابي، يعني لو مثلا رفع شعارات لتأييد مرشح ما، هل في مخالفة على يعني لده؟ يعني هل لو انا نازلة مثلا واقفة في الطابور بتاع لجنة الانتخابات وماسكة صورة لمرشح ما، ده في كسر هو طبعا الانتخابي؟ الهيئة الوطنية للانتخابات نشرت ويعني اوضحت بكل للعامة ان في قواعد معينة للدعاية الانتخابية يحظر القيام بها داخل اللجنة. والهيئة الوطنية للانتخابات لم تتلقى وفقا ما ذكره المستشار محمود الشريف بلاغات، لان في لجان بتتابع الدعاية الانتخابية، وهذه اللجان يحق للمواطن اي مواطن انه يتقدم لها ببلاغ في حالة ان في اي شيء يخالف القواعد بتاعتها. ويعني اللي احنا فهمناه من الهيئة الوطنية لحد الساعة 4 بعد الظهر، واعتقد ان ده برضو لحد ما انتهى التصويت في البعثات اللي فيها كثافة تصويتية، انها لم تتلقى بلاغات في هذا الشأن. اكتر يعني مقار انتخابية يا فندم شهدت كتل تصويتية عليه او انتخابية يعني قبول على اللجان الانتخابية النهاردة كانت ايه يا فندم في دول ايه؟ البعثات ذات الكثافة التصويتية بدءا بالكويت، ثم جدة والرياض، ثم الامارات، دبي وابو ظبي. الله. وبالنسبة لاوروبا يا فندم؟ بالنسبة لأوروبا عادة هي إيطاليا اللي بتشهد أكبر نسبة، نظرا لأن فيها بعثتين، وبالذات القنصلية في ميلانو يعني في الانتخابات السابقة هي اللي بتشهد أكبر نسبة مشاركة على المستوى الأوروبي. لكن علينا أن نأخذ في الاعتبار أن النهاردة لسه يوم جمعة، فالحكم على مدى يعني مدى تواجد المواطنين في اللجان الانتخابية ما نقدرش نحكم عليها غير يوم السبت والحد. ده كان هيبقى سؤالي الأخير لحضرتك يا معالي السفير، يعني ما نقدرش دلوقتي ندي أي نسب تقريبية لنسبة المشاركة النهاردة، ما نقدرش لسه. لا، ما فيش نسبة، أو يعني عشان تحددي نسبة مشاركة لازم تبقي عارفة العدد الإجمالي، ما فيش أعداد إجمالية. وفي نفس الوقت خلال اليوم الأول غير معبر، لأن في ناس كتير حبت إنها تروح اليوم الأول تدلي بصوتها، لكن برضو عارفين ان في ناس كتير عارفة ان اليوم الاول هيبقى فيه زحمة، فتقول بلاش اروح اليوم الاول، اروح اليوم الثاني او الثالث. هل في اي مشاكل في التصويت يا فندم في لجان قطر وتركيا تحديدا؟ رصدتوا اي مشاكل او شكاوى؟ يعني لا، احنا من البداية لم نتوقع مشاكل، والتقارير اللي بتجيلنا من هذه البعثات بتفيد ان بيتم إبلاغ سلطات الدولة المتواجدين فيها بكل الإجراءات، وإن في تسهيلات وتأمين مقدم من جانب هذه الدول لحسن سير العملية الانتخابية، سواء في البعثة بتاعتنا في الدوحة أو السفارة بتاعتنا في أنقرة أو القنصلية بتاعتنا في اسطنبول. بشكر والأمور تسير بشكل طبيعي جدا. بشكر حضرتك جزيل الشكر معالي السفير حمدي لوزة نائب وزير الخارجية والمشرف على انتخابات المصريين بالخارج. إذا لا مشاكل في لجان قطر وتركيا، بلاش نمشي ورا الشائعات اللي على فيسبوك وقال لك أصل قطر مش عارفة عملوا إيه ومنعوا الناخبين يروحوا إيه، بلاش هذه الشائعات. دي الانتخابات في قطر، الدوحة دي الانتخابات النهاردة، ده إقبال المصريين، الإقبال الحقيقة كلام اللي بيتقالوا اللي شفناه بالصور إنه يعني لا في إقبال الحقيقة من المصريين في الدوحة، ما فيش حاجة حصلت. ومعالي السفير أكد إنه لم يرصدوا ولم تأتي لهم أي شكاوى من اللجان في سواء قطر أو في تركيا، فبلاش نمشي وراء الشائعات. وإذا أكثر اللجان التي شهدت أو الدول التي شهدت إقبال من المصريين في اليوم الأول الكويت، يليها جدة والرياض، ثم دبي، ثم أبو ظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة. سفير مصر في نيوزيلندا السفير طارق الوسيمي أعلن أنه تم، خدوا بالكم نيوزيلندا كانت أول بلد تبدأ التصويت عشان هي سبقانة بساعات كتير قوي، أعلن أنه تم غلق باب التصويت لليوم الأول في الانتخابات الرئاسية في نيوزيلندا عقب انتهاء ساعات التصويت اللي بدأت في تمام الساعة 9 صباحا. نيوزيلندا زي ما قلت لحضراتكم أول لجنة فتحت أبوابها للتصويت، وتوافد المصريين عليها الحقيقة بأعداد كبيرة من الجنسين
على مقار اللجان بالعديد من السفارات على أنه يتم التصويت في باقي طبعا الدول تباعا وفقا لفروق التوقيت. طبعا ماراثون الانتخابات الرئاسية المصرية في الخارج انطلق بعد ما السفارة المصرية في نيوزيلندا وقنصلياتها بقى فتحت أبوابها لاستقبال الناخبين المقيدين لديها، وزي ما قلنا دي بتعد أول مقر انتخابي بيفتح أبوابه أمام المصريين في الخارج. احنا بينا وبين نيوزيلندا 9 ساعات فرق توقيت بين القاهرة والعاصمة النيوزيلندية. نروح إلى خبر آخر، غرفة العمليات اللي بتنظمها وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج لمتابعة سير العمليات الانتخابية الرئاسية بالخارج، وده كمان الحقيقة غرفة العمليات منذ الصباح الباكر النهاردة ده جزء من غرفة العمليات. الحقيقة عندهم خطوط ساخنة شكلوا يعني عدد من الوسائل اللي تمكن المواطنين المصريين في الخارج من التواصل السريع معهم، لدرجة انه بنبعت على الواتساب دلوقتي لو مصري في الخارج وعنده مشكلة ما بيبعت على الواتساب انا عندي مشكلة في الانتخابات مش عارف اروح، عندي مشكلة ما خلال العملية الانتخابية. ويعني غرفة العمليات دي مشكلة على مدار الثلاث ايام 16 و17 و18 مارس الجاري. يمكن رصدنا لحضراتكم أهم الاستفسارات حول أصحاب اللي جت من بعض المصريين في الخارج بحسب ما قالت لنا مصادرنا في وزارة الهجرة. الحقيقة أنه عندك مثلا أكتر الاستفسارات اللي جت كانت حول أصحاب بطاقات الرقم القومي اللي هو متسجل بمحل إقامتهم، اللي هو مكتوب مثلا في محل الإقامة مقيم بالخارج ومقيمين او المقيمين في كردستان ولا يحق لهم دخول بغداد مثلا لعدم وصول تصريح وجود تصريح دخول، ما عندهمش تصريح دخول. الاستفسار كمان حول اماكن الاقتراع والمستندات اللازمه للانتخاب، اهميه توفير لجان طبعا فرعيه او اماكن نقل لمن هم بمسافات بعيده. دي كلها كانت استفسارات كانت بتيجي لوزاره الهجره سواء على شكل رسائل واتساب او على الايميل. كانت ابرز الدول يمكن، وبرده ده بحسب يعني ما قيل لنا من مصادرنا في وزارة الهجرة، أبرز الدول التي بترد منها الاستفسارات الأردن، يليها السعودية، الإمارات، قطر، إيطاليا، أستراليا، إنجلترا والعراق. وزارة الهجرة وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج جهزت غرفة العمليات لمتابعة سير العملية الانتخابية، اتجهزت الحياة زي ما قلت لحضراتكم بكافة أجهزة الاتصال للربط بالصورة والصوت بين هذه الغرفة وبين 16 دولة. اشمعنى 16 دولة دول؟ لأنها بتضم العدد الأكبر من المصريين في الخارج، وهي الدول العربية، الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا، وربط مقار البعثات الدبلوماسية المصرية إلكترونيا مع الغرفة، وده يمكن شرحوا أو وضحوا لنا معالي السفير حمدي لوزة. خلينا نروح إلى تقريرنا اللي قدمته لنا او يعني اعدته لينا زميلتنا مارينا امير النهارده من داخل غرفه عمليات وزاره الهجره وشؤون المصريين متابعه الانتخابات الرئاسيه. طبعا نسات الوزيره السفيره نبيله مكرم يعني ادتنا كلمه، وهي كانت عامله زي مؤتمر صحفي كان موجود النهارده برضو، كان في عدد كبير جدا من القنوات. الحقيقه انه عملوا شغل هايل، موجودين من صباح اليوم من الساعات المبكره من صباح اليوم. تعالوا نشوف مع بعض هذا التقرير من داخل غرفة عمليات وزارة الهجرة وشؤون المصريين لمتابعة الانتخابات الرئاسية بالخارج. مع بدء عمليات التصويت للانتخابات الرئاسية اليوم 16 من مارس ولمدة 3 أيام، شكلت وزارة الهجرة وشؤون المصريين في الخارج غرفة عمليات لمتابعة سير العملية الانتخابية خارج مصر. احنا الحقيقة بادين من امبارح بالليل، حضرتك عارفة انه من امبارح نيوزيلندا واستراليا ابتدوا في التقدم لصناديق الاقتراع طبعا طبقا لفرق التوقيت، فاحنا بادين من امبارح بالليل والنهاردة الصبح طبعا من 8 صباح يوم الجمعة في تواصل مستمر مع الجاليات في الخارج، بننقل الصورة اللي بتحصل، الصور الجميلة للمصريين، الطوابير الطويلة، الحشود اللي بتتجمع على مقر البعثات الدبلوماسية للإدلاء بأصواتها، دي بالأكيد
أكيد إحنا بننقلها. أيضا إذا كان في بعض الاستفسارات من بعض أبناء الوطن في الخارج فيما يتعلق بأماكن تحرك الأوتوبيسات أو توقيتات تحركها، كل ده إحنا بالتنسيق مع وزارة الخارجية وأيضا الهيئة الوطنية للانتخابات بننقل كل ذلك حتى يتمكن المواطن من إن هو يبقى في قناة متصل بيها. إحنا حاطين الخطوط الساخنة تليفونيا، المواقع الإلكترونية، وأيضا عن طريق الواتساب. المستندات لابد ان المواطن المصري يكون معاه جواز سفر مميكن صالح او بطاقه رقم قومي صالحه او غير صالحه علشان يقدر ان هو يتقدم للتصويت. ممكن مواطن يكون مقيم مثلا في ايطاليا وفي ايام الانتخابات موجود في فرنسا، بامكانه ان هو يتقدم الى اللجان الانتخابيه في فرنسا للتصويت. ايضا احنا في حرب شرسه ضد الارهاب وايضا في حرب للتنميه، مهمتكم ان انتم تشاركوا في هذه الانتخابات مهمة وطنية، انتزعتوا هذا الحق من الدولة ولابد ان انتوا تمارسوه. الحفاظ على الدولة حضرتك بتعمله من الخارج زي ما الجندي المصري في شمال سيناء واقف بيفدي الوطن بحياته فداء الوطن وفداء الحفاظ على هذه الدولة، حضرتك في مشاركتك لهذه الانتخابات بتحافظ على الدولة في الخارج. بدأ في اقبال بيتزايد والكثافة بتزيد خلال يوم الجمعة الاجازة في دول الخليج، خاصة في السعودية الاكثر تمثيلا للمصريين الخارج. كمان في الكويت احنا عندنا مشاركه مميزه جدا، وفي الحقيقه وزاره الخارجيه وسفاره القنصليات قايمين بجهد هايل. احنا بنرصد كل ده من غير خلال غرفه العمليات هنا. احنا بنرصد المشاكل وبنتلقى المشاكل من المواطنين المصريين المغتربين، ومعظم الاسئله اللي جات لنا بتبقى عن اماكن التحركات الاوتوبيسات او اماكن السفارات. تم استبعاد الدول اللي مشار اليها نتيجه ان عدم استقرار الوضع الامني هناك بما لا يضمن سلامه اجراء العمليات الانتخابيه في المقر الانتخابيه المحدده سلفا، اللي هي بتشمل السفارات والقنصليات المصرية بالخارج. المرأة هي اللي بتتقدم الصفوف، والنهاردة برضو هي اللي بتتقدم متقدمة الصفوف. لو شفنا بعض المقاطع الفيديو اللي جاي لنا من الدول اللي ابتدى فيها الانتخابات هتلاقيهم في إقبال شديد جدا من المرأة المصرية. أو أستطيع أن أقول أن حجم المشاركة في الانتخابات دي هيكون أكبر بكتير من 2014. في إطار حرص الحكومة على ضمان سير العملية الانتخابية وتذليل كافة العقبات التي تواجه المواطنين للإدلاء بأصواتهم بما يضمن خروج هذا العرس الديمقراطي في صورة مشرفة تليق بمصر وشعبها العظيم. مارينا أمير، مساء دريم. طيب خلونا نروح لأستراليا نشوف فيها إيه. السفير محمد خيرت سفير مصر لدى أستراليا قال إنه تم غلق باب التصويت لليوم الأول للانتخابات الرئاسية اللي انطلقت فجر اليوم الجمعة 16 مارس، وقال في تصريحات صحفية ليه الحقيقة إنه العملية الانتخابية في أستراليا شهدت إقبال كبير من قبل المواطنين المصريين المقيمين في أستراليا. السفير المصري قال كمان انه السفاره فتحت بالفعل ابوابها لاستقبال الناخبين للادلاء باصواتهم في الانتخابات الرئاسيه 2018، وانه تم اتخاذ كافه استعدادات الانتخابات منذ شهور، مؤكدا انه في وعي كبير الحقيقه من قبل المصريين من خلال استشعارهم باهميه المشاركه في الانتخابات، خصوصا جيل الشباب. بحسب ما قال السفير محمد خيرت انه جيل الشباب في استراليا كان حريص انه يشارك وكان حريص انه يستخرج رقم قومي المشاركة في التصويت. السفير كمان أدلى بصوته في الانتخابات وكل طاقم السفارة والمصريين المقيمين في العاصمة أو بالقرب منها كله توجه إلى السفارة، وهذه اللقطات للمصريين في أستراليا لدى تصويتهم اليوم. وطبعا زي ما احنا شايفين برضو السيدات في أستراليا متصدرات المشهد بجدارة، رافعات العلم المصري ورافعات رؤوسنا جميعا الحقيقة. تعالوا من أستراليا نروح إلى لندن ونعرف أخبار المشاركة هناك. معنا هاتفيا معالي السفير ناصر كامل سفير مصر في بريطانيا. معالي السفير تحياتي يا فندم. أهلا بيك يا فندم. أهلا بحضرتك. إيه الأخبار النهاردة يا فندم؟ رائعة، منظر مشهد حضاري احتفالي. الله. أبناء جالية مؤمنين في انهم ليهم دور في ان يقرروا القياده التي ستقود مصر لاربع سنوات قادمه نحو مزيد من الاستقرار والمزيد من التنميه والمزيد من التقدم.
نسبة مشاركة يعني أنا أقدر ما يمكن الأفضل منذ أن أتيت إلى المملكة المتحدة. مهما قلت هذه جالية من الجاليات التي يحتذى بها يعني على مستوى العالم وأبدو وعي وأسلوب وتنظيم العملية كان في منتهى اليسر. معالي السفير عايز اقول لحضرتك على حاجه، واحنا بنتكلم دلوقتي انا وحضرتك الشاشه عندنا يعني فول كادر عليها صور يعني صور وفيديو لمشاركه المصريين اليوم في بريطانيا. انا الحقيقه مش الفكره بس ان انا شايفه اعداد كبيره، الفكره انه شايفه هتافات تاتي بحماس وشايفه وجوه شابه، ودي المشاهد اللي لفتت نظرنا النهارده، شايفه شباب، شايفه سيدات، يعني شايفه حماس يا فندم، وهم رافعين اعلام مصر. هم جايين يوجهوا رساله يا فندم، جايين يوجهوا رساله قبل ما يكونوا هيوجهوها لاخواتهم في مصر بيوجهوها للبلد اللي هم عايشين فيها. ويوجهوها الاعلام غربي بعض الاحيان بينحاز او بيقرا المشهد بشكل مغلوط، بيقولوا نحن فخورين ببلدنا وبقياده بلدنا. التصويت اليوم ليس لاحداث الفارق، لانه نحن نعلم تماما ان المصريين على قلب رجل واحد، ولكن التصويت اليوم هو لتوجيه رساله، ومن هنا الحماس، ومن هنا المشاعر، ومن هنا البنات والولاد والامهات اللي منخرطين في العملية الانتخابية. هو النهاردة الجمعة يا فندم، مش أجازة عندكم، انتوا الويكند عندكم جمعة سبت وحد. الناس سابت أشغالها، كان بيقولنا أسر كاملة، كان بيجيلنا شباب، كان بيجيلنا ناس كبار السن وناس محتاجين مساعدة علشان يوصلوا المقر الانتخابي. وانا توقعاتي بكره وبعد بكره هيكون الاقبال اكبر كمان، وان كان احنا متوقعين عاصفه ثلجيه بكره في لندن، هتبقى الامور صعبه شويه على اخواتنا. بكره في توقعات بعاصفه يا فندم؟ عواصف؟ مش توقعات، ده اكيد في ثلج في لندن. ولكن رغم هذا انا استطيع ان اراهن ان المصريين سياتون غدا بأعداد وسيصوتون، وسترين مشاهد في المساء الثلج ونازل والناس داخله وطالعه عشان تقول تحيا مصر. في أي مشاهدات يا فندم، في أي ملاحظات حضرتك شفتها يعني مع هذا القدر الكبير من المشاركة ومن الحماس؟ أنا بس اسمح لي أسأل حضرتك سؤال بمنتهى الأمانة، كنت متوقع يا فندم المشاركة دي ولا قلقت زي ما في البعض قلق والبعض تخيل انه لا مش هنشوف المشاهد دي النهاردة ومش هنشوف هذا الإقبال في أول يوم الانتخابات بصراحة؟ أنا تحديدا اتصالا بلندن كنت متفائل، بس أنا تفاؤلي مبني على اعتبارات موضوعية، لأن الجالية هنا على درجة غير عادية من الوعي. الجالية هنا عاشت الهجمة الإعلامية الشرسة على مصر. الجالية هنا مدركة تماما لأنها عايشة في خضم تناول اعلامي شديد السلبيه في بعض الاحيان وغير موضوعي. الوضع هنا استثنائي بامتياز، ومن هنا المصريين استثنائيين في رد فعلهم هنا بامتياز. فمن هنا انا مش لاني يعني اعلم الغيب، ولكن بناء على قراءه موضوعيه لطبيعه الجاليه المصريه في بريطانيا كنت متفائل. بشكر حضرتك جزيل الشكر معالي السفير ناصر كامل سفير مصر في بريطانيا. شباب احنا معانا الصوت مش كده، ممكن استاذنكم اوبن تو ساوند نفتح بس الصوت، انا يهمني جدا اعرف كانوا بيغنوا ايه المصريين في بريطانيا. بيقولوا مصر بس، مصر 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 الله الله. مشغلين اغنيه بشرة خير، بس هم اللي واقفين كلهم ما بيقولوش الا كلمه واحده بس، مصر بس. انا معجبه جدا الحقيقه بالشخص الفاضل المحترم اللي لابس بدله زرقاء، لا مش ده، الثاني الاولاني، هو واضح ان هو من التنظيم، والحقيقه احنا شايفين تنظيم هايل، يعني الناس واقفه زحمه والناس متكدسه، بس واقفين كل واحد في اللين المخصص ليه او اللاين المخصص ليه، لكن في حماسه غير طبيعيه حتى من الناس اللي واقفه بتنظم. الله على صوره مصر وجمال مصر واعلام مصر وتحيا مصر.
تعالوا نرجع بقى من بريطانيا، نطير نرجع لدولة الإمارات العربية المتحدة. وزي ما سفير حمدي لوزة أكد لنا أنه المشاركة الأكثر النهاردة اللي رصدوها كانت الكويت، ثم جدة والرياض بالمملكة العربية السعودية، ودبي وأبوظبي في دولة الإمارات. سفير مصر لدى الإمارات سفير وائل جاد أعلن اليوم الجمعة مد فترة التصويت في السفارة المصرية بدبي لكثافة عدد الناخبين على لجان السفارة. خليني أوضح بس حاجة مهمة جدا، انه المد ده معناه بحسب ما فهمنا، لانه يعني الحقيقه اجرينا اتصالات قبل الهواء عشان نسال، بحسب ما قيل لنا انه المد ده يعني انت لو دخلت مقر اللجنه او المقر السفاره او المقر اللي فيه الانتخابات التصويت وانتهت الساعات المحدده، لكن انت بالفعل كنت دخلت جوه، حتى لو قعدت للفجر مسموح لك تدخل تصوت لانك دخلت قبل ما يغلق باب التصويت او الاقتراع في اليوم المحدد ده. السفير جاد اضاف كمان في تصريحات صحفيه لي، قال ان السفاره لن تغلق ابوابها حتى انتهاء اخر نائب موجود امامها، ده الناخب عفوا موجود امامها، ده اللي انا بقوله لحضراتكم. طبعا مش محتاجين نتكلم كتير عن المصريين في الامارات وجمالهم وحلاوتهم، أجواء الاحتفالية بين المصريين في الإمارات أثناء تصويتهم في الانتخابات الرئاسية. السفارة المصرية بقى في العاصمة الإماراتية أبوظبي والقنصلية العامة المصرية في دبي شهدت إقبال كثيف جدا زي ما احنا شايفين من المصريين، كانوا بيغنوا إيه يا شباب المصريين في دبي وأبوظبي؟ تعالوا نسمع، يلا بينا. ملاحظين حضراتكم حاجة؟ ملاحظين كبار السن؟ يعني ملاحظين الرجالة المصريين الكبار اللي بالجلاليب وكبار السن اللي موجودين؟ ملاحظين الحماسة اللي عندهم؟ أنا كنت بقول لزمايلي حاجة النهاردة، أنا بقول لهم أنا حاسة إحنا قاعدين طبعا كلنا من الصبح بدري متابعين وعمالين نفتح القنوات كلها العربي والأجنبي ونشوف القنوات الأجنبية بره، يعني كانت مهتمة بالموضوع ده ولا لأ؟ يعني ما كانتش مركزة معانا قوي الحقيقة، بس بيركزوا طبعا مع المصريين في حاجات تانية، لكن فكرة انه المصريين يشرفوا مصر وينزلوا كده لا مش اهتماماتهم. مهم ما علينا، بتكلم على القنوات الأجنبية يعني. بقول لزمايلي النهاردة بقول لهم والله العظيم أنا حاسة انه المصريين بنتلكك عشان نفرح، يعني ما بنصدق تيجي مناسبة عشان نغني نهتف، نغني بقى بشرة خير، تسلم الأيادي، تحيا مصر، نقعد نقول هتافات، الستات زغرت، الرجاله ترقص، يعني بحس ان احنا ما بنصدق انه تيجي مناسبه حلوه عشان نقف وعشان نقول للعالم احنا موجودين. يا رب تفرح قلوب الناس دي كلها، يا رب تفرح قلوب الناس دي كلها، يا رب كل مصري اخذ من وقته ومن مجهوده ونزل بحب وهتف وكان حريص انه يدلي بصوته ويستغل حقه الدستوري في انه يشارك في انتخاب رئيس جمهوريه مصر العربيه، رئيس بلده، يا رب تفرح قلبه، لأنه المشهد ده فرحنا قوي على فكرة. تعالوا نشوف مع بعض السعودية. الحقيقة سفير المصري بالسعودية سفير ناصر حمدي قال النهاردة كمان كان ليه تصريح أنه برضو كان فيه إقبال كثيف، وده تأكدنا منه من معالي السفير حمدي لوزة أو أكدهن يعني من قبل المصريين المقيمين بالمملكة العربية السعودية تصويت في الانتخابات الرئاسية. وقال ودي بقى اللي انا قلت لحضراتكم عليها في بدايه الحلقه النهارده، السعوديه في بعض اللجان فيها شهدت اصطفاف للمصريين امام ابواب السفاره، بنتكلم تحديدا عن الرياض، السفاره في الرياض والقنصليه العامه في جده قبل بدء عمليه التصويت. في لجان الناس وقفت فيها اكتر من كيلو متر. تعالوا نسمع. I'm
يعني كمية العفوية اللي موجودة عند الناس مش طبيعية. يعني هنكمل حلمنا يعني تحيا مصر. وبعدين يا جماعة قالوا ايه ده نشيد الصاعقة، يعني اغنية من اغاني الصاعقة اللي طلعت وبقوا الاطفال الصغيرين في المدارس بيغنوها، اخدوها برضو، اخدوها المصريين برا، اخدوها في التواصل ده على طول موجود. مش معنى انه مصري في الغربة لو بقاله سنين، لو مهاجر برا مش مجرد قاعد كام سنة، الوصلة دي موجودة، موجودة وقوية جدا. وبتظهر بقى قوي في الاوقات دي، بتظهر لا سمح الله في وقت المحنة، بتظهر لما بنتحارب جامد من بره، لما الإعلام بره البعض طبعا منه بيسعى إنه يشرح فينا، وبتظهر في اللقطات والمشاهد الحلوة دي والمناسبات الحلوة دي. تعالوا ناخد هاتفيا الأستاذ محمد أبو العيش نائب رئيس الجالية المصرية بجدة. تحياتي ليك يا فندم. مساء الخير على حضرتك. وأنا الحقيقة اسمحي لي إن أنا أعطلك عن تقديري للمقدمة الجميلة اللي حضرتك قدمتيها. شكرا يا فندم. أنا الله يخليكي. النهاردة الحقيقة يعني أثبت المصريين إن هم رجال مواقف فعلا. النهاردة كان دايما المصريين تلاحموا في حلب 6 أكتوبر ويوم 30 يونيو، كل الأيام المناسبة الخالدة. النهاردة المصريين هم المصريين فعلا، هم يعني كان منظر الحقيقة إحنا فوجئنا. يعني احنا توقعنا ان اللجان هتبدا الساعه 9 من بعد صلاه الفجر، الصفوف كلمونا الحقوا تعالوا ده الخيام ملان. هي صلاه الفجر يا فندم في السعوديه الساعه كم؟ يعني حوالي الساعه 6. يعني المصريين يا فندم راحوا اللجان قبل الوقت بثلاث ساعات، من الساعه 7 كانوا كل المصريين. يعني صلاه الفجر تخلص الساعه 6 وربع، يعني كانوا في اللجان من الساعة 7 الصبح وقاعدين مستنيين وعارفين اللجان هتفتح الساعة 9، وكانوا جايين مستمتعين وجايين يعني البسمة على وجوههم، كلهم عندهم إصرار، كلهم عندهم عزيمة. أول كلمة سمعتها واحد يعني بيهتف إحنا جايين نازلين عشان ناخد حق الشاي. عجبتني يعني السلوغن اللي قالوا، لانه الحقيقه كان بيعبر فعلا عن مشاعرهم، جايين فعلا يقفوا مع مصر، جايين فعلا يثبتوا للعالم كلهم ان هم مقتنعين بادارتهم. ممكن اسال حضرتك سؤال يا فندم؟ تحت امر. كمصري ويعني نائب رئيس الجاليه المصريه في جده، واحنا عارفين طبعا الكثافه التصويتيه اللي عندنا هناك، وعارفين الاعداد المصريين في المملكه العربيه السعوديه، وكل يوم بتتكلم مع المواطنين دول وحضرتك مواطن زيهم، لما بتقول لي دلوقتي حضرتك جايين عشان يجيبوا حق الشهيد، لانه دي نقطه مهمه جدا وما ينفعش كده اعديها. امبارح كان في الندوه التثقيفيه 27 للقوات المسلحه اللي حضرها الرئيس، ام من امهات الشهداء امبارح كانت بتخاطب المصريين وبتقول للمصريين انزلوا يا مصريين، انزلوا الانتخابات، انزلوا الانتخابات وشاركوا علشان دم ابني ودم باقي الشهداء ما يروحش هدر. أكيد. انا ايه الرساله اللي اقدر اوصلها هنا يا فندم؟ ازاي اقدر اقنع اي حد بيسمعني دلوقتي مش قادر برضو يستوعب قوي انه ايه علاقه الانتخابات، انزل ولا منزلش، اشارك ولا ما اشاركش، بدم كل بطل دفع حياته ثمنا لحمايه هذا الوطن؟ ده تفسير حضرتك الوحيد، ان الشعب ادرك المؤامره الكبيره اللي احنا عايشينها، واللي احنا يعني الحقيقه بفضل القوات بتاع القوات المسلحه والشرطه قادرين ان احنا نسيطر على الموقف. احنا يعني وصلنا لمرحله هائله جدا بالنسبه للامن في البلد. احنا بننسى من 4 سنين كنا عايشين ازاي، والشوارع كانت عامله ازاي، وننسى كل الكلام ده. البلد شافت في ال4 سنين ده خطوات ما شفتهاش يمكن دول تانية في 40 و50 سنة. الحقيقة احنا المصري واعي، المصري حاسس بيه اللي بيحصل، المصري عارف حجم الضغط اللي على البلد، لان هي دي مصر يعني اصبحت صمام الامان للدول العربية كلها. فطبعا كل الناس نازلة بحماس. يعني انا لدرجة ان انا شفت دكتور كتير وعايش في المملكة بقاله اكتر من 30 40 سنة يبكي من الفرحه
مش مصدق، في ناس كتير مش مصدقه كان ايه اللي بيحصل قدام العالم كله. انا بشكر حضرتك جزيل الشكر يا فندم، بشكرك على هذه الشهادات وبشكرك على هذه الكلمات الصادقه النابعه من قلب مواطن مصري. الصوره اللي احنا شفناها النهارده في المملكه العربيه السعوديه جميله جدا، ودي دي اللجان اللي احنا بنقول لحضراتكم اللي قلت حضراتكم عليها في بدايه الحلقه اللي كان فيها مصريين راحوا قبل ما اللجنه نفسها تفتح. انا الحقيقه كنت متخيله انها بساعه ساعتين، دلوقتي استاذ محمد ابو العيش بيقولوا من بعد بيقول لنا من بعد الفجر، بيقول من 7 الصبح واللجنه بتفتح 9 يعني، او من 6:30 تقريبا، 6:15 6:30 الصبح. المصريين في السعوديه صلوا الفجر وراحوا وقفوا قدام اللجنه، قال لك مستنيين تفتح. وفي حاجات كده اصلك بتبقى صعب شويه انك تعلق عليها، اصل ده هيكون ايه غير حب الوطن، اصل ده هيكون ايه غير انتماء، اصل ده هيكون ايه غير ادراك بالخطر اللي مصر بتعيشه، اللي هو فيه كتير جدا بيحاول يشكك فيه ويقول ما تبطلوا بقى جو المؤامرات اللي انتوا عايشين فيه، هو يعني العالم مخلص مشاكله قاعد فاضي لمصر؟ طب بص حضرتك كده بعينيك واحكم، شوف المشاهد دي كلها واللقطات دي كلها هل ظهرت في الميديا الاجنبيه؟ انا بسال سؤال بسيط حتى في جزئيه تتعلق بيا كمذيعه او اعلاميه، يعني بتكلم في المجال بتاعي، انا مش هتكلم سياسه خالص، انا بسال حضرتك سؤال، هات كده القنوات الاجنبيه كلها، هات الميديا، هات القناه اياها بتاعت الدوله اياها العربيه، القناه العربيه يعني مش قناه العربيه زملائنا، القناه اياها، هات قناه الجزيره كده، هتشوف المشاهد دي كلها. على فكرة في حاجة كان، معلش يا شباب قبل بس ما ادخل في الخبر اللي جاي، في افيه يمكن البعض يفتكره انا معجبة قوي ان هم اخدوا قالوا ايه وبيغنوها، يا جماعة اخواتنا في الصاعقة ابطالنا في الصاعقة هم اللي قالوا النشيد ده، قالوا ايه علينا وقالوا ايه، على فكرة مش مشغلينها تسجيل، ده بيغنوها هم، بيغنوها اللي واقفين حفظوها وبيغنوها. لا وواحد من الموجودين من المصريين هو بيقول مش سامع حاجة، اللي هو الكلمة اللي قالها الضابط في النشيد اللي هو طيب في كده صغير كان اتقال من كام سنة، كان مرة الريس مش فاكرة كان حاضر حاجة، وبعدين كان في شباب وناس كتير قوي حاضرة مش فاكرة والله كان الإيفنت إيه أو كان الحدث إيه، فحد كده من الناس اللي هي إيه اللي يعني عندها انتماء عالي قوي قال لك كنتوا بتصدقوا الكلام ده، هم دول مواطنين، دول عساكر امن مركزي وملبسينهم ميري ملبسينهم مدني ملكي، فبقينا على طول بعدها بقى بنهزر، فدول يا جماعه دول مش مواطنين عاديين، دول امن مركزي يا جماعه، عساكر امن مركزي واحنا ملبسينهم مدني وموقفينهم بالالاف في كل حته بقى، وده التنسيق الجيد الصراحه اللي القوات عندنا عملته. تسلموا تسلموا كل مصري دلوقتي، وانا عارفه ان دريم قناه الحمد لله متشافه قوي في الكويت والسعوديه والامارات ومتشافه في اوروبا، تسلموا يا كل مصري نزل النهارده وكان واقف في المشهد ده، تسلموا، انتوا رفعتوا راسنا لفوق، انا مش هتكلم اكتر من كده في الجزئيه دي، بس انتوا فعلا رفعتوا راسنا لفوق، شرفتونا. نروح للكويت، احنا ما قلناش الكويت فيها ايه صح؟ تعالوا نروح للكويت، السفاره المصريه في الكويت شهدت اقبال كثيف، والحقيقه انه السفير حمدي لوزه كان اكد ان الكويت هي الاعلى اليوم في الـ 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 الانتخابات في الادلاء بالاصوات، يعني في الاقبال على اللجان، كان في اقبال كثيف من قبل المصريين المقيمين في انحاء الكويت للادلاء باصواتهم في الانتخابات الرئاسيه 2018. المصريين زي ما احنا شايفين الصوره ايضا هي التي تتحدث، المصريين وقفوا بأعداد كبيرة جدا أمام اللجان للإدلاء بأصواتهم، ومعظمهم ودي برضو ملاحظة من الملاحظات كانوا من الشباب وكبار السن. يلا نسمع الله النشيد الوطني، نسمعوا
احنا معانا الحقيقة اتصالات كتيرة من مواطنين عايزين يتصلوا ويتكلموا على الهواء ويقولوا هم شاركوا هم نزلوا هم عايزين يقولوا ايه مشاعرهم ايه. فطبعا احنا مش هنعرف ناخد كل الاتصالات اللي معانا، هناخد بعضها. ناخد معانا مين هاتفيا يا شباب؟ استاذ محمود عشيش مواطن مصري مقيم بالكويت، اهلا وسهلا بيك يا فندم. اهلا وسهلا بحضرتك يا فندم، واهلا وسهلا بالساده المشاهدين، واهلا وسهلا بجميع ابناء الشعب المصري في الداخل. طب قول لي بقى، حضرتك كنت واحد من الناس الجميله دي اللي شرفتنا كده النهارده؟ احنا يا فندم النهارده كنا فندم مشهد اليوم بالنسبه لي هو يعيد الى ذاكرتي مشهد 30 يونيو. يعني الحمد لله الجاليه المصريه النهارده كانت بتحتفل وكانت تهدف الى ارسال رساله معينه لاعداء الدوله المصريه ان الجميع يقف خلف الدوله المصريه مدافعا. احنا يا فندم النهارده والله والله انا رحت الساعه 8 يا فندم وكنت متخيل اني رايح بدري، فوجئت ان في ناس موجوده من الساعه 5 صباحا. والتصويت عندنا يبدا من 9. الله، ده انتوا غلبتوا المصريين بقى، انتوا عليتوا على المصريين اللي في السعوديه، المصريين اللي في السعوديه راحوا من بعد صلاه الفجر، راحوا على 6 وربع كده. والله للامانه يعني الاحتياجات الخاصه مشهد اكثر من رائع. كان بعت لحضراتكم فيديوهات البرنامج، الشباب السيدات كبار السن، يعني بصراحه كان مشهد مشرف لابعد حد. الناس يا فندم كانت ترجع لتحتفل وتوجيه رساله للجميع بان الشعب المصري يقف خلف الدوله المصريه. انا بشكرك يا استاذ محمود، وبشكرك انك كنت حريص انك تتواصل معنا على الهواء وانك توصل الرساله دي، توصلها. انت بتقول بحييكي وبحيي المصريين في الداخل، واحنا بنحييكوا يا مصريين يا اللي في الخارج، بنحييكوا. انتوا رفعتوا راسنا النهارده وشرفتونا وقدمتوا صوره، يعني فعلا فكره التشبيه والتذكير ب 30 يونيو دي اعتقد حقيقيه وقريبه جدا للواقع. تعالوا نشوف السودان، في اعداد كبيره الحقيقه من الجاليه المصريه في السودان توجهت لمقر السفاره المصريه في الخرطوم للتصويت في انتخابات الرئاسه المصريه 2018. سافرنا في السودان السفير اسامه شلتوت، قال النهارده وكان ليه تصريح، قال ان السفاره انتهت من كافه الاستعدادات الفنيه واللوجستيه عشان تستقبل الناخبين، وقال انه تم تخصيص لجنه انتخابيه واحده للمصريين المتواجدين بالسودان بمقر السفاره في الخرطوم، وزودوها بالفعل بكافه التسهيلات للتيسير على المواطنين خلال عملية الإدلاء بأصواتهم. ودي الصور اللي معانا للمصريين في السودان. روما إيطاليا، إحنا عندنا دلوقتي السفارة المصرية في روما وعندنا القنصلية في ميلانو. نتكلم على روما. اللي معانا دلوقتي إيه يا جماعة؟ مش روما؟ احتشد أبناء الجالية المصرية بإيطاليا أمام لجان الانتخابات زي ما احنا شايفين دلوقتي، وده كان تزامنا مع انطلاق الانتخابات النهاردة. أبناء الجالية المصرية في روما توجهوا للمشاركة والإدلاء بأصواتهم وانتخابات في الانتخابات الرئاسية. دي بعض الصور اللي وصلت لينا بالفعل للمصريين في سفارتنا في روما. طبعا أعلام مصر كانت مرفوعة، هتافات برضو نفس الكلام، كل واحد كان حريص ان هو يتصور عشان يحط صورته على فيسبوك او عشان يبعت صورته لقرايبه هنا في مصر ويقول للناس كلها احنا مصريين مقيمين في ايطاليا لكننا مصريين لا نقل وطنية ابدا عن المقيمين داخل مصر. نروح الى المانيا ولا فرنسا يا شباب؟ عايزين مين الاول؟ نروح الى المانيا، المصريين في المانيا. السفير بدر عبد العاطي سفير مصر في ألمانيا قال إن السلطات الألمانية قدمت كل السبل التأمينية للسفارة في برلين والقنصليتين المصريتين في هامبورغ وفرانكفورت، وقال إنه في مندوبين بالفعل من بعثة الجامعة العربية للمشاركة في الإشراف على الانتخابات الرئاسية كانت موجودة، وقال إنه تم السماح لوسائل الإعلام بتغطية الانتخابات بالسفارة، وكان في حضور الحقيقة لمندوبي مندوبي المرشح عفوا مندوبي المرشحين
يعني الاثنين مرشحين اللي عندنا المرشح عبد الفتاح السيسي والمرشح موسى مصطفى موسى الاثنين كان ليهم مندوبين حضروا وده طبعا حق ليهم حق قانوني ليهم حضروا في اللجان او الاشراف على اللجان. واكد انه تم تكثيف التواصل مع الجاليه المصريه في المانيا عبر وسائل التواصل الاجتماعي وكان في تواصل مباشر عشان يحثوهم على ممارسه هذا الحق الدستوري حقهم الاصيل في المشاركه في الانتخابات الرئاسيه. من المانيا تعالوا نشوف المشهد في فرنسا كان فيها ايه السفاره المصريه النهارده في باريس والقنصليه العامه في مارسيليا الاثنين فتحتا ابوابهما صباح اليوم الجمعه امام المصريين المقيمين او المتواجدين سواء مقيم يعني او متواجد على الاراضي الفرنسيه عشان يضلوا باصواتهم في الانتخابات الرئاسيه. السفاره المصريه في باريس والقنصليه العامه في مارسيليا الاثنين الحقيقه اتخذتا كافة الاستعدادات لضمان سير عملية التصويت بسلاسة ويسر خصوصا طبعا من خلال يعني توفير أجهزة اللي هي الإلكترونيكس والحاجات اللي هي بتتيح الكشف لو كان المتقدم للإدلاء بصوته مقيد أصلا بقاعدة بيانات الناخبين في مصر ولا لا. سفير مصر لدى فرنسا ومندوبها الدائم بمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة اليونسكو السفير إيهاب بدوي طلع تصريح وقال أو يعني هو كان اتقال انه حث الحقيقه ابناء الجاليه المصريه هناك باعتبارهم جزء اصيل من الوطن ان يمارسوا حقهم في حقهم الدستوري في التصويت والمشاركه بايجابيه وبقوه في هذه الانتخابات الرئاسيه. تعالوا ناخد هاتفيا معالي السفيره سيرناد جميل قنصل عام مصر في باريس. اهلا بحضرتك يا فندم. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا بيكي. الصورة في فرنسا الصورة في باريس ومارسيليا حدثينا عنها. أنا هحدثك عن باريس لأن هو ده الواقع اللي أنا عشته منذ الصباح وكان في توافد كثير وأحب أقول لك أنه كان نوع من التعبير عن الفرحة بحب مصر وكل اللي أنا بلمسه من خلال عملي في التواصل الدائم مع الجالية ورعاية الجالية باستمرار دايما كنت بلمس الوطنية وحب لبلدهم والنهاردة كان تتويج للحب ده وتعبير عنه بالأغاني المصرية بالتكاثف الجميل بوجود نيافة الأنبا مارك أسقف الكنيسة القبطية في باريس ومعه وفد من الأباء من الكنيسة القبطية والتفاف كل الرعايا المصريين حواليهم بفرحة وبهجة وكان حقيقة يعني حاجة جميلة مشرفة بتعبر عن وطنية كل إنسان مصري هنا مرتبط بأهله وبوطنه بيدعم بلده في وعي تام لضرورة المشاركة وأهمية المشاركة لأنه ده إبراز للمساندة لأهالينا في مصر والحقيقة كان حاجة مشرفة وحاجة صورة جميلة للعالم وصورة جميلة نديها لفرنسا من خلال أبنائنا. أنا بشكر حضرتك الحقيقة على اللقطة أو النبذة التاريخية اللي ليها علاقة بحب المصريين اللي اديتيها لنا بس اسمحي لي أسأل حضرتك سؤال يعني أنا حريصة أن أنا أسأله لكل سفير لينا لكل قنصل عام لينا بنكلمه ونعرف اخبار الجاليات المصريه بره ايه. هل حضرتك يا معالي السفيره كنت متوقعه هذه المشاركه الايجابيه الفعاله من المصريين في فرنسا؟ فعلا كنت متوقعها واحنا يعني في حاله تواصل دائم مع المصريين والمصريين كانوا منتظرين ايام الانتخابات بفارغ الصبر وكان عندنا قبل كده لجنه لاستخراج الرقم القومي في القنصليه العامه وكان المصريين مهتمين جدا بتجديد الرقم القومي كانوا فاكرين انه الرقم القومي القديم ما يمكنهمش ان هم ينتخبوا فكانوا بقى بيتوافدوا بكميات مهولة على لجنة الاستخراج الرقم القومي اللي هي مفادة من قبل وزارة الداخلية لكن حقيقة هم يعني ممكن الواحد ينتخب برقم قومي قديم لكن من حرصهم ان هم صحيح. كانوا خايفين ان ده ما يمكنهمش فكانوا بيتوافدوا بس الحمد لله يعني الجميع كان اللي عايز يجدد جدد والجميع الحقيقة كان مشارك النهاردة كان منتظر هذا اليوم وطبعا بكرة وبعده أجازة هنا في فرنسا فهيبقى المشاركة أكتر وأكتر
والنهارده كان الامهات باطفالهم. الله. الحقيقه السيدات يعني المصريات جمال جدا، وجايين ومعهم اطفالهم سنه وسنتين وشايلينهم وجايين، ويعني في الست المصريه يا معالي السفيره، الست المصريه، الست المصريه عمر الرهان عليها ما بيخسر ابدا. حقيقي فعلا، وحاجه مفرحه بشكل يعني غير طبيعي، يعني السيدات والزغاريت والاغاني حاجه جميله جدا، حاجه مصريه اصيله، حاجه مصريه اصيله. انا كنت بقول يعني عارفه فكره اطلع من لجنه زغرت دي خلاص بقى ترند بالنسبه لنا، يعني تريد مارك. روعه تريد مارك روعه. الفرنساويين الشعب الفرنسي يا معالي السفيره بيفهموا يعني بيفهموا طبيعه الزغروطه دي يعني هم ابتدوا يتفهموها يعني من كتر ما المصريين يعبروا بالفرحة بالزغاريت، فهم ابتدوا يفهموا ان ده رمز للسعادة والبهجة. أنا بشكر حضرتك جزيل الشكر، وبشكرك على الفرحة اللي في صوتك الحقيقة اللي بتنقليها لينا، وبشكرك على تعبيرك اللي طالع من القلب. معالي السفيرة سيرينات جميل، قنصل عام مصر في باريس. إذا المشاركة النهاردة في فرنسا سواء في باريس أو مارسيليا كانت في السفارة أو القنصلية كانت عالية جدا. بكرة وبعده إن شاء الله طبعا ويكند في فرنسا، فالتوقعات بالمشاركة كمان تكون أعلى. برضو ستات مصر في فرنسا انطلقنا مع أطفالهم، أخذوا أطفالهم وطلعوا رفعوا الأعلام المصرية وقالوا تحيا مصر وملوا اللجان الانتخابية. أنا عايزة بس أروح لجنوب إفريقيا يا شباب لو تسمحوا لي، لو ناخد لو اتصالها جاهز معانا. طيب عايزة بس أقول لحضراتكم أنه طبعا في عندنا كده بعض اللقطات اللي هنقولها. الخبر مش عندي على فكرة، بس أنا يعني إيه ده تمام. في جنوب إفريقيا عندي، ظلمتكم أسفة. طيب عايزة بس أقول إن في بعض اللقطات كده هنشير ليها، يعني بعض اللقطات النهاردة كانت ملفتة جدا. عندك ست مصرية مثلا في لندن كانت لابسة علم مصر، دي كانت حلوة جدا، ودي يعني لابسة علم مصر، صورة جميلة. عندك مثلا صورة لطفل مصري يمكن ما جابش 10 سنين، يمكن 8 سنين 7 سنين حاجة كده، لابس ملابس الجيش المصري وماسك في إيده علم بلده. في أروع من كده؟ في أروع من كده إنه طفل يبقى يعني ربما مولود أو سنوات عمره القليلة، يا رب ربنا يديله العمر والصحة يا رب، عايش بره مصر، يروح يشارك كده وهو طفل صغير وملبسينه بدلة الجيش؟ في زرع انتماء أكتر من كده؟ ده تلاقيه إلا بين أبناء المصريين وخصوصا المصريين اللي في الخارج. دي كانت والدته أخدته معاه عشان يشارك أو يعني يبقى معاها، ومش هشارك طبعا يعني يبقى معاها وهي بتدي صوتها. والصورة دي على فكرة كانت لسيدة مصرية في الكويت. تعالوا ناخد ما حدث أيضا أو يعني الانتخابات النهاردة في جنوب أفريقيا. الحقيقة أنه عندنا أساقفة الكنيسة المصرية في جنوب أفريقيا بيدلونا بأصواتهم، ودي كانت مهمة جدا. الأنبا أنطونيوس مرقس أسقف عام شؤون أفريقيا، أسقف الكنيسة المصرية الأرثوذكسية في جنوب أفريقيا، وأعضاء الكنيسة زي ما احنا شايفين في الصور بيدلونا بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية في مقر السفارة المصرية في بريتوريا. معاهم في الصورة على فكرة السفير شريف عيسى سفير مصر في جنوب أفريقيا، ومعاهم نائب السفير المستشار منذر سليم، ومعانا هاتفيا المستشار أيمن ولاش. طيب لا مش معانا هاتفيا، لكن الحقيقة ربما احنا قلنا وعرضنا الصور وشرحنا انه النهاردة زي ما احنا شايفين أعضاء الكنيسة بيدلوا بأصواتهم بصحبة السفير المصري ونائب السفير في مقر السفارة في بريتوريا في بريتوريا في جنوب أفريقيا. الحقيقة أنه الصور كتيرة جدا، والهتافات المصرية في مختلف دول العالم حلوة جدا. بس خلوني الشاب اللي أنا قلت لكم عليه في البداية، أصغر ناخب مصري في أستراليا عمر، دي صورته. وعمر على فكرة المعلومات اللي عندنا بتقول هو يعني رافع صورة من يريد أن يرشحه وعلامة النصر. وعايز أقول لحضراتكم أنه يعني المعلومات اللي عندنا أو الخبر بيقول أن عمر مولود وعاش طول عمره في أستراليا، لكن دي صورة أخرى ولافتة أخرى تعبر عن مدى الولاء والانتماء من أحد أبناء الجيل الثاني في أستراليا. والحقيقة الشكر مش بس لعمر، الشكر للي ربى عمر.
الشكر للرب عمر، للظروف ما هو قرر انه يكون عايش بره مصر وربنا يرزقه بطفل رباه بره مصر. لكن حتى لو اتكلم اللغه بتاعت بره، اخد من عادات وتقاليد بره، لكن لما تيجي عند بلدك هي محتاجاك امتى وازاي، دي ما فيهاش كلام. طيب، نائبه سفير مصر في مسقط، واقفه برضو بالعلم، طبعا هي نائبه السفير المصري هي السيده مها شاهين، كمان واقفه بتدلي بصوتها صباح اليوم في الانتخابات الرئاسيه، وكانت حريصه الحقيقه انها كمان ترتدي زي بيمثل الالوان، الوان العلم المصري، ابيض اسود واحمر. تحيه لكم جميعا، وتحيه لكل هذه الصور والمشاهد الجميله. احنا هنكون مع حضراتكم ان شاء الله حتى الواحدة والنصف من صباح اليوم، صباح الغد يعني السبت، يعني هنكون معكم ان شاء الله على مدار الساعتين ونص القادمين. اي تطورات جديدة، اي اخبار جديدة، اي مشاهد في اي مكان في العالم، اي اخبار عاجلة ان شاء الله نقولها مع حضراتكم. لكن هنطلع لفاصل، وبعد هذا الفاصل نبدأ في حوار هام جدا مع سيادة النائب سليمان وهدان وكيل مجلس النواب. الحقيقة لو انت بتتكلم على دولة جديدة ورؤية جديدة، وبتتكلم على استكمال ما تم بناؤه في السنوات الماضية، وهذا الحديث بعيدا عن الانتخابات، انت بتتكلم على انت عايز تكمل ازاي. عشان تعرف انت هتكمل ازاي لازم يبقى في كشف حساب. كشف حساب البرلمان المصري بعد تقريبا 3 أعوام من الانعقاد، وربما إجابة على أهم التساؤلات المتعلقة بالبرلمان المصري، خصوصا الدستور المصري، هل يحتاج لتعديل بعد 4 سنوات من تطبيقه؟ إيه تقييمه للحكومة الحالية وتقييمه لقدرتها على تخفيف العبء من على كاهل المواطنين؟ وغيرها كتير جدا من التساؤلات سنطرحها إن شاء الله بكل صراحة على سيادة النائب سليمان وهدان بعد هذا الفاصل، انتظرونا. بعد مرور أكثر من 3 أعوام على انعقاد الفصل التشريعي الأول لمجلس النواب، يعني عايزين نسأل سؤال ونطرحه بشكل موضوعي جدا. ما الذي فعله البرلمان؟ ما الذي قدمه البرلمان لمصر وللمواطن المصري؟ بالتأكيد لأعضاء البرلمان، أكثر عضو البرلمان ده بيبقى ليه أكثر من دور ومهمة، أبرزها الدور التشريعي والدور الرقابي. وكنا الحقيقة من كام سنة كده متعودين على فكرة النائب الخدمي، اللي هو فكرة النائب اللي يخلص المصالح لولاد الدايرة، عنده حد عنده مشكلة في صحية، حد عنده بطاقة تموين، حد عنده مشكلة في الصرف الصحي وما إلى ذلك. لكن الحقيقة إنه بقى فيه وعي، أنا يمكن بحس بده، معرفش أنا مدى يعني دقة إحساسي ده أو مدى صدقه، يعني بحس إنه بقى فيه وعي عند المواطن المصري إنه النائب مش بس يبقى نائب خدمات، النائب لازم يكون دوره رقابي وتشريعي. النهارده هنطرح مع حضراتكم هذا السؤال، ما هي ابرز المحطات الرقابيه وما هي ابرز التشريعات التي اقرها برلمان 30 يونيو منذ انعقاده وحتى اليوم؟ ده غير طبعا الكثير من الجدل حول مدى دور البرلمان ومدى ارتباطه بالشارع المصري، خصوصا بعد اقراره لحزمه من التشريعات المرتبطه باجراءات الاصلاح الاقتصادي. فالمواطن كان كتير في الاحوال بيسال يقول البرلمان سكت ليه على تحريك الدعم وعلى غلاء الاسعار والاصلاحات الاقتصاديه. هنسال في كل هذه النقاط، وطبعا هنشير الى الانتخابات الرئاسيه مع ضيفنا الكريم اللي منورنا، سياده النائب سليمان وهدان وكيل مجلس النواب. يا اهلا بحضرتك يا فندم. اهلا بيك يا فندم. اهلا وسهلا، منورنا وبشكر حضرتك على هذا الحوار. الله يخليك يا فندم. اهلا بيك. وطبعا سياده النائب سليمان وهدان وكيل مجلس النواب، نائب رئيس حزب الوفد ونائب رئيس المجلس القومي للقبائل المصريه. انا عندي ملفات كثيره جدا المفروض نتكلم مع بعض فيها. تحت امرك يا فندم، تحت امرك. اسمح لي قبل ما نبدا هذا الحوار ناخد هاتفيا من ايطاليا سفيرنا في سفير مصر في ايطاليا، معالي السفير هشام بدري. اهلا بحضرتك يا فندم. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا بيك يا فندم. انا معايا كمان سياده النائب سليمان وهدان وكيل مجلس النواب. اهلا يا فندم. بيرحب بحضرتك يا فندم السفير هشام بدري. اهلا بيك يا فندم هشام بيه. معالي السفير، طمنا ما هو الوضع. احنا عرضنا وشفنا صور الحقيقة وفيديوز للمصريين في إيطاليا، لكن عايزين نسمع من حضرتك تقييم سفرنا في إيطاليا لليوم الأول ومشاركة المصريين في الانتخابات الرئاسية. هو احتفالية أكثر من انتخابات، يعني من قبل الساعة 9 وكان في أعداد كبيرة من العائلات والمصريين ومن كبار السن وثقافة الكنيسة وإمام المسجد، ويعني اعداد كبيره جدا جايه تحتفل، جايه
رسالة شكر ووفاء ان احنا كالمصريين في الخارج مقدرين كل التضحيات، وبالتالي احنا واقفين مع المصريين في الداخل، ودي رسالة وفاء وشكر لكل شهيد ولكل الانجازات اللي تمت في مصر في الفترة دي. فكانت يعني احتفالية، انا اقدر اقول لك ان هي الناس جت وشعرة انها جاية بيتها وفرحانة وبتخش السفارة وعايزة تدي بصوتها وماسكة الاعلام، وحتى الاجيال الجديدة يعني العائلات لما بتيجي وجايبة لاولادهم، والولاد حتى لما بيتكلموش عربي كويس بيتكلموا طلياني زي رافعين العلم المصري وبيقولوا كلمة مصر بالايطالي. ووسائل يعني احد وسائل الاعلام الايطالية وكالة نوفا ثاني اكبر وكالة اعلام استفسرت واتكلمت ونزلت خبر ان في احتفالية في السفارة المصرية باللي بيحصل، وكتبت يعني الناس بتبوست على الانجازات اللي تمت في السنوات الماضية. وبالتالي احنا كنا سعداء جدا طبعا من 9 الصبح ل 9 بالليل، وانا كنت بشرف طبعا مباشرة طول هذه الفترة وتسجيل للمواطنين كلهم ان هم يقدروا يدوا بصوتهم، وفي نفس الوقت لو في اي حاجة تانية عايزين يجددوا جواز سفر، عايزين اي حاجة، اللي كان في لجنة الرقم القومي كانت خلصت شغلها وادت بعض المواطنين الرقم، لجنة التجنيد شغالة وهكذا. وبالتالي كان في ديناميكية واحتفالية كبيرة، ودي حاجة طبعا مش غريبة على مصر، ويعني مدركين، وزي ما سيادتك قلت كلمة الوعي، الوعي بالوطن والوعي باللي بيحصل والوعي والأمل في المستقبل، فجايين يعني يصوتوا برجليهم ويعملوا مشاوير طويلة. يعني مش كلهم طبعا ساكنين في روما لأن إيطاليا كبيرة، في لجنتين بس، لجنة في ميلانو في الشمال ولجنة في روما، ففي ناس بتقعد 3-4 ساعات عشان يأكدوا هذه الرسالة الهامة بالنسبة لنا كلنا. كمان الإقبال يا فندم كان أكتر من المصريين على السفارة في يعني في أولادنا المصريين إخواتنا في السفارة في روما ولا قنصليتنا في ميلانو؟ الإقبال كان أكتر فين؟ الإقبال أكتر في ميلانو، لأن عدد المصريين يعني تقديريا في ميلانو أكبر بكتير من في روما. فالحمد لله كله في إيطاليا وكله بيدي رسالة وكله موجود وكله بيساهم وكله بيرفع احتفال بالعلم واحتفال بالوطن، ويعني لمسة وفاء ولمسة فرح ان المصريين كلهم واقفين مع بعض نفس الرسالة. بشكر حضرتك جزيل الشكر معالي السفير هشام بدر سفير مصر في إيطاليا، مؤكدا انه النهارده ما كانش اقبال للمصريين على اللجان الانتخابية في إيطاليا، النهارده كانت احتفالية، المصريين النهاردة نزلوا جددوا وعدهم وعدهم لهذا الوطن بالانتماء وبالحب وبالتقدير قولا وفعلا مش بس قولا. نعود مرة أخرى إلى ضيفنا الكريم سيادة النائب سليمان وهدان، بجدد الترحيب بحضرتك. أهلا بك فندم. اسمح لي نبدأ بالمحور التشريعي لأنه ده الأهم بالنسبة لنا دلوقتي، طبعا المحور الرقابي كمان، لكن فكرة التشريعات ده اللي بيبدأ من عندكم في البرلمان يا فندم وبيمس كل مواطن مصري. صحيح. بعد 3 سنوات تقريبا ما الذي قدمه البرلمان من ايه اللي نقدر نقوله النهارده للمواطن المصري الذي يتابعنا انه البرلمان قدمه من تشريعات تتعلق بحياته اليوميه؟ احنا قدمنا تقريبا حوالي 420 قانون، رقم يعني كبير جدا. قدمنا حوالي 340 مشروع بقانون اللي كانوا من سنه من ايام حكم الرئيس عدلي منصور. تشريعات كثيرة جدا جدا عندنا موروث للأسف شديد، يعني احنا محتاجين ثورة تشريعية كبيرة جدا جدا جدا، لكن المجلس بأمانة شديدة هو تبنى دوره وتحمل مسؤوليته في ظرف راهن بالنسبة للوطن. دخلنا في مشروعات ممكن بتمس المواطن بصفة مباشرة، ممكن مشروعات بتمس قطاعات معينة، عملنا مشروعات كثيرة جدا جدا جدا. في مشروعات احنا كانت حلم يعني بيتحقق عايزينه يتحقق في وقت او من اخر، لكن للاسف الشديد نقدر نقول ان احنا عملنا في ظل هذا ال3 سنوات من عمر البرلمان ما تم انجازه من مشروعات وقوانين هو يمكن يعادل دورتين يعني 10 سنين تشريعات. هل بالعدد يا فندم بعدد التشريعات؟ شوف انا قلت 420 تشريع تقريبا احنا عملنا، لكن هو في حضرتك مثلا كان هناك حلم المصريين
كنا لن يجرؤ في يوم من الايام ان هو الحكومات المتعاقبه والمتتاليه ان يعملوا قانون مشروع التامين الصحي. صحيح. هذا المشروع انا بعتبره حلم. صحيح. بيتحقق النهارده للشعب المصري. مشروع قانون الاستثمار. لا هتكلم عن مشروع قانون التامين الصحي ده تحديدا. اتفضل. هذا المشروع مشروع ضخم جدا جدا. في دول عظمى نفذته على 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 تقريبا 60 سنه و50 سنه و40 سنه. احنا عاملين مشروع اتنفذ تقريبا على 10 سنين ويمكن سياده الرئيس يضغط معانا شويه انه ان شاء الله ينزل اقل من كده، لكن هذا المشروع حلم المصريين. مشروع الاستثمار. احنا قعدنا سنوات طويله. ممكن قبل الاستثمار ارد على حضرتك في جزئيه، اسمح لي انا هاخد صف المواطن طبعا وبتناقش مع وكيل مجلس النواب. مشروع قانون التامين الصحي ما فيش شك انه انجاز، والمواطن المصري نفسه اللي في الشارع كان يعني كان سعيد انه انتهينا من هذا المشروع، بس المواطن برضو بيسال بيقول طب ما قبل ما كنتوا تطلعوا قانون الخدمه المدنيه كنتوا تطلعوا قانون التامين الصحي، اهو كان زماننا لو من سنه دلوقتي اشتغلنا فيه كنا قربنا المسافه. فكره يا معالي النائب فكره الاولويه ايه؟ معياري فيها ايه؟ ان انا اسرع اصدار هذا القانون قبل ده. انا من ضمن يعني انا كنت احد المقدمين مشروع قانون التامين الصحي. هو التامين الصحي مش مساله قانون كتف ورقتين ومذكره اضاحيه، ده محتاج دراسه دكتوريه، دراسه تمويل هذا المشروع بشكل كبير جدا جدا، ايام وجلسات متتاليه ما بين وزاره الماليه وما بين وزاره حكم محلي ما بين الوزارات المعنيه وزاره الاستثمار، هيتعمل ازاي، هناخد ايه، طب مين، احنا برضو احنا في البرلمان بندافع برضو على شرائح معينه، مين اللي هيبقى معفى من هذا التامين الصحي، مين اللي هيدفع تامين صحي، هنطبقه بشكل ازاي، لان ده مساله يعني دراسه الالكترونيه او الدراسه الماليه بتاعته دراسه في منتهى الصعوبه معقده. صحيح صحيح. احنا جبنا 30 نموذج ل 30 دوله في العالم. ده غير حاله المستشفيات اللي عندنا كمان، احنا يعني عندنا بشكل كبير. المشروع ضخم جدا جدا جدا، هيتكلف مليارات، يعني مليارات مليارات، يعني احنا بنطبقه في محافظه بورسعيد البدايه وده الحمد لله انه اتطبق في محافظتي بورسعيد. حضرتك من بورسعيد؟ بورسعيد طبعا. عشان كده بقى الحمد لله، عشان كده بقى ربنا وفقنا. لا هو يعني بورسعيد عندنا نسبه جاهزيه، كان المفروض يتطبق في السويس الاول او الاقصر، لكن الحمد لله كان مستشفياتنا في قدر ان احنا نقدر تستوعب او تستقبل هذا المشروع. المشروع خلي بالك حضرتك مشروع ضخم جدا جدا. المشروع فكرته ان هو على كل مثلا مربع فيه مثلا 20,000 او 100,000 يبقى فيه وحده صحيه 24 ساعه موجوده، في يعني فاكبر 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 لتلاقي مستشفى كبير يعني. فمشروع ذات اهميه كبيره جدا جدا. قبل ما نغلق الحديث عن هذا المشروع الهام جدا، هل عن هذا القانون الان، هل نستطيع ان نعد المواطن بانه بالتطبيق الكامل ان شاء الله والشامل لقانون التامين الصحي سينال رعاية طبية وخدمة صحية تليق به وتختلف؟ فندم هو مشروع رعاية مشروع فلسفته وبدايته وقوته ان هو هيعمل هيقدم خدمة بأعلى جودة. مفيش واحد مواطن بشرطة والتاني بشرطتين، الوزير مع الغفير هيخش مستشفى واحد هيتعالجوا بنفس العلاج. اصل احنا عندنا النهارده يا فندم يا معلم، لا ده موضوع تاني خالص. لغايه دلوقتي عندنا في عايزين نفهم لغايه دلوقتي عندنا حضرتك كان في دواء النهارده، في دواء ما احنا عارف في دواء النهارده غالي يقول لك لا ما تصرفش عندنا، وفي دواء النهارده رخيص بتصرف عندنا، في مستشفى النهارده بتقول لك ده كذا، حتى في الكيماوي ذات نفسه يعني الدواء اللي يعني ربنا يحفظنا يا رب، الكيماوي يقول لك في هنا جرعه بكذا وفي هنا جرعه بكذا، يعني هو هياخد اعلى جرعه، هياخد اعلى جوده. فندم في ناس بتحتاج كيماوي لعلاج الكيماوي في امراض السرطان الجرعه بحاجه و60,000 جنيه. ما فندم حضرتك حضرتك بص ما معوش فندم. لا ما هو خلاص احنا يعني وبيتقال له وبيتقال له ما ينفعش نكتب لك غير بروتوكول العلاج ده. بالظبط، ما فيش حاجه اسمها بروتوكول، ما فيش حاجه اسمها جدول، ما فيش حاجه ان هو يعني حضرتك اسمه تامين صحي شامل، ما هو لازم نفهم يعني ايه شامل. شامل لحضرتك لو انت رحتي وقلت له عايز انا غير عدسات ورحت غير عدسات. في الاخر يعني في التامين الصحي الموجود، في تامين صحي عندنا احنا اوريدي عندنا تامين صحي، لكن ممنوع تعملي وممنوع تعملي كذا، ممنوع تعملي مفصل، ممنوع تعملي مش عارف ايه، معقول تعملي مفيش اسنان، مفيش رمد وعيون، مفيش، لا مفيش كمان زراعه كبد، مفيش زراعه كلى، مفيش مش عارف ايه، مفيش معالجه الجروح، مفيش كتير. ده اسمه تامين صحي شامل اللي عند حضرتك هتعمل ايا كان شكل هذا الاسم. قبل ربنا ما يعافينا طبعا، لكن هو ده مشروع ملف الصحه. ممكن اسال سؤال وانا عارفه انه ده محتاج حلقات نتكلم فيه، لكنه سؤال الحقيقه بياتي من
قلب كل سواء مريض أو أسرة مريض مصاب بضمور العضلات. وأنا عارفة كويس لأن أنا تابعت وناقشت ده في حلقات سابقة ليا في برامج سابقة ملف ضمور العضلات، وأعلم جيدا وقيل لي من الدكتور عماد كاظم رئيس المجالس الطبية المتخصصة، ولو هو رجل فاضل الحقيقة، وأنا بتناقش معاه كذا مرة وبتكلم معاه، قلت له يا دكتور يعني ما نصفرهم بره يتعالجوا؟ قال لي يا فندم المريض الواحد بيكلف الدولة ما يقرب من أعتقد كذا مليون جنيه مصري، كل وإحنا حسبنا كل مريض واحد بالتكلفة دي أنا ممكن أعالج مثلا 100 مريض بأمراض كلها. ده عشان في تأمين صحي مثلا، ده اسمه تأمين صحي بس. أما إحنا تأمين صحي الشامل كل مواطن في مصر هيتعالج من ألف إن شاء الله تكلف 5 مليون حتى مرضى ضمور العضلات. أي حاجة في الدنيا فندم، يا فندم مريض ضمور العضلات بيتكلف ملايين علاجه، يتكلف فندم، ده مواطن مصري في الآخر، مفيش عندنا سقف. حضرتك عارف عددهم قد إيه؟ لا ما اعرفش ملايين المواطنين، لا ما اعرفش ملايين المواطنين، لكن هيبقى في موجود وفي مراكز طبيه متخصصه وهيبقى في مراكز، لا لا لا، ومراكز التاهيليه برضو عندنا مشكله كبيره. كل الكلام ده يا فندم كل الكلام ده تحت هذه مظله القانون هيتعمل كل المشاكل الطبيه اللي موجوده بلا شك. لكن انا نخش بقى في قوانين كتير جدا في القانون بقى، يعني من ضمن اهم القوانين الاستثمار. الاستثمار طبعا قانون مهم جدا جدا وادى دفع، بس اخدتوا وقت يا فندم عشان تطلعوا لائحه تنفيذيه. ما هو محدش بقى، لا مش احنا اللي خدنا وقت، احنا ما بنطلعش لائحه تنفيذيه، الوزاره احنا بنطلع الحكومه لكن احنا بنطلع القانون. هو حتى في مشكله في دلوقتي في تعديل، بس ما بتوقفوش عليها اللائحه التنفيذيه؟ لا لا، لكن اذا حصل في عوار او في خلال احنا بنحاول ان احنا نعدل، لان احيانا بيبقى في مشكله في تنفيذ القانون، في تنفيذ القانون، واحيانا اللائحه التنفيذيه بتنسف هذا القانون او فلسفه هذا القانون او ايجابيات هذا القانون. فاحنا في قانون الاستثمار في بعض القوانين بتتعدل دلوقتي حاليا، لان احيانا انت لما تيجي تطبق القانون على الارض بتقابل شويه مشكلات ممكن ما كانش في ذهن المشرع في هذه اللحظه. فما فيش مشكله، لكن قانون الاستثمار طلع بشكل كويس جدا، اللائحه التنفيذيه شغاله، في بعض الحاجات النقاط بتحاول يتم تعديلها للصالح العام ولصالح المستثمر طبعا. قانون بلا شك يعني ان هو كان دفعه قويه جدا جدا لجذب الاستثمار والمستثمرين من الخارج. طب هكمل عليه بقى بمناسبه الاستثمار والمصانع وتشغيل الشباب وبالتالي تقليل البطاله وبالتالي رفع الاقتصاد وبالتالي رفع معدل النمو. كل بقى المؤشرات دي هتكلم على قانون الترخيص الصناعيه. كمان من ده كان من ضمن يعني انا كاتب قدامي شويه قوانين كده، نقصات مزايدات التراخيص الصناعيه، دور العباده الموحد، بناء الكنائس والمساجد، قانون نزع الملكيه، قانون المنفعه العامه. يعني لسه مطلعين قانون المنفعه العامه، ده حاجه مهمه جدا جدا. احنا طلعنا قانون للمنفعه العامه في حاله انشاء طريق، انشاء شيء معين، احنا بنقول في هذه اللحظه حضرتك قبل ما يتم التنفيذ تدي المواطن او تدي البيت او تدي الارض تعويض قبل ما تطلع القرار. يعني القرار يطلع يتوازى معاه التعويض عشان ادي فرصه للشخص اللي مثلا هيبقى فيه كوبري هنا، هيبقى فيه طريق هنا، هيبقى فيه كذا، يقدر بنفس الحاله السعريه الوقتيه نفس اليوم. يعني الفدان هنا بكام، المبنى هنا بكام، يتسعر عشان ما يبقاش فيه نوع من الارهاق او بالنسبه للضرر للمواطن في هذا الشان. الخدمه المدنيه، الهجرة غير الشرعية، دخلنا عملنا طبعا قانون الهجرة غير الشرعية، ودخلت شغل كتير الحقيقة منكم، عملنا قانون في غاية المضافة في غاية الأهمية. والمواطن كان دايما يقول ايه، البرلمان على طول في القوانين اللي فيها المواطن بيدفع فلوس او بتفرض عليه شروط بيطلعها على طول، قيمة المضافة كان دايما يشير للقيمة المضافة والخدمة المدنية. ما احنا برضو عملنا قانون، انا شايف ان نقطة مضيئة في هذا البرلمان ان احنا قدرنا نكرم الشهداء، عملنا صندوق الشهداء ده مؤخرا الحقيقه، وكان ده بأمانة هذا القانون انا شايفه من اعظم القوانين انسانيا. ده هنمشي فيه ازاي يا فندم؟ يعني تطبيق القانون ده هيبقى ازاي؟ لا هو هيتعمل هيئه ترعى اسر هذا الشهداء، لان انا شايف لا يكفي او مش هنقدر مهما كان نعمل صندوق، نعمل رعايه، نعمل ما اعرفش، كل ده ما يكفيش نقطه دم، ما يكفيش دمعه نزلت من ام او بنت او ابن او ما يكفيش. لكن احنا اجتهدنا وقدرنا نعمل حاجه للشهداء، لان هم ماتوا عشان احنا نعيش، الناس دي ماتت عشان يبقى في وطن. فاحنا عملنا المشروع القانون، وده يعني الحمد لله، يعني انا بعتبره
من القوانين انا بفخر بيها ان احنا ان انا عضو في مجلس النواب في هذه الدوره. قوانين الخدمه المدنيه، لا قوانين كثيره جدا جدا احنا عملناها النهارده. حضرتك كوكيل مجلس النواب، ايه اكتر قانون حقيقي بتشعر بالفخر والسعاده انه صدر من هذا المجلس؟ القانون طبعا بتاع التامين الصحي. التامين الصحي بلا شك يعني كنت سعيد جدا بيه. قانون الاستثمار، قانون صندوق رعاية الشهداء، وده يعني انا كان سعيد جدا يعني بيه. طيب. قانون الكنائس، بناء الكنائس والمساجد دور موحد، ده انا كنت سعيد جدا بان القانون ده يطلع لانه قعد 150 سنه في الادراج. لا يعني كم؟ 150 سنه طبعا 150 سنه. ببقى سعيد جدا لما بشوف قانون جاي بيضيف حاجه لمحدود الدخل او شرائح اجتماعيه معينه، انا بكون سعيد جدا في قمه السعاده ان احنا في هذا القانون بيتم يعني. طيب على الجانب الاخر اسمح لي اسال حضرتك على مجموعه من القوانين اللي المواطن كان طول الوقت بينتظر انه البرلمان ينظر لها يعني بعين الاعتبار وانه يطلق هذه القوانين. انا هسال حضرتك هنا تحديدا عن قوانين العداله الانتقاليه، قانون حريه تداول المعلومات، قانون حمايه الشهود والمبلغين والخبراء، وقانون الايجارات القديمه، وانا عارفه انه ملف الايجارات القديمه عباره عن قنبله موقوته من الاخر وبصراحه يعني. لأن لا حضرتك لا يا فندم، حضرتك ما بين طرفين، الطرفين الحقيقه لا عايزين يسمعوا بعض ولا حد فيهم قابل انه او موافق انه يقدم بعض التنازلات. اصحاب اللي هم المؤجرين بنظام الايجار القديم قال لك ما مش هنطلع منها ده بالدم، والملاك او بيقول لك حرام حرام، النهارده شقه تسوى لها كام مليون ابقى باخد ايجارها 10 جنيه في الشهر. شوف يا فندم، هو لحضرتك بكل اريحيه وبكل منطقيه وبكل شفافيه. اتفضل. هذا القانون هو قانون طبعا يهم شريحه كبيره جدا جدا. صحيح. جدا من ملايين من المواطنين المصريين. مفيش عداله مطبقه في هذا القانون. النهارده واحد عنده املاك بالملايين ومش لاقي ياكل. صحيح. عنده املاك تقدر الايجار بتاعها في الشهر بالالاف وهو بياخد 50 جنيه ولا 20 جنيه. كلام فندم، انا كلمتني مره سيده مصريه على الهوا واقسمت لي، وهي كبيره في السن يعني وصوتها واضح، اقسمت لي بالله انها بتمتلك اعتقد فيلا في اسكندريه ومش لاقيه تجيب ثمن الدواء بتاعها. صحيح. فهو الموضوع انا متقسم بطريقتين او على شريحتين. الشريحه الاولى في بعض الشركات وبعض الادارات وبعض الوزارات واخدين هذه الايجارات بنظام الايجارات القديم. ده نبدا بيه الاول، زي البنوك، زي شركات التامين، زي ما اعرفش وزارات هيئات حكوميه شركات فنبدا بهذا. انا من وجهه نظري ان احنا نبدا بهذا الموضوع اولا، يبقى احنا حلينا ثلث المشكله وليكن مرحليا. المرحله الثانيه نبدا السكان بقى. نبدا على السكان، نبدا يتعامل على بجدول يتم تطبيقه بجدول، ان في فرصه، وان القانون ده ان صاحب الشقه ما يبقاش مورث العقد، العقد يورث، الكلام ده مش منطقي وغير قانوني، ونعمل قانون يحفظ العلاقه ما بين المالك والمستاجر بالعدل، لان غير كده مش هينفع خالص. بيقال يا معالي النائب انه لا الحكومه ولا حضراتكم في البرلمان، انا اسفه في الكلمه يعني، انا هقول الكلمه اللي المواطن بيقولها، لا حضراتكم ولا الحكومه قادرين تفتحوا الملف هذا ده. هذا القانون شغالين فيه في لجنه اسكان، وانا بوجه من هنا من برنامج حضرتك تحيه والتقدير لكل نواب اعضاء اللجنه الاسكان، لجنه الاسكان في البرلمان، انا بوجه لهم تحيه لانهم شغالين في المشروع ده وشغالين باجتهاد وبقوه كبيره جدا جدا في هذا الموضوع. طيب يعني شغالين فيه؟ شغالين فيه. فموضوع في منتهى الأهمية، احنا بنشتغل يعني بشكل كبير جدا جدا في هذا القانون. العدالة الاجتماعية فندم، قوانين العدالة الاجتماعية. والله العدالة الاجتماعية احنا برضو احنا عندنا، بص في حضرة اقول لحضرتك حاجة، احنا ما اشتغلنا في قانون العدالة الاجتماعية عندنا مشكلة كبيرة جدا واجهناها بعد اقتحام بقى المشكلة اللي بقى لها سنوات مؤجلة، وهي عملية الإصلاح الاقتصادي. الإصلاح الاقتصادي كان سلاح يعني ذو حدين، عملية صعبة كبيرة جدا جدا.
ان انت عايزه تعملي اصلاح اقتصادي وانت عندك النهارده ظروف اقتصاديه ساجده. عندك كانت من سنتين اتنين بس يا سياده النائب كان اللي بياخد صعب. الحد الادنى اللي هو 1200 جنيه ده بنقول ده مستريح من سنتين اتنين كان. دلوقتي بنقول 1200 جنيه وال2000 جنيه ما يعملوش حاجه، ما يفتحوش بيت. شوف معاليك فندم، هو كانت في مشكله كبيره، معادله صعبه جدا جدا تحقيقها، ان انت تعمل علاج اقتصادي يعني تحل المشكله المعضله ديت، وانك تحافظي على ارتفاع الاسعار والشريحه المجتمعيه وتحريك الدعم والكلام ده كله، فكانت معادله صعبه جدا جدا جدا. من اخذ هذا القرار هو الرئيس عبد الفتاح السيسي، انه يعني زي ما بقول كده بياخد طلقه في صدره ما اجلهاش، وده كان صحيح. من ضمن الحاجات اللي انا برفع له القبعه بقول له يا استاذ الرئيس انت عملت عمل كبير جدا جدا، وعارف ان كان ممكن شعبيته تتاثر بده. لا هي شعبيته تاثرت، هي تاثرت، هي تاثرت. انا بقول هو عارف ان كان ممكن تتاثر، تاثرت، ولكن تاثرت، ولكن بعد فتره لما الناس بدات تعرف وتجني حصاد هذا الاصلاح الاقتصادي بدات الشعبيه تتزايد وترجع ثقه الناس في ان هذا الرجل صادق. تمام تمام. انا مع حضرتك بس واحده نتناقش في الموضوع، بس المواطن لسه ما حاسش يا فندم بنتائج الاصلاح الاقتصادي. انا يمكن واحده ابقى شويه فاهمه في الاقتصاد، فلما هفتح المؤشرات الاقتصاديه او المؤشرات العامه انا هفهم انه عندي معدل نمو زاد، اعتقد بكلم على 5% تقريبا، وده معدل طبعا يعني محترم جدا. معدل التضخم بينخفض، وده مش معناه انخفاض الاسعار، ده معناه انخفاض وتيره ارتفاع الاسعار وسرعة ارتفاع الأسعار. أي. عندي مؤشرات هايلة الحقيقة، عندي مؤشرات بطالة بتقل، عندي مؤشرات هايلة، بس المواطن في النهاية بيقول لك برضو ال 2000 وال 3000 جنيه دول مش عارف أعيش بيهم، الأسعار لسه غالية عليا. شوف هو احنا الأسعار مش هترخص تاني. مش هترخص تاني. طبعا ده موضوع منتهي عشان نتكلم فيه. لكن احنا نقدر نتكلم في حاجة تانية خالص، وده اتكلمنا فيه يمكن في داخل أروقة البرلمان، إن احنا عايزين نرفع الحد الأدنى والحد الأقصى للأجور. ده رزق. احنا نحل المشكله من شكل تاني، احنا نحل المشكله احنا نزود المرتبات شويه، نقدر نعمل اعانات في الشركات وفي الوظائف، نقدر نعمل برضو حاجات، هو ده اللي نقدر الحلول اللي نقدر نعملها. بنوصل ده للمواطن ازاي يا فندم؟ ما هيوصل عن طريق مباشر غير مباشر. النهارده انت حضرتك النهارده سياده الرئيس النهارده بيعمل صندوق النهارده لدعم العماله المؤقته والعماله الموسميه والكلام ده كله، ده كلام كويس جدا. حضرتك النهارده اما يبقى الراجل يبقى عنده تامين، احنا اتكلمنا في التامين الصحي شامل، هيبقى فيه عنده تامين مظله تامينيه تانية، اللي هو ياخد معاش على سن كام، هياخد كذا ياخد كذا، لان النهارده العامل الشغال حرفه البواب والصياد والفلاح العماله غير المقدمه والعامل اللي ما اعرفش ايه العماله الموسميه، الراجل ده بعد ما يوصل يحصل له عجز، حاله عجز عمل، يحصل له اصابه عمل، او يطلع او يوصل غير قادر، ممكن يجي له مرض غير قادر، عشان شاء الله 40 سنه وغير قادر انه يشتغل، ما عندوش معاش. لكن احنا بقول لحضرتك النهارده احنا في مظله تامينيه بنتعمل، احنا مش هنرضي وبالتالي شعب. وبالتالي مع غلاء الاسعار ده اللي احنا عارفين انه مش هتقل، الاسعار مش هتقل طبعا، مفيش اسعار بتقل يعني عموما، احنا مع ده بنسعى بقى ان احنا يبقى عندنا جوانب تانية نشتغل عليها تامن وتحسن من مستوى عيشه المواطن. بالظبط كده، المواطن هيحس انه بامان، وخاصه فئه لحدود الدخل. ويمكن النهارده بنطبق الكلام ده في مشروع تكافل وكرامه، وانا يمكن بقول للسيده الوزيره انت عملت مجهود كبير جدا جدا في هذا المشروع تكافل وكرامه، عامل شغل كويس جدا، لامم اسر كثيره جدا جدا جدا، قدرنا نوصل لمرحلة ان احنا عندنا مثلا كم مليون اسرة موجود، 2.5 مليون اسرة تقريبا. المرحلة الثانية اللي انا اتمنى ان احنا اتم واكون في البرلمان، ان احنا نوصل الدعم، نلغي من دعم عيني الى دعم نقدي، ودي مهمة جدا جدا. حضرتك ممن يتبنون هذه طبعًا الفكرة؟ طبعا اتمنى طبعا تحويل الدعم العيني الى نقدي. طبعا ده امر مهم جدا حضرتك. ده ما يفتحش اي باب للفساد يا سيادة النائب؟ ده يغلق باب الفساد يا فندم. يغلق باب طبعا الفساد. انت النهارده حضرتك انت النهارده اي حد بياخد مرتب مثلا 10000 جنيه بياخد دعم. طب في واحد تاني مستثمر عنده راس مال 2 مليار جنيه ياخد دعم. طب عندي السفارات اللي موجوده، طب عندي المستثمر اللي موجود بياخد دعم ليه؟ انا عايز اوصل طب ما انقح
قواعد البيانات دي؟ ما هو انا فندم عايز اوصل للهدف الاسمى عندي، ما هو وهو ما هو ان انا اللي يستحق ياخد واللي ما يستحقش ما ياخدش. شوف فندم، انا برضو يعني بوجه برضو شكر وتحيه لهيئه التعبئه والاحصاء في البرنامج الاخير، وده لاول مره احنا قعدنا نقول احنا 90 مليون واحنا مش 90 مليون، احنا طلعنا 104. يعني فاذا هذا المشروع بكل عظمته، هذا المشروع عمل شغل كبير جدا جدا جدا. عرفنا احنا فين، عرفنا مناطق حتى الفقيره، المناطق الصناعيه، المناطق العشوائيه، المناطق اللي فيها صناعات محدده، المناطق اللي فيها كثافه سكانيه، مناطق فيها عدد وحدات سكنيه فاضي، يعني داتا، عندي داتا. ده هيعمل، انا من وجهه نظري هو بقى يرجع نتكلم بقى ان يبقى في تطبيق الحكومه الالكترونيه، ان المواطن يبقى رقم واحد بس، رقم تامين ورقم رخصه سلاح ورقم رخصه قياده ورقم عداد كهرباء ورقم كله. انا ده برضو هياخدني للشمول المالي، يعني انا حاسه ان كل الامور دي مرتبطه ببعضها، ان انا لازم اميكن كل حاجه، لازم زائد موضوع الشمول المالي، لازم الشمول المالي يطبق، لان ده تطبيقه يعني احنا عندنا الأهمية. مثلا بلد زي لبنان وهو بلد جميل وعريق، طبعا انت بتركب التاكسي ممكن تدفع بالدولار، ممكن تدفع بالعمله اللبنانيه، ممكن تدفع بالكريدت كارد، ممكن تدفع احنا نتمنى احنا نوصل كده بالظبط كده، هو ده الهدف، ان احنا نوصل للمرحله دي. ففي بقول لحضرتك احنا عاملين شغل كبير جدا جدا في البرلمان، هيحس بيه الناس امتى؟ هيحس بيه الناس. الاتفاقات الدوليه احنا بنوافق عليها، احنا كل شويه بنوافق على اتفاقات دوليه، استكشافات في بتروليه، ما اعرفش اتفاقات ايه، كل الكلام ده. طيب عندي لسه قانونين عايز اسال حضرتك عليهم، حريه تداول المعلومات وقانون حمايه الشهود والمبلغين والخبراء، وده مهم جدا. وحضراتكم طبعا بعد لجنه تقصي الحقائق اللي حصلت وكان في طبعا امور كثيره تمت مناقشتها، اسمح لي اسال حضرتك عن موقف البرلمان منهم مع امور اخرى تتعلق بالدور الرقابي بقى للبرلمان، واعرف كده هل البرلمان عمره استجود وزير او مسؤول كبير ولا لا، وال13 اداه رقابيه اللي عندكم كيف استخدمتوها في الاداء البرلماني. لكن اسمح لي نطلع فاصل ونرجع تاني نستكمل هذا الحوار مع سياده النائب سليمان وهدان وكيل مجلس النواب. يا اهلا بحضراتكم من جديد. قبل الفاصل كنا نتحدث مع ضيفنا الكريم سياده النائب سليمان وهدان وكيل مجلس النواب في مجموعه من القوانين التي والتشريعات التي نجح بالفعل البرلمان المصري طوال الثلاث سنوات الماضيه ان يقوم باصدار العمل عليها واصدارها، وكمان كنا بنتكلم عن بعض القوانين اللي المواطن المصري الحقيقه بيتساءل او عنده كده علامه استفهام ليه لسه البرلمان ما ناقشهاش وما اتكلمش فيها. بجد ترحيب بحضرتك يا فندم، وكان فاضل لنا في الجزئيه دي عشان ننتقل بقى الى الدور الرقابي المهم اللي عايزين نتكلم عليه، عايزين نتكلم عن حريه تداول المعلومات وحمايه الشهود والمبلغين والخبراء. اين نحن كبرلمان من هذين القانونين؟ بالنسبة لحرية تداول المعلومات دي أمر مهم جدا جدا. صحيح. وده يمكن أنا ما أعرفش وصل فين إعدادات البرلمان أو الحكومة ما قدمتش مشروع أو لسه. قدمت يا فندم وموجود في البرلمان وبتتم مناقشته بقى. ما أعرفش بقى بصراحة يعني وصل لفين، لكن ما عنديش معلومة، لكن هو مشروع ذات أهمية كبيرة جدا جدا. هيعمل تيسير لتداول المعلومات و ما يكونش فيه، هيكون ضربه قاتله للاشاعات المغرضه اللي موجوده، هتكون في تداول معلومات وسهولتها ان انت تقدري توصلي المعلومه الحقيقيه الصحيحه، مش هيكون في مصادر او في ناس وصي عليك انك تصدر لك معلومات مغلوطه او بيانات مغلوطه. فده انا شايف انها امر مهم جدا 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 لحاله اللغط اللي احنا موجودين فيها. في نقطه هنا مهمه يا فندم قبل ما انتقل لحمايه الشهود، موضوع تداول المعلومة في لغط كتير بيطلع، وساعات ما بيبقاش لغط بيبقى حقيقة، ان احنا فجأة نسمع انه نائب برلماني بيتقدم بمشروع قانون مثلا او بطلب انه اللي يكتب حاجة على الفيسبوك عنده غلط يتحبس مش عارفة 150 سنة. يعني انا دايما هنا عندي نقطة انه انا فقعي جيدا، اعي جيدا كمواطنة قبل ان اكون مثلا مذيعة او اعلامية، اعي جيدا الخطر اللي مصر بتتعرض بيه والمؤامرات اللي بتحاك ضدنا كانت وما زالت الحقيقه، واعي جيدا فكره انه فيما يتعلق بالامن القومي
ما اقدرش اسيب الموضوع كده للتداول باي طريقه. لكن فيما يتعلق ببعض الامور الحياتيه والمعيشيه كويس كده. ازاي احكمها بقى؟ في فرق يا فندم. احنا اصدرنا بنصدر قانون بتاع الاتصالات، كيفيه الاتصالات. حضرتك النهارده هذه القوانين في غايه الاهميه. في فرق بين الحريه يا فندم وفرق بين التطاول واصدار اشاعات وارتباك المشهد وارتباك مشهد الداخلي وافتعال الفتن. دي فرق كبير جدا لازم نفرق بقى. حضرتك انت عايزها حريه، الحريه موجوده، قول اللي انت عايزاه في رايك اللي انت عايزاه، قوليه بادب، قوليه بحكمه، قوليه بكذا، قوليه بكذا، صح كده؟ بدون تجريح، بدون تجريح، بدون اصدار شائعات، كذا، بدون اصدار شائعات، بدون دخول في الاعراض، بدون بدون بدون. لكن في ناس بقى بتحط ده على ده وتقول لك ان انت ما عملتش حريه. يعني عندهم قله ادب، دي حريه. التجاوزات والفتن وافتعال يا فندم. بس ممكن اسال حضرتك سؤال؟ فرق بقى بين الحريه يا ساتر النائب. بره لا هتكلم معاك في بره. حلو قوي، خليك معايا بس. ماشي سنة. قوي. لا بره بيكتب على فيسبوك، يكتب بينتقد رئيس الدوله. ينتقد يا فندم؟ انا قلت لك ما تنتقديش. يقول اي حاجه عنه؟ لا 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 لا، يشتم رئيس دوله، يخون رئيس دوله، بلاش رئيس دوله، يسب عرض شخص، مفيش الكلام ده. لكن في هناك في التزام وفي مواثيق ادبيه موجوده بيتعاملوا بيها. حضرتك انت اتكلمت على انجلترا، سبع بنود في الدستور بتاعهم يا فندم. بتتكلم في ايه؟ حضرتك انت لو تروح في امريكا مفيش عندهم فيسبوك يا فندم. لا ازاي مفيش فيسبوك؟ ما عندهمش فيسبوك يا فندم. حضرتك فيسبوك حضرتك اشخاص محددين، عشان يكلم حضرتك كذا بتدفعها الرساله كذا. الواتساب هناك يا فندم بالفلوس. انت هنا قاعده طول نهار بتعملي واتساب ببلاش وده ببلاش وصور. دي حاجه تانية يا سياده النائب، ان بره هناك انا كل خدمه باخد بدفع المواطن عليها، بس بديله خدمه صح. اشمعنى انا في مصر هنا بدفع كتير وما باخدش خدمه؟ ايه اللي قال؟ انت ارخص انت ارخص نار دقيقه، وانت يا فندم بس خدمات النت في مصر عندنا مش كويسه. لا خدمات النت في مصر وارخص مش كويسه. ما اعرفش ايه. حضرتك سافر بره، وسافر بره كتير، هتشوف انت النت هناك عامل ايه. بنسافر بره كتير يا فندم، وخدمات النت الشارع يا فندم هناك، النت هناك في خدمات النت عندنا في مصر مش حلوه يا فندم، مش قويه، مش في افضل الاحوال. لا يا فندم. حضرتك تدفع زيهم؟ بندفع بالنسبه للدخل، الدخول، مستوى الدخول عندنا بقى يا فندم. بقى انا هي التكنولوجيا واحده، هي هنا هي هنا هي هنا. العربيه المرسيدس في المانيا هي العربيه المرسيدس في مصر، ما بنختلفش. لكن هنا نوع المستخدم مين يا فندم، ونوع المستخدم هناك فين؟ مين؟ خلاص يا فندم اقول لحضرتك. في النهارده احنا عندنا حروب الجيل الرابع. دفعني زيهم وشيل الجمارك يا فندم. فندم احنا عندنا دفعني زيهم وارفع الجمارك يا فندم. حروب الجيل الرابع يا فندم، حروب الجيل الرابع ده يا فندم، دي معروفه وموجهه. افتعال، الغاء القدوه، سواء قدوه علميه او قدوه دينيه او قدوه رياضيه او رجال دوله او 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 اشتغل. خد بال سعادتك. الدخول بقى في الدين، واحد كل شويه طلع حديث، لا حد يعرف الحديث، فتاوى شاذه نسمعها من كل قاسي وداد. خد بال سعادتك. اشاعات، فتن، تضليل. طيب الشاب دلوقتي، الشاب اللي قاعد بيسمعنا، اللي عنده انطباع برضه، مش عايزين كل حد مختلف معانا نخونه ونقول عليه. انا ما قلتش خاين يا فندم. حضرتك انا بكلم حضرتك بس في حاجه. الشاب اللي قاعد بيتفرج علينا دلوقتي بيسمعنا، اللي بيقول لك طب انا حر، انا عايز اكتب اللي انا عايز اكتبه. حضرتك انا مش عميل ولا خاين ولا ضد البلد ولا عايز اهدم في البلد ولا مأمور ولا اي حاجه. حضرتك انت اكتب اللي انت عايزاه فيما لا تضر الاخر. حضرتك ما لا يضر الاخر ده بقى. حضرتك معاييرها ايه؟ يا فندم ما موجوده يا فندم. حضرتك السب والقذف موجوده. حضرتك انت النهارده انك تطلع معلومه واشاعه كاذبه، احاسب مين؟ حضرتك انت لو طلعت النهارده في اشاعه ان فلان الفلاني شتم المسلمين، فلان الفلاني شتم المسيحيين، ده كويس؟ لا طبعا. من المسؤول؟ براحته يعني؟ لا طبعا. مين اللي يقول كده؟ حضرتك النهارده قلت ان ما حدش يمشي النهارده يخش 6 اكتوبر عشان 6 اكتوبر فيها عدوى. اثرت فزع يعني. ورعب. خلاص يا فندم. يبقى احنا نتكلم في مسؤوليه، في حريه وفي مسؤوليه. المسؤوليه والحريه دي تضبطها قوانين. المواثيق الدوليه يا فندم هاتيها طبقيها. احنا بنتكلم في دوله، في وطن، لكن بقى واحد عايز بقى يطلع يسب في الناس، يشتم في الناس، يكدر الناس، لا ده كلام مش دي هنحكمها ازاي في القانون؟ يعني عندنا قوانين ان شاء الله مطالعه في تداول المعلومات والاتصالات. وحضرتك انت بتشوف النهارده انت معاك كام تليفون يا فندم؟ كم خط؟ اثنين. في حد في العالم معاه تليفونين؟ واحد واتساب، واحد ما اعرفش. النهارده في كم مليون تليفون، كم مليون شريحه موجوده
بدون هويه. النهارده السيده الجميله اللي بتقعد تبيع الخضار بتشتغل بالواتساب والموبايل. لو انا بقول لحضرتك كم يعني مليون، يعني اصل بقول لحضرتك انه في ايد كل الناس مليون دلوقتي خلاص. لا انا ده كويس جدا مع الناس كلها، لكن كم مليون خط ملوش اسم ملوش هويه؟ لا ده ازاي بقى موجود؟ طب ما ده غلط. ما هو ده غلط. نرجع نقول ما هو يا فندم ما ينفعش حد يروح يشتري ده، المفروض ده وحضراتكم بقى اللي تشوفوا تطبيق القانون ده بيحصل ولا لا. طيب ما ينفعش، احنا شغالين النهارده يا فندم، ما ينفعش اروح اشتري خط يا فندم، ما بقاش خلاص زي زمان. ما ينفعش اروح اشتري خط الا بالبطاقه بتاعتي دلوقتي. احنا بنحدث والا اروح اشتري اي خط كده بدون بطاقه وابعت رسائل تهديد وابعت ما ده اللي موجود يا فندم، ده اللي كل حاجه. احنا بنطالب الشركات اللي موجوده دايما وزير الاتصالات ان احنا نعمل تحديث للبيانات. لا في يا فندم ممنوع يا فندم تشتري من بره دلوقتي، ولازم بالبطاقه يا سياده النائب دلوقتي. والاربع سنين بتوع الثوره ما اشتروش خطوط كان بخمسة جنيه وب 10 جنيه وب 20 جنيه من غير بطاقه، وما زالت موجوده. يعني اصلا راحت فين؟ يعني راحت فين؟ ده كان سبب من الاسباب، ما دي كان من ضمن الخطط الموجوده. طب تبلغوا شركات الاتصالات اللي موجوده انه الخطوط دي اللي ما بعد الثوره اللي اشتروها بدون اسماء نوقف الخط عشان ما تبقاش وسيله ان احنا نهدد الامن القومي. او بالظبط هي تهدد الامن القومي. راجع معلوماتك كده من 7 8 شهور اتفقنا مع شركات الاتصالات اللي هي الموبينيل وما اعرفش ايه الثلاثه اورنج اتصالات فودافون ودلوقتي وي، راجعوا الداتا بتاعتكم والاسم مش هيتراجع من خلال الرقم القومي، افصلوا الخط بتاعه. اللي الاسم مش موجود بالخط بالرقم القومي يفصلوا الخط عنه. طبعا صح، وده صح. وشغالين دلوقتي هم عندهم برضو مشكله برضو، لانه عنده خط شغال بيجي له فلوس بيشحن. ما احنا بص يا عم معضله، احنا الاربع خمس سنين بتوع الثوره حصل فيها حاله يعني سيوله وانفراد في حاجات كثيره جدا جدا. حد معايا شباب عشان انا كل الشباب عندي في الكنترول، واضح ان كلكم من اللي اشتريتوا الخطوط ايام بعد الثوره بدون بطايق، هبلغ عنكم. حد من الشباب، حد فيكم فعلا كان عنده خط من اللي هو اشتراه بدون بطاقه وتوقف؟ لا الشركه توقفت. كل الجرائم يا فندم اللي التحديث ايه؟ انا اسفه يا ست النائب، التحديث ايه؟ الشركه بتتصل بتحديث عشان تعمل تحديث بيانات مع المواطن، ده التزام يا اما بيوقفوا الخط. صح كده، ما ده اللي قلت لحضرتك. صح، لكن في جزء كبير جدا جدا في ظرف 48 ساعه بالزبط. كمان وده حصل مع ناس كتير بيقولوا لي زمايلي بالظبط. بس كام مليون هم عملوا؟ كام مثلا في 40 مليون كان تحديث مثلا كتير بالظبط كده. هناخد وقت قد ايه؟ هناخد وقت. معظم حالات الجنايات والسرقات بتتم من خلال الحاجات دي. طيب انا عندي فقره بعد الفقره اللي جايه وما كنتش هسال حضرتك فيها، هي فقره كامله عن جرائم التسوق الالكتروني، بس مش قادره اكون مع وكيل مجلس النواب ما اتكلمش معاه في الموضوع ده. الجريمه المعلوماتيه وقانون جريمه مكافحه، قانون مكافحه تقنيه المعلومات، والجريمه الالكترونيه اللي بتحصل دلوقتي، واللي حصل في اوليكس 3 حوادث حصلوا، واحده من سنه او سنتين، واحده راح فيها الله يرحمه شاب جميل في زهرة شبابه أحمد عبد العزيز الله يرحمه يا رب، وواحد تالت الأسبوع اللي فات برضه تعرض لاعتداء، بس الحمد لله يعني ربنا كتب له عمر. هنعمل إيه يا فندم في القانون ده؟ مشروع القانون ده لسه في البرلمان لغاية في البرلمان شغالين فيه طبعًا. هو دي من ضمن القوانين المهمة طبعًا، دي قوانين عارضة لسه جديدة ولسه جديدة على المجتمع المصري، وللأسف الشديد محتاج إن أنت برضه تطلع قانون. في النهارده في دول في منطقه الشرق الاوسط عملت قوانين واشتغلت عليها كويس، لكن المشكله مش هنا دلوقتي، المشكله في ان القوانين دي بقت بنشتغل فيها بشكل كويس، بنعمل دراسات، بنسمع لجان استماع، بنسمع فيها كل الاراء وكل الاتجاهات. لكن هو انا بوجه رساله بقى من هنا من البرنامج، ان لازم يكون في تحري، واللي انت اي اعلان بيجي لك عن طريق الموبايل او عن طريق رساله او لازم تتحرى، ان انت بتفرح بان في خصم 500 جنيه ولا خصم 100 جنيه ولا تجري، اكيد هذا المصدر مصدر غير موثوق فيه، اكيد البضاعه اللي جايه لك مغشوشه، حاجات كتيره جدا اكيد اكيد اكيد. طيب فانا بقول لكل الشباب لكل واحد، ما حدش يفرح ان في خصم، في محلات موجوده، في شركات موجوده عشان تاخد حقك في جهاز حمايه المستهلك اللي احنا مدين له اختصاصات جديده في خلال الشهر الماضي. هيتبع مجلس الوزراء ولا هتفضل تبعيه الجهاز يا فندم لوزاره التموين؟ لا يطلع، لا انا ما اعرفش والله هو هيبقى هيخضع، بس اعتقد ان هيبقى مجلس وزراء، هيبقى هيئه لوحده، وده مهم جدا جدا على فكره انه يتحرر من وزاره التموين. وانا ما ينفعش طبعا نقول راينا بس يعني لا يعني منطقيا
اصل منطقيا يا سياده النائب يعني ما ينفعش يبقى جهاز منوط بضبط الاداء الوزارات والجهات المختلفه يعني وزارات هو منتجات داخل منتجات اللي عن طريق الوزارات دي يعني لو جمعيه استهلاكيه مثلا فيها مشكله هيبقى انا عندي هنا حساسيه برضو ان انا ده جهاز تابع لوزاره التموين اطلع التبعيه دي وادخله تحت مجلس الوزراء او رئاسه الجمهوريه كل كويس كل الكلام ده كويس جدا لكن هو المواطن هو الاصل في الموضوع يعني المواطن اصل الموضوع حضرتك انت لو شفت النهارده خلل في اي في فرن في جمعيه استهلاكيه في بقال في صاحب كشك في معرفش في ايه حضرتك انت قبلتي خلاص انت حره لكن انت ما قبلتيش هو ده الكلام بقى اللي اتقال طيب قانون حمايه الشهود والمبلغين والخبراء متعطل ليه يا فندم كم القضايا اللي عندي اللي فيها مواطن ايجابي وبيحب البلد وعايز يروح يشهد عايز يروح يبلغ عايز يكشف عن فساد لكن خايف على نفسه مين اللي قال كده عشان ما عنديش قانون يحميه يا فندم لا مين اللي قال عشان اسمه ممكن يتسرب من المحضر يا فندم لا بالظبط كده لكن هو حضرتك هو محمي بقانون واحنا يمكن عملنا قانون الجديد بتاع جهاز الرقابه الاداريه اي مبلغ محمي بالقانون ومحمي في ظل مواد قانونيه ثابته مفيش ادنى مشكله خالص وده ادينا حتى حوافز كبيره جدا للمبلغين في قضايا الفساد وده ما فيش فيه خلاف خالص يعني طب القانون يعني ده عملنا القانون ده موجود جزء منه في القانون اللي عملناه في هيئه الرقابه الاداريه يا فندم اخر سؤال لحضرتك قبل بس ما اخد اتصالين معلش من بعض الساده المواطنين طب اخد الاتصالات الاول عشان الناس بقالها كتير على التليفون أوكي. بس ورا بعض سريعا محمد القاهره اتفضل يا فندم الو يا فندم اتفضل يا فندم سريعا لو سمحت مع حضرتك محمد حسن من عين شمس بخصوص قانون الاجراءات القديم قانون الاجراءات القديم هو سياده النائب وضح اللي بيحصل دلوقتي اتفضل يا فندم يا فندم احنا بقالنا فتره طويله جدا بيقول لك القانون ده هيصدر امتى هيصدر هي ده السؤال اللي عندنا حاضر يا فندم حاضر الاستاذ علاء الشرقيه اتفضل يا فندم الو مساء الخير استاذ دينا تحياتي لحضرتك وتحياتي للنائب المحترم سليمان بي وهدان وانا علاء الشبراوي من الحسنيه الشرقيه اهلا وسهلا يعني هو حضرتك سياده النائب طبعا يعتبر ابن بورسعيد لكن احنا فاحنا جيران طبعا في منطقه بحر البار حضرتك متصل لا انا عارف البلد ومنطقه بحر البار انا امتداد بحر البار اصلا كمان انا من ابو شميس سياده النائب الحسنيه الشرقيه علاء الشبراوي اهلا بيك اهلا وسهلا بالنسبه لمنطقه بحر البار دي اول سؤال لحضرتك طبعا ملحت ابو وحشه اكيد سيادتك تعرفها بيقولوا طبعا انها محافظه الشرقيه بتقول ان المنطقه تبع الحسن بورسعيد وبورسعيد بيقولوا تبع الشرقيه فاصبحت المنطقه الملاحه حائره بين بورسعيد خدميا وبين الشرقيه حتى دلوقتي ان انت ميه الشرب مع ان الوصلات الكهرباء يا استاذ البطاقه بتاعتك يا فندم البطاقه بتاعتك مكتوب فيها ايه كله فندم الحسنيه الشرقيه لان مدرسه سليمان وحش فندم وسياده النائب رفع ان هي تبع الشرقيه بالاضافه طبعا يا فندم انا عاوز من حضرتك تدخل شخصي جدا توصي علينا الساده النواب في الحسنيه رايف بيت امراز احمد بيه عبد اللطيف الدكتور احمد عبد اللطيف النائب خالد عبد المولى لان ما ينفعش مستشفى زي الحسنيه مش عارفين يجيبوا حد يديره بالاضافه يا فندم ان لو حضرتك شفت مساء دريم امبارح مع الاعلاميه الكبيره مدام استاذه دينا استاذه منى فاروق جايبه مركز شباب في الحسنيه بتاع قريه جميمه يعني حاجه دمار يعني لو وزير الشباب لو في احنا في دوله بره وزير الشباب ده يقدم استقالته لما يشوف منظر مركز شباب جميمه اللي حضرتك حضرت هو الحقيقه انا قلت امبارح ان وزير الشباب والرياضه او وزاره الشباب والرياضه قالت لكم احنا مستعدين نبني مركز الشباب بس ما معناش فلوس نشتري من الاستصلاح الزراعي فالامر واقف في النص بين الاثنين والمركز للاسف اتحول لوكر لتعاطي المخدرات وكارثه سودة الحقيقه يعني انا بشكرك جزيل الشكر يا استاذ علاء سياده النائب لو سريعا انا هتكلم طبعا هو ان شاء الله يعني قانون الاجراءات القديم ان شاء الله هينتهي ان شاء الله باذن الله ان شاء الله باذن الله في اخر دون العقد الحالي يعني باذن الله بعد شهور إن شاء الله من الان هم شغالين فيه شغالين فيه انتهوا في نسبه حوالي 70% من بعض المواد تمام بتكلم طبعا في منطقه انا عارف منطقه بتكلم فيها دي جيراني في بحر البقر جيراني في يعني انا بيني وبينهم حوالي 5 كيلو تقريبا هي المنطقه طبعا هيحل هذا الموضوع ان شاء الله قانون الاداره المحليه القادم هو ترسيم حدود بين المحافظات الوضع الكردون للمدن وتنظيم الكردون وتحديد بقى يعني لان في بعض المحافظات في خط وهمي بعض القرى والمراكز في خط وهمي لكن بالنسبه لان شاء الله موضوع المياه احنا يمكن عندنا
هم عندهم مشكله بالنسبه لوصول المياه من بين الشرقيه ومن بورسعيد. احنا بنعمل محطه مياه ان شاء الله في جنوب بورسعيد هتعمل تغطيه كبيره جدا جدا. طيب انا عندي يا فندم والحقيقه ده مش بس في التقرير اللي عرضته امبارح، انا عندي مراكز شباب كتير قوي يا فندم فيها اي حاجه غير انها تبقى مركز شباب، يعني ممكن تبقى اي حاجه غير انها مركز شباب. شوفي وانا يا فندم طول الوقت بقول انا عايزه الشباب بتوعي وولادي دول عايزه اخليهم يلعبوا رياضه، عايزه اخليهم ينطلقوا على التكنولوجيا، مش عايزه اسيبهم يعني لقوى الشر والتطرف تلعب بدماغهم. عندك مشكلتين في بالنسبه لمراكز الشباب، عندنا مركز الشباب فوق ال 4000 مركز شباب، في ظل القوانين السابقه واحد عمل غرفه كده عمل اشهر عليها مركز الشباب وعين عليها 50 شاب او 50 حد، يعني احنا وارثين مشكله. انا اتكلم بوضع مش هضحك عليك، فكل واحد بقى عمل غرفه وقال لك ان دي مركز شباب اشهره، ايه اشهاره؟ مبنى موجود ويعين عليه 50 60 حد، خلي بال حضرتك، ودي مشكله كبيره جدا. والنهارده بيطالب ان هو عايز يعمل مركز شباب محترم، عايز يبقى مبنى اداري وعايز يعمل ملعب وعايز يعمل صاله العاب وعايز الكلام ده كله. عايزين نقنن الكلام ده محتاجين وقت كبير جدا جدا، رقم واحد. رقم اتنين محتاجين المجتمع المدني يساعد معانا، بمعنى ان احنا في بعض المناطق ما فيهاش في ندره اراضي. مفيش ارض. يا اما المجتمع المدني يبدا يساعد بالتبرعات او رجال اعمال يبداوا يساعدوا في شراء اراضي والتبرعات على اساس يتبرعوا لانشاء مراكز شباب، ودي اهم، دي مهمه جدا جدا وتحدي خلي بال حضرتك امام الدوله وامام المجتمع كله، ان احنا نقنن شكل وضع المراكز الشباب ده ازاي. ده مشكله كبيره جدا. اشتغلوا عليها يا فندم؟ والله احنا شغالين فيها، اتكلمنا يعني فيها كتير جدا. يعني بجد في الاجنده عندكم تشتغلوا عليها؟ وعشان كده بتكلم ساعتك فيها، انا بقول لحضرتك المشكله يمكن حجمها كبير جدا. سؤالي الاخير لحضرتك عن الدور الرقابي. اولا انا عندي كم اداه للرقابه في البرلمان؟ هل هم 13 اداه للرقابه؟ لا عندنا طلبات الاحاطه والاسئله والمناقشه والطلب المناقشة عالي. اعلى حاجه الاستجواب، وطبعا عندنا اقتراح برغبه وعندنا مشروعات القوانين، لا عندنا حاجات كتير جدا. طيب هو الرقابة. سؤال واحد بس وهختم بيه اللقاء. طبعا. سؤال بيجي من كل مواطن، هل حضراتكم شايفين ان مفيش وزاره او وزير كان يستحق في الثلاث سنين اللي فاتوا دول يتعمل له استجواب؟ اتعمل استجواب بتاع وزير التموين وقيل وزير التموين وقدم استقالته وزير التموين، في كثير بيتقدم نواب كثيرين الى البرلمان لاسئله، ولكن هو في مشكله في هنا، في لازم السؤال ليه قواعد وليه يعني اسس بيشتغل عليه، لازم يكون السؤال مكتمل يعني ما تجيش حضرتك تقول انا عايز اعمل سؤال لوزير الفلان الفلاني ايا كان اسمه هذا الوزير وما عندكيش مستندات. يعني ما فيش نائب مره قدم يا فندم طلب استجواب؟ عندنا استجوابات تقدم باسباب لكن ما جابش المستندات الاسباب. يعني انت تقولي حضرتك كده ورقيا كتابه، لكن انا عايز دايما السجواب بيتم من خلال اصدار وثائق موجوده تشوفيها في ايدك، وانا انا عضو هيئه مكتب، فانا لازم يكون يستكمل السجواب شكلا وبعد كده ادرجه في جدول. لجنه تقصي الحقائق اللي اشتغلت العام الماضي واللي قبله على فساد القمح والقضايا وحاجات كتير عندنا جداً. عندنا 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 لجان لجان بما توصلت اليه هذه اللجنه في النيابه العامه، ده مش شغلتي انا، حقي ان انا اكشف الـ 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 المشكله او مخالفه او فساد، وده مش جهه تحقيق، النيابه العامه. في النيابه العامه، في النيابه العامه. تقييم حضرتك، وده اخر سؤال، تقييم حضرتك كوكيل لمجلس النواب لأداء الحكومة في الثلاث سنوات الماضية؟ شوف الحكومة أنجزت بعض الملفات بشكل أنا بديها جيد جدا، وفي بعض الملفات لم تنجز فيها شيء. يعني أنا شايف، ولذلك في بعض التغيير في وزارات معينة بتبقى في تغيير الوزارات بشكل أو بآخر، لأنه ما 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 أداش دوره، أو ما ما في ملفات ما فتحهاش أو مش قادر ينجز فيها. زي؟ لا، ما فيه تغيير في وزارات، في وزاره الاداره المحليه اللي تمت، في تغيير في وزاره، في وزارات كتيره جدا تم تغييرها لانه ما انجز. انا بشكر حضرتك جزيل الشكر، واسمح لي في النهايه برضو اسال حضرتك، انا كنت عمال اقول في النهايه بس كان عندي اسئله كتير لحضرتك يا سياده النائب. الانتخابات النهارده كانت صوره الحقيقه مشرفه، وده من افواه وتعليقات اما المواطنين نفسهم اللي كانوا مشاركين بالصور والفيديوهات او من المسؤولين والساده السفراء ورؤساء الجاليات المصريه في الخارج.
تمنياتك لمشاركة المصريين في الانتخابات يا فندم؟ والبرلمان هل كان ليه أي دور في شحذ الهمم وفكرة طبعا. إن احنا نوصل المعلومة للمواطن ونقول له انزل شارك كويس. اختار اللي انت عايزه أو حتى أبطل صوتك لكن انزل وشارك. شوف فندم، أنا طبعا بوجه تحية عظيمة جدا جدا للمصريين في الخارج. النهاردة وصلوا رسالة قوية جدا للعالم إن احنا دولة ذات حضارة، دولة شعبها أصيل، كل واحد شرب من النيل ده، وقف امبارح وقف النهاردة سواء في الجو التلج اللي موجود بره، سواء في الحر اللي موجود في الأراضي العربية سواء خط الخليج أو المكان ده كله، وقفوا الناس بالساعات. دي وقفوا بالساعات. أنا بقول لهم أصحاب الإعاقة، أنا بقول للناس دي، أنا بقول للناس دي والله العظيم والله العظيم أنتوا أبطال، والله العظيم أنتوا أبطال، ودوركم اللي انا شفته النهارده انا يمكن جسمي اشعر لو انا بشوف هتافاتهم. دي رساله قويه جدا للعالم. ليه يا فندم؟ لان بعض العالم وبعض المنظمات المشبوهه بتطلع تقارير وان مفيش حريات في مصر وان الرئيس في خلافات وفي حاله احتقان في داخل المجتمع المصري وفي حاله مش عارف ايه وعايزين نرعى الاقليات وعايزين نرعى حقوق الانسان وعايزين نرعى الكلام ده كله. يشوفوا المصريين وان شاء الله ان شاء الله اللي حصل النهارده بره مصر دي رساله للشباب في مصر بقى. يا ريت الشباب يشوف بقى ايه اللي حصل بره، وان شاء الله باذن الله ان شاء الله باذن الله ويمكن عديت فوق ال 40 مؤتمر في محافظات مصر كلها، بشوف حجم كبير جدا وحشد كبير جدا. يعني بوجه تحيه للست المصريه الاصيله ان انا بروح حتى حلاوة وشلاتين فوجئت بان الست المصريه بتشغل تلت المؤتمر. يعني المؤتمر كان فيه 1500 في 500 سيده موجوده من حلاوة وشلاتين. ايه الوعي ده؟ ايه العظمه دي؟ الشباب موجود على قد البعد الجغرافي وعلى قد المشاكل اللي موجوده لا, لا 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 ناس عظيمه جدا، وناس لما اتكلمنا معاهم الناس تقول احنا مش عايزين حاجه. فانا بوجه تحيه لكل المحافظات الحدوديه الموجوده، بوجه تحيه لكل ابناء الصعيد والدلتا، المصريين كلهم، كل الناس. بصراحه انا يمكن لفيت مصر كلها ما سبتش محافظه ما رحتهاش، لكن ان شاء الله باذن الله بنوجه رساله قويه جدا جدا للعالم ان احنا قمنا بثوره حقيقيه 30 يونيو، ثوره شعبيه حقيقيه. اخترنا زعيم الرئيس عبد الفتاح السيسي، اخترناه باراده شعبيه، احنا اللي فوضناه انه يحارب الارهاب، احنا اللي فوضناه وطلبناه ان يترشح لرئاسه الجمهوريه، واحنا بنطالبه النهارده انه يتولى رئاسه جديده. ومصر بقول كلمة، مصر لو كل واحد اشتغل زي الراجل ده في الأربع سنين دول كان زي ما دلوقتي احنا أعظم دولة في العالم. أنا بشكر حضرتك جزيل الشكر سيادة النائب سليمان وهدان وكيل مجلس النواب. شكرا لوجود حضرتك معانا، شكرا للحديث بصراحة، شكرا لفكرة إنه لا هو مهم برضو إن احنا زي ما احنا كتير جدا بننتقد وبنلوم البرلمان وبنقول مقصر في كذا ومتأخر في كذا، اعتقد انه لما تشوف الصورة كاملة على بعضها في حاجات ممكن تتغير من وجهة نظرك. البرلمان ما كانش بيلعب في الثلاث سنين اللي فاتوا دول، يمكن احنا كمواطنين في حاجات تانية عايزين نحس بيها، وانا قلتها صراحة لسيادة النائب، قلت له نعمل حزم تشريعية ونطلع قوانين قد ما نطلع المواطن طول ما هو حاسس انه في غلاء اسعار ومخنوق وتعبان مش هيحس ومش هيستوعب ومش هيفهم البرلمان ممكن يبقى بيعمل ايه، وده حقه، مش لان المواطن لا صلح الله جاهل، لا غصبا عنه المواطن انه بيحس بكده، عايز اطمن، عايز اربي ولادي صح، عايز ادخل مدارس كويس، اعلمهم كويس، عايز الصحه اعرف اتعالج كويس. فبالتالي طول الوقت انا عايز افهم برلماني، برلمان بلدي بيعمل ايه، بيطلع قوانين وبيتكلم في ايه وبيدعمني كمواطن قد ايه. بشكر حضرتك يا فندم، وهنشوف ونفتكر مع بعض بعد لحظات دلوقتي نعرض كده انفوجراف في بعض المعلومات بمناسبه الكلام عن الانتخابات الرئاسيه وبمناسبه المصريين اللي شرفونا 124 دوله 139 لجنه فرعيه بتمثل السفارات والبعثات الدبلوماسيه، معلومات لمن لا يعرفها عن الانتخابات الرئاسيه بالخارج، هنشوفها مع بعض في هذا الانفوجراف، ونرجع بعده بعد فاصل قصير نتكلم عن مواقع وتطبيقات التسويق الإلكتروني، بيع وشراء أونلاين. هو سؤال كده بيتقال باللغة الإنجليزي، Is it safe or not safe؟ هل هو آمن أم غير آمن؟ وإزاي لو مش آمن نخليه بالقانون آمن؟
بعد هذا الإنفوجراف الفاصل. لم يكن محمد عبد العزيز طالب كلية الهندسة بجامعة بنها الذي سقط قتيلا مؤخرا على يد طالبين أوهماه ببيع جهاز لابتوب عبر أحد مواقع البيع والشراء الإلكتروني. هو الضحية الأولى لمواقع وتطبيقات التسويق الإلكترونية، فقبل أيام شهدت أيضا حالة أخرى ولكنها انتهت بإصابة الطالب إسلام بعدد من الجروح بمختلف جسده. حوادث تكررت على فترات متقاربة، فكانت الأولى في شهر أكتوبر لعام 2016، وكانت الواقعة جريمة نصب، ثم تمكنت مباحث الإنترنت من التوصل للجاني واسترداد الأموال التي تم سرقتها. خبراء البرمجيات أفادوا أن فرض رقابة على عمليات البيع والشراء وتتبع العملاء يظل أمرا في غاية الصعوبة، طالما ظلت عمليات التجارة عبر هذه المواقع متاحة للأفراد غير المقيدين بسجل تجاري أو مكان ثابت ومعروف تتم فيه عملية البيع والشراء. وأكدوا أن الطريقة الوحيدة لمراقبة عمليات البيع والشراء عبر هذه المواقع هي أن تكون مسموحة فقط للمحلات التجارية المعروفة التي تمتلك سجلات تجارية ومعلومة المكان بشكل يسهل تتبع عملية البيع ومعرفة أطرافها، لكن المشكلة أن هذه الشروط لا تتوفر في كل مواقع وتطبيقات التسويق الإلكترونية، ليبقى الخطر مستمراً في الفضاء الإلكتروني، ينتظر من يقع عليه الاختيار ليكون ضحية على أرض الواقع. التسوق عبر مواقع وتطبيقات الانترنت بدأ ينتشر بشكل كبير جدا مع التطور التكنولوجي، وطبعا في سهولة للتنقل وانك تختار ما بين سلع كتيرة واتساع نطاق العرض والطلب. لكن التسوق الالكتروني هو كمان ليه ضريبة، ضريبة الحقيقة احيانا بتكون باهظة وفادحة، ممكن المواطن ما يدفعهاش من جيبه كفلوس الضريبة دي، لكن ممكن يدفعها من دمه ومن امنه الشخصي، ممكن يفقد حتى حياته. الجاني في الجريمة الإلكترونية بيخطط عن بعد أنه يقع بفارسته في مصيدة إلكترونية، يعني هي باختصار عبارة عن موقع للتجارة، أو بنتكلم على مواقع التجارة أو التسوق الإلكتروني اللي بتشهد أحيانا عدم الأمان أو عدم فرض درجات الأمان العالية. طبعا كان آخرها الجريمة اللي أشار لها زميلنا مصطفى سامي في تقريره اللي تعرض لها، طبعا الجريمة المؤسفة الحادثة التي تعرض لها طالب كلية الهندسة محمد عبد العزيز الله يرحمه، ضحية النصب الإلكتروني. يعني شاف جهاز لابتوب على موقع من المواقع، موقع أوليكس، راح قابل اللي كان المفروض متفق معاه وللأسف قتله، يعني استولى على 25,000 جنيه
قيمة المبلغ وقتلوا. بعدها على طول بكام يوم حصلت حادثة تانية. الفكرة بس انه دلوقتي الناس كلها ما بين حالة القلق والتساؤل، الجريمة الإلكترونية ضوابطها ايه؟ وبرضو انا امن نفسي ازاي منها؟ لانه برضو فكرة انك تمنع خالص الشراء والبيع اونلاين دي مستحيلة، العالم كله شغال بيها. عايزين نتكلم عن هذا الموضوع، كيف نحمي أنفسنا من الجريمة الإلكترونية، مشروع القانون اللي في البرلمان وصل لإيه وواصلين فيه لإيه ومحتاجين إيه، كل ده هنناقشه مع ضيوفنا الكرام اللي منورنا في هذه الفقرة. الدكتور نضال السعيد رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النوابي، أهلا بحضرتك معالي النائب. أهلا وسهلا فندم. سيادة اللواء محمود الرشيدي مساعد وزير الداخلية للمعلومات سابقا، يا أهلا بحضرتك يا سيادة اللواء. والمهندس وليد حجاج خبير أمن المعلومات، يا أهلا بحضرتك يا باشمهندس. أهلا بحضرتك منورنا. ربنا يخليك. ممكن البداية تكون عند حضرتك؟ يعني لو يسمحوا لي. لو تسمحوا لي. لأنه عايز أعرف أو أخد من حضرتك كده تعريف جامع شامل مختصر لجريمة التجارة الإلكترونية، أو إزاي بتتم، مش التعريف الجريمة، تعريف الجريمة سيادة اللواء يقوله لنا. ازاي بتتم الجريمه الالكترونيه؟ ايه مفهومها؟ بص حضرتك، هي الجريمه الالكترونيه بدل ما قلنا كلمه جريمه فهي جريمه، يعني في حادثه هتحصل. انا مش هتكلم في شق الجريمه. الكترونيه بمعنى ان هي حاجه من اتنين، يا اما بتتم 100% باستخدام التكنولوجيا عبر مواقع التسوق، لان ممكن تكون جريمه الكترونيه في مواقع التسوق ان حد بياخد فلوس من مواقع التسوق، مش شرط ان هو يستدرك ضحيه. يعني الجرائم الالكترونيه عاده في تصنيفها نوعين، يا جريمة تقليدية ولكن بتستخدم التكنولوجيا كوسيلة لاستدراج الضحية عشان يعمل جريمة تقليدية معاه زي ما حصل في الحادثة الأخيرة، أو تكون جريمة على موقع تسوق إن حد بيقدر يخش يسرق من الأكاونت بتاع حد فلوس، أو إن هو يعمل عملية تحويل مالي من حساب لحساب، أو يتلاعب فيه. هي تعتبر نوع من انواع الهاكينج، ما هي جريمه. اوكي، فلكن الحاله اللي احنا بنتكلم فيها هي الجرائم اللي بتعتمد على ان حد بيخش على موقع، الموقع ده بيكون غير موثوق فيه، ما بيتبعش معايير الامان اللي هي اللي المفروض المواطن الطبيعي ياخد باله منها، والناس تفتقد برضو المعلومات في الحته دي، ويقوم بعمليه شراء من اخطر الاركان اللي هي بتؤدي للجرائم دي، ان يكون عمليه الشراء ما بين البائع والشاري فقط دون وجود طرف ثالث اللي هو الشركه. ممكن اسال حضرتك سؤال؟ اتفضل. يعني حضرتك احد خبراء امن المعلومات البارزين الحقيقه في مصر. ربنا يكرمك. من معلومات وخبره حضرتك، هل في قانون عندي بيعاقب المجرم الكترونيا؟ طبعا في يعني في اصلا في قوانين موجوده للاجرام عامه وبتستخدم حاليا، لان لسه زي ما حضرتك عارفه ان احنا بصدد التشريع اللي هيتكلم عليه دكتور نضال بتاع لجنه الاتصالات. وبالتالي احنا لسه لغايه النهارده مفيش قانون خاص بالجرائم الالكترونيه. طيب، ولكن المواطن الطبيعي يعمل ايه اما يجي يتعامل مع موقع؟ المفروض يتعامل مع الموقع اللي هو طرف في عمليه البيع. يعني في مواقع موجوده دلوقتي على الانترنت حضرتك بتتواصلي مع البائع او المشتري منك ليه دون وجود الشركه، وفي مواقع اخرى حضرتك ما تحب تشتري منتج او تتعاملي في حاجه بتعملي الاوردر مع الشركه، الشركه بتجيب لحضرتك المنتج من خلال وسيله التوصيل بتاعتها، وبتضمن لحضرتك وللمشتري انتوا الاثنين بتضمن لكم حقوقكم. طيب، وبتطبق الفاتوره الضريبيه وبتطبق المعايير الامنيه. طيب لغايه انا دخلت على النت، طلبت من موقع من مواقع الشراء، طلبت الموبايل واي، بعتوا لي اكس، تمام، ورفضوا يرجعوا لي الفلوس. لا، ما حضرتك إيه؟ لا، ما هو في ايصالات وفي ورق وفي حاجات زي كده بتبقى معموله، حضرتك تقدري ترجعي لحمايه المستهلك في الحاله دي. حمايه المستهلك كده ما بقتش قانون انترنت، كده بقت غش منتج، انا طلبت منتج وجالي منتج تاني، زي بالظبط لما يحصل 1 تو 1 على الحقيقه. بالظبط، بس في حاله 1 تو 1 حضرتك مش ما عندكيش لا عنوان ولا بيانات للشخص اللي عمل معاكي كده. فمش هتقدري تقضي حد، لان الشخص ده بتقابليه حضرتك في الشارع وبتاخدي منه الحاجه. لكن في الحاله الاخرى الشركه بتاخد من عند حضرتك المنتج وبتوصله للشخص الاخر، وهي عندها الاسم والبيانات وكل حاجه، وما بتاخد الفلوس من الشخص اللي اشترى بتسيبها عندها 14 يوم، عشان لو حضرتك عندك مشكله في المنتج من حقك 14 يوم ارتجاع للمنتج ترجعيه او تستبدليه او اي حاجه. بعد 14 يوم البائع من حقه ياخد الفلوس. ده بينطبق على النت كمان، على ما هو ده اللي بكلم حضرتك عليه على النت، ده الاونلاين. اونلاين ما هو ده موجود 14 يوم. ده موجود، لان هو بيتعامل بفاتوره ضريبيه، هو باع لحضرتك منتج بفاتوره ضريبيه، حضرتك من حقك 14 يوم بالفاتوره دي انك ترجعها على الشركه. من غير الاونلاين على الحقيقه، يعني ده بيحصل في الحقيقه. في محلات بتحط لك يافطه ورا كده البياع وتقول لك ما عنديش حاجه اسمها 14 يوم. ايوه يا فندم، ده قانون حمايه المستهلك، يقول لك ذيس از ماي انترنال بوليسي، دي البوليسي الداخليه بتاعتي،
قابل على كده اشتري مش قابل ما تشتريش. لا هو ده قطع طلة القانون على حد معلوماتي وحماية المستهلك تطبع عليه جزاءات وبتخش طرف في الموضوع. انا بس اللي يهمني ان الناس تبقى عارفاه ان في ناس بتحب توفر او تفاصل فيقول انا لو خدت من الشركة مفيش مجال للفصال، لكن لما اخد من موقع مني للمشتري انا بتكلم على الانترنت يعني في موقعين على الانترنت هوفر فلوس الوسيط اللي في النص بالظبط العموله وفي العمولة. نفس الوقت انا ممكن اضغط على الشخص اللي بيبيع المنتج ده اقول له الموبايل ده بدل ما هو ب 1000 انا هاخده منك ب 800 ما هي بتبقى 1 تو 1 من غير الشركه ومفيش فواتير ضريبيه ومفيش اي حاجه، بس برضو الريسك عالي فيها والخطوره عاليه لان حضرتك من ضمن الحاجات ممكن ما تبقاش قتل. يعني من احد الحوادث الشهيره جدا واحد باع موبايل لحد فراح يقابله فاداله الفلوس، فبعد ما خد منه الفلوس وعدها الشخص اللي يعني حضرتك اللي بيبيع بالظبط كده خد الفلوس وعدها، فالراجل اللي اشترى الموبايل قال له طب انا عايز اطلع بالموبايل ده على الشركه اطمن ان الموبايل ده ما فيهوش حاجه وما اتفتحش قبل كده، فالراجل يقول له ده جديد وبتاع، فمن هنا لهنا قال له طب خلاص مش عايز البيع، خد الفلوس حطها في جيبه، وبعد 3 دقايق قال له ولا اقول لك خلاص انا هاخد الموبايل، اداله الفلوس تاني مره الراجل لما خد الفلوس ما عدهاش، تاني مره ما كانتش نفس الفلوس الاولانيه، كانت 200 جنيه في الاول واللي في النص جنيهات ونصاص، خدت بال حضرتك ازاي؟ مش هو يعني دخل اول مره هو دخل فلوس في جيبه، ما هو عامل لفتين في جيبه، لفه هيطلعها الاولانيه يديها للشخص يعدها، تاني مره حضرتك مش هتعد الفلوس لانك خدتيها وعدتيها اول مره وعاملهم بنفس الحجم ونفس الوزن. ده اتمسك الراجل ده؟ لا، والراجل للاسف باع موبايل كان ثمنه 10000 جنيه ب 234 جنيه. فدي كلها خداع بسبب ال1 تو 1 بسبب ال1 تو 1. طيب سياده اللواء اهلا وسهلا بحضرتك يا فندم. القانون الحالي دلوقتي قانون الجريمة الإلكترونية أو الذي يتعامل مع الجريمة الإلكترونية بيعرفها إزاي وإزاي بينسحب تطبيق هذا القانون على المخالفين، سواء عمليات النصب وإن أنا أبيع منتج أو سلعة مغشوشة أو فيها مشكلة أو غير اللي طلبها العميل، أو بقى وصولا للإكستريم أو المرحلة القصوى اللي هي يعني التعريض للضرب أو السرقة أو القتل. بسم الله الرحمن الرحيم. دلوقتي انا بقول لحضرتك استكمالا لاخي المهندس وليد، بقول بتعريف بريف كده عن ما هي الجريمه التكنولوجيه او المعلوماتيه او سايبر كرايم. بنقول هي ايه عشان كل مشاهد يعرفها، هي اي فعل او امتناع عن فعل غير مشروع تمام وغير امن مخالف وغير منضبط وغير مصرح به، يستهدف التقنيات التكنولوجيه الحديثه، يستهدف الانترنت السوشيال ميديا الاتصالات انه يصيبها بضرر او يستخدمها، يعني بيستهدفها انه يصيب شبكه الانترنت يصيبها باضرار يا اما لوجيكال او فيزيكال يعني يدمرها حاجه زي كده، اما يعني يستهدفها او يستخدمها بقى، وده اللي احنا بصدده الان، يعني يستهدفها يستهدفها يعني يصيبها بضرر. رحت شبكه معلومات هنا اصبتها بضرر، قطعت الاسلاك بتاعه شبكه معلومات معينه، قطعت الويفز، عملت قصه تكنولوجيه. طب لو دخلت على واي فاي حد بالظبط، ما انا بقول لحضرتك استهداف للشبكه دي صح؟ استهداف للشبكه. فباجي بقول ايه، هو اي فعل او امتناع عن فعل غير مشروع وغير آمن، غير مشروع وغير آمن وغير مرخص به ومخالف، يستهدف هذه التقنيات التكنولوجية الحديثة أو يستخدمها في مثل هذه الأعمال الغير مشروعة وما إلى ذلك. لما نيجي لحضرتك قلت عملية التسوق الإلكتروني، عايزين نفرق بين حاجات مهمة جدا. التسوق الإلكتروني زي ما قلت 1 تو 1 الشخص اللي توفاه الله له في الحادث ده ده 1 تو 1 مع واحد بعيدا عن الموقع، اما لو كنت انا بتعامل مع الموقع نفسه اللي هو بيعمل لي عمليه الشوبينج مع عمليه السيلز، الموقع ده بنفرق بين حاجتين يا استاذه، سواء كان هذا الموقع متواجد في داخل جمهوريه مصر العربيه او في الخارج. لو متواجد داخل جمهوريه مصر العربيه وانا بتعامل معه، في 3 4 مواقع هنا براند معروفين في مصر بتعامل معاهم، لو حصل ان انا فيهم غش تجاري ولا بقدر اقضيه طبقا للقانون تمام. حضرتك بتسالي برضو طب القانون، هل احنا عندنا قانون يا فندم؟ يعني نضال بحي اتكلمنا بعد كده على القانون اللي هو خلاص على وشك الاصدار الحمد لله، مشروع القانون بعد جهود مضنيه من وزاره الاتصالات ووزاره العدل ووزاره الداخليه والاجهزه السياديه. حضرتك في قانون الاتصالات حماية حقوق الملكية الفكرية، التوقيع الإلكتروني، قانون الطفل المعدل، قانون الأحوال المدنية. قانون إيه المعدل؟ الطفل المعدل. الطفل المعدل بمعنى مادة 126 حضرتك، مادة 26 عدلت في قانون الطفل بحيث أنها بتجرم أي استخدام لأي ميديا عبر شبكة الإنترنت والسوشيال ميديا يسيء للأطفال أو في عمليات الاستغلال الجنسي للأطفال
او في مش في كرتون حضرتك في طبعا. كرتون بيستغل جنسيا طبعا. فالماده دي في قانون الطفل اللي هو في ماده 126 دي عدلت بحيث انها بتجرم هذا عايزين بالمره كده يا فندم، هو خارج موضوعنا بس برضو يعني كلمه الواحد يقولها، ما عايزين برضو يا فندم نشتغل كلنا ان احنا نعدل الماده اللي بتقول ان من هو اقل من 18 سنه لو اغتصب او قتل شخص اخر لا يحكم عليه بالاعدام لانه اقل من 18 سنه. يعني عايزين نكمل لسعادتك الحته بتاعتنا، يعني 17 سنه وكم شهر وعاقل وبالغ وراشد وفاهم بيعمل ايه ويقتل طفله ولا يغتصب طفل صغير بالزبط. ولا طفله ويدخل له كم سنه السجن ويطلع منها، يعني برضو صعب قوي. بس نكمل حضرتك الحته المهمه قوي اللي هي 1 to 1. عاوز اقول حاجه لكل المواطن، اي مواطن مصري مستخدم للانترنت والسوشيال ميديا، ان المجرم السايبر كرايمر الكريمنال اللي هو المجرم السايبيري اللي هو بيستخدم الانترنت عشان يقع بيا وينصب عليا، عنده طريقين. الطريقه الاول ان هو يتمكن تكنولوجيا من اختراق حسابي، من اختراق الموبايل بتاعي، من اختراق الاكونت بتاعي، وياخد معلومات ويبتدي يبتزني ويبتدي ده اللي كلنا عارفينه باسم الهاكينج يا وليد بيه كده مثلا الاستاذ في الحاجات ديت ويقدر يعمل الهاكينج بساعد الناس اللي اتعمل لها هاكينج. لا 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 حضرتك استاذ في الهاكينج. لا لا خلاص طلعت عليك كابتن اللواء قال عليك بعد كده التايتل بتاع المهندس وليد حجان استاذ الهاكينج. طب البوكس جاهز. وهو الطريق الثاني وهو الاهم والاخطر، وهو بقى ان هو بيتمكن من الاحتيال والنصب على المجني عليه على الضحيه. طيب السؤال في الاول، الحاله الاولانيه اللي بيعمل هاكينج اختراق لحساب حد ويسحب صور بيانات معلومات ويبتز بيه، عقابه ايه في القانون؟ عقابه حضرتك بيتنوع ما بين سنه واثنين وثلاثه. ما القانون الجديد ده بقى يعني سيادتك لما تتكلمي عن القانون وعقابه دكتور نضال، احنا بنتكلم على مشروع قانون بالظبط كده. فالطريقه الثانيه احنا قلنا يا اما هاكينج على اكس من الناس ويتمكن من الاستيلاء قرصنه الكترونيه على الداتا بتاعته ويبتدي يستغله بقى ابتزاز مالي، ابتزاز جنسي، تشهير، سب، قذف وما الى ذلك. ودي علاجها ان كل مواطن يجب ان يعلم تماما انه حينما يتعامل مع شبكه الانترنت مستوى الامان زيرو، لابد ان يستخدم الانتي فيروس، الفاير وول، كل الاجهزه ويغير الباسورد كل فتره، وما يشتغلش حضرتك مع واحد في الواي فاي ويديله عشان ده حبيبي وقصه الانترنت كل الكلام ده. النقطه الثانيه المهمه اللي انا بقولها وهي موضوع التسوق دوت، ان اولا لا تثق في اي متعامل اللي هو 1 to 1. الوان الثاني لا تثق في اي حد على الاطلاق، يجب ان يكون عندك اليات للتاكد. فانت حينما تتعامل مع اكس من الناس خلي بال حضرتك ان اكس من الناس دوت قد يكون فيك وقد يكون صحيح، ولكن هي بقى دي النقطه اللي بيستغلها الجاني في ان هو بيلقي مصائد الكترونيه للمجني عليه، بيديله سعر خرافي، بيديله حاجه لقطه يعني عفوا بالظبط، وعروض مش كده يعني حضرتك لما في كمبيوتر بسبيكس معين ثمنه 50,000 جنيه، لما انا اعرضه وليد بيع ب 25,000 جنيه يبقى يعني لقطه. وبعدين في بقى هنا بنقول للمواطن اللي هو راح الضحيه دي ربنا يرحمه ويرحمنا جميعا، احنا بنقول ايه؟ لازم تاخد بالك من اللوجيك بتاع السعر اللي مقدم العرض ده، هل هو مقبول او مش مقبول. النقطه الثانيه في حاجه كان طالب في هندسه الله يرحمه، يعني شاف لابتوب مناسب ليه عشان دراسته، ما هو مش 25، ما كانش 25 بصراحه بالسبيكس اللي فيها بريفيرالز بتاعها. وبعدين لما انا اروح حضرتك يا استاذه كان المفروض اغلى، يعني اغلى كتير طبعا، هو الثاني المجرم استدرجه عن طريق السعر. بقول لحضرتك لما انا اروح مكان زي كده في حاجه اسمها امن ذاتي وامن شخصي لكل مواطن، بقى انا رايح عشان اقابل اكس من الناس ومعرفوش لازم اعمل احتياطاتي، على الاقل بسيب الفلوس مع حد، بشوف الاول اتكلم معايا حد، اخد معايا حد. وبعدين انا حضرتك انا بشتري كمبيوتر تمام كده، وانا بعمل ديبيت او شاتنج مع الشخص ده، احنا شفنا اشكال المجرمين اللي قاموا بالعمليه القذره دي، اشكالهم ما يمكن ما بيعرفش يقرا ولا يكتب، صح كده؟ اشكالهم العامه كده. فالنهارده هو لو كان عمل شات معاه وقدر يتكلم معاه كان يقدر ان هم يعرف ان هم ما عندهمش اكسبيرينس اكسبيرينس بالكلام، لو لا الحقيقه مش شكلهم يعني مش شكل كمبيوتر. الخطوره بقى هنا حضرتك، هو رايح لابد ان اتخذ اجراءات امن ذاتي. امن ذاتي ايه يا حبيبي؟ ان انت ما تروحش على طول المكان انت ضامي بالنسبه لك ما تعرفش هو فين. لازم يكون معاك واحد او اثنين او ثلاثه، وانا رايح طب بصوا انتوا تقفوا بالفلوس، انا هبص انا اروح قبليه بنص ساعه اعمل معاينه للمكان، اشوف المكان، اشوف تحركاتهم. هيعرف يا فندم ما يتعاملش مع المواقع الشخص لشخص،
او شخص لشخص. ده اللي بقوله بقى لنضال بيه بقى ان شاء الله في القانون ويوضح لنا. ما يقننوا فعلا يا فندم المواقع بتاعت شخص لشخص دي. ما يتم تقنينها حضرتك. مين اللي يقننها؟ البرلمان يا فندم. برلمان هيعمل ايه ولا هيعمل ايه؟ دي مواقع كل يوم بيطلع في خلال الدقيقه الواحده بالعشرات من المواقع خلاص الجديده. لو خطر انا ما اعرفش اللي انا هقوله ده ينفع يتعمل ولا لا، لكن لو خطر ومش عارفين نقننه ولا نراقبه يبقى نمنع ونجرم ال1 تو 1. بص يا استاذه المواقع يا فندم حضرتك اللي بتتكلمي فيه ده بيندرج نمره واحد هو المواطن يبقى عنده توعيه. حضرتك النهارده لما المواطن يبقى عارف مميزات وخطوره كل حاجه هو اللي يقدر يختار، لما تبقى يعرض نفسه للمخاطر هو اللي اختار. طيب. لكن المجلس هيعمل ايه؟ اسمحوا لنا بقى نرجع تاني لحضراتكم نسمع بقى البرلمان المصري دكتور نضال سيادة النائب. مشروع قانون اللي هو ما زال مشروع قانون طبعا طالما لسه لم يتم اصداره، يعني الحالي دلوقتي بيفرق ايه او بيضيف ايه لحمايه المستهلك او مستخدم الانترنت في التعامل او التسوق؟ بيضيف ايه هذا القانون مشروع القانون عن القانون الحالي؟ طب بص يا ستي ماما، احنا بنتكلم دلوقتي على مشروع جرائم تقنيه المعلومات. تمام. احنا في فراغ تشريعي فيما يتعلق بتقنيه المعلومات بقالنا فتره، يعني احنا متاخرين بقالنا دي تقريبا من 15 ل 20 سنه. دول كتيرة سبقتنا، يمكن أعربهم لذهننا هي إمارة دبي أو الإمارات المتحدة، عندها قوانين ما يتعلق بتقنية المعلومات. الوزارة مشكورة قدمت مشروع قانون أنا شايفه جيد. تمام. وبناء وزارة الاتصالات ممثلة الحكومة. تمام. قدمت مشروع حضرتك شايفه جيد. جيد. حاجة كويسة يعني. تمام. طول ما هو لسه مشروع ما تقدريش تقولي ان هو كويس ولا الا لما يطلع للنور، لان لازم يتم عليه تعديلات يتم عليه اضافات، وده الطبيعي جدا عشان تطلع حاجه كويسه. خلينا نتفق المشروع جيد، جه في توقيت كويس قوي، احنا في ظل نقله حضاريه لمصر من النقطه اللي هي فيها تبقى دوله رقمنه او ذات رقمنه. ذات رقمنه يعني رقمنه 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 اه يعني ده يعني عالم رقمي. مش عاوز ديجيتال ديجيتال يا فندم بس تمام. فالجزء هقول لك بقى فلسفه القانون كده بهدوء ونشوفه مع بعض، هل ده مناسب كخطوه بدايه لطريق لحزمه تشريعات مصر محتاجاها ولا لا. فلسفه القانون بتعتمد على انها تعمل علاقه بين المستخدم، بين مقدم الخدمه ومستخدم الخدمه. حضرتك مستخدمه واللي بيقدم الخدمه ايا كان نوعها، ابلكيشن، برامج، هاردوير، اي حاجه، ده اسمه مقدم الخدمه. بتحاول تعمل علاقه بين الاثنين. هل العلاقة دي كانت موجودة قبل كده؟ كانت موجودة، بس ما كانش فيها جزء بتاع تقنية المعلومات. بتبقى اجتهاد زي ما انت حضرتك قلتي 1 تو 1، انا وانت اللي بنعمل العلاقة، مفيش قانون بيحط الإطار. حلو. بناء عليه لازم حد يقول ايه الواجبات وايه الحقوق. عشان اللي يخلي بيها يتعاقب. بس شروط البيع والشراء هتقننها ازاي؟ هتحطها لي في فريم قانوني ازاي؟ هقول لك الموضوع بقى من اول. احنا خدنا الفلسفه، تعالي نقول بقى القانون مكون من ايه عشان الناس تبقى عارفه. القانون مكون من باب اولاني كده اسمه تعريفات. احنا كنا مفتقرين لفتره ان احنا نعمل ديكشنري او قاموس خاص بالتكنولوجيا. تمام. زي ايه هي المعلومات، ايه هي البنات، ايه هي تعريف الموقع، مدير الموقع، حاجات يعني ايه، نفتح القوس ونحط فيها حاجات كتيره جدا. هل احنا وليد بيه محتاجين التعريفات دي؟ ده لازم، ده اساس عشان يبقى في لغه مشتركه في الحديث والحوار لما تيجي تتكلموا تقول بالظبط فلان اخترق فلان. انا ليه بتكلم سياده اللغه وليد بيه؟ لان هم دول الخبره في المجال ده. فمجرد ما قلت ان في تعريفات كلنا قلنا احنا عايزين التعريفات. تمام. سياده اللغه احنا محتاجين التعريفات دي. طبعا ادمن، لما اقول لك ادمن ادمن يوزر سيرفر، السيرفر ده هنا ولا بره، هاكر، ابلكيشنز، هاكرز. تمام. ده الجزء الاولاني. الجزء الثاني الجزء الثاني بيقدم ايه هي الواجبات والحقوق بتاعت مستخدم الخدمه، ايه هي الحقوق والواجبات بتاع مقدم الخدمه. تمام. الرابع اللي هو العقوبات، افرض بقى حد جار عن حقوق يبقى في عقوبات. ده الفلسفه بتاعت القانون. تمام. قولي لي بقى اهميه القانون من وجهه نظرنا ايه؟ او انا شايفه ليه وفينا عليه ليه وصفته بالجيد؟ بالظبط كده. ده القانون او القانون من وجهه نظرنا احنا اللي ابتدى يشتغل على الادله الرقميه. ما كانش في قبل كده حاجه بتتكلم على الادله الرقميه اكنها ادله حسيه، اللي هي هوضح لحضرتك زي البريد الالكتروني ما كانش يعتدي بيه زمان. كان فتره كان الفاكس، دلوقتي البريد الالكتروني. ما يتعلق بمعالجه البيانات ما كانش موجود قبل كده. فابتدى يعتبر ان الادله الرقميه ادله ذات طبيعه انا هستاذن حضرتك في حاجه صغيره لانه المايك اللي حضرتك مركبه فيه مشكله فنيه صغيره،
فاحنا هنستغل الفرصه دي نسمع راي الناس في الشارع عن عمليات البيع والشراء اونلاين، مدى اطمئنانهم او عدم اطمئنانهم للموضوع، ومحتاجين ايه علشان يقدروا يستمروا في التعامل اونلاين او عن طريق الانترنت. نشوف مع بعض هذا التقرير ونرجع تاني نستكمل هذا الحوار. ايه رايك في البيع والشراء من الانترنت؟ حاجه جميله جدا بصراحه. انا معظم اللبس واللاب وكل حاجه دلوقتي يعني تقدر تقول 60% من الحاجات اللي بشتريها من على النت. والله البيع والشراء من على الانترنت اساسا مش مضمون، المفروض علشان اشتري حاجه من واحد لازم يكون قدامي وش بوش. والله هي ظاهره حديثه وبتوفر وقت وبتوفر جهد وتوفر اموال برضو عن المعارض وعن المحلات. البيع والشراء على الانترنت دلوقتي بقى ظاهره منتشره جدا ومعروفه وكل الناس عارفاها، ودلوقتي انت لما بتحتاج اي حاجه بتجيبها من على النت. هو البيع والشراء على الانترنت عموما حاجه وحشه، يعني انت ممكن تتغش في الحاجه قبل ما تاخدها وكده. والله هي التكنولوجيا مفيده بس في نفس الوقت ليها مخاطرها. ازاي؟ يعني عشان جرائم الانترنت والنصب اللي بتاع عن طريق الانترنت وكده، فلازم تاخد حظك وانت بتتعامل مع المواقع دي. فكره ان انا افتح حاجه اونلاين دي كانت فكره كويسه جدا بالنسبه لي، يعني لان كان بيشيل عليا الضغط لازم انك تفتح محل وانك تفتح تامين وانك تفتح كل الكلام ده. والله البيع والشراء على الانترنت ده يعتبر نصب، في نسبه نصب كبيره قوي. بالنسبه للانترنت الحاجات اللي احنا بنشوفها على الشاشه وبنبلغ بيها بارقام التليفون بتيجي حاجات غير المواصفات اللي احنا بنشوفها تماما. هو كويس بس اهم حاجه ان الواحد ياخد باله إذا كان بيشتري عقار أو بيشتري شقة أو عربية أو كده، بياخد باله من الورق وأصول الورق من الأساس. جربت قبل كده تشتري من النت؟ جربت كتير. ما تعرضتش للنصب قبل كده ولا حاجة؟ لا لا لا، ما أنا لازم أتعامل مع موقع أبقى أنا واثق منه، مش أي موقع وخلاص ألاقيه. والله الإنترنت هي حاجة جميلة جدا وحاجة تقدم عالي، بس لازم المفروض الحكومة ذات نفسها تعمل لها ضوابط وعشان الخطورة اللي بتحصل عن طريقها. بجدد الترحيب بحضراتكم وسمعنا اراء بعض الساده المواطنين في الشارع عن عمليات البيع والشراء اونلاين. ونرجع تاني، اولا برحب بجدد الترحيب بحضراتكم ضيوف الكرام، وكنا عند سياده النائب الدكتور نضال سعيد بنتكلم عن القانون. حضرتك عرفت لنا الاربع ابواب اللي في مشروع القانون اللي وزاره الاتصالات يعني كحكومه مقدماه، وحضراتكم شفتوا ان هو جيد. اولا عدلتوا فيه حاجه ولا اخذتوه زي ما هو؟ احنا لسه في، بص القانون بيمشي على ثلاث مراحل. بتاخدي موافقه مبدئيه ان القانون ده احنا محتاجين له، قانون مكافحه تقنيه المعلومات، مشروع قانون مكافحه جرائم جرائم المعلومات. تمام، ده احنا خلاص اتفقنا ان احنا محتاجين لهذا القانون. النهارده فاتحين الباب للمناقشه، المناقشه للتعديل للاضافه للحذف، بعد كده المرحله الاخيره بناخد بقى تصويت على ماده ماده عشان نبقى مطمنين ان احنا ماشيين في الخطوات الاولى. انا بتكلم على اللجنه، بعد كده بينزل بقى الجلسه العامه، بيتم الجلسه العامه على مستوى الاعضاء كلهم في المرحله الخاصه بال خلينا نقول الحوار المناقشه، يعني الحوار المجتمعي. بصراحه شديده جدا، عملتوها ازاي يا فندم؟ وهل استعنتوا باراء خبراء في مجال امن المعلومات؟ هل سمعتوا من اساتذه في الجامعات؟ يعني بنمشيها ازاي عشان نسمع اكبر عدد ممكن من الاراء المتخصصه فتفيدنا تقنيا وفنيا حتى؟ بص ستي، مبدئيا احنا دعينا حوالي 33 جهه معني بها هذا القانون، تمام؟ يعني وزارة الداخلية، وزارة الخارجية، وزارة العدل، وزارة الدفاع يعني بالروافد بتاعتها، الأمومة والطفولة عشان بيع الأعضاء خلال الإنترنت. في حوالي 3 المجلس الأعلى للإعلام أو الهيئة العليا للإعلام، في حوالي 33 جهة القانون ابتدى يتعامل معها، فلازم ندعيهم لأن كل واحد هيبقى شايف من الزاوية بتاعته. القانون عشان يطلع بشكل جيد لازم يبقى فيه مجموعة بتتحاور وتطلع أفضل ما عندها عشان يطلع بالشكل المناسب. يعني أعتقد 33 دي كافية في الوقت الحالي. 33 جهة بس أنا شايفة أن كل الأمثلة اللي حضرتك ذكرتها حكومة. تمام. أنا بتكلم عن experts. أنا لسه جاي في الكلام. يعني ناس خبرة. وصلت. برايفت سيكتور. وصلت. يعني أشهر هاكر في مصر مثلا استودعتوه ولا لأ عشان تتكلموا معاه؟ ما ده الوحيد مش هنجيبه. لا. ده يديكوا خدمة في السايبر كرايم. ده يختبر لنا السيستم بعد ما يقوم. ده يقول لكم الجريمة بتتعمل إزاي أصلا. بالظبط كده. أنا أنت كشفتيه خلاص. لا لا. من واقع الضحايا اللي بتيجي تسألني، مش من واقع إن أنا بعمل كده. لا لا والله بتكلم. أنا لسه هكمل كلامي يا فندم. لا لا براجع لحضرتك تاني، أنا بتكلم بس في الجزئية دي. هل فعلا
نقدر تقنيا نفيد اللجنه ونفيد المناقشات دي، نثري الحوار ده، الحوار المجتمعي ده، عشان نقدر نقدم قانون ما يبقاش فيه، يعني احنا عندنا في مصر حقيقه كاليبرز وعندنا ناس فاهمه قوي في التكنولوجي، بس عايزين نقفل كل الثغرات الموجوده. هل ده نقدر نعمله؟ ده ممكن اقدر انا اقدم جزء بسيط فيه، بحكم ان انا في حالات كتيره جدا بتجيلي، فانا نفسي لما بسمع ازاي الشخص ده قدر يستدرج الضحيه وقدر يستغلها، بقول ايه ده، دماغه وصلت للحته دي ازاي، ازاي الشر ده جاله بحاجات بتستخدم عاديه وبيقدر يربط علاقات ببعضها ويطلع بافكار جديده. فده ممكن يكون هو الاضافه اللي اقولها له من ايه اللي بيحصل على ارض الواقع في الجرائم دي، لان انا في ناس كتيره جدا بتحكي لي كم جرائم بكل المستويات، من اطفال لناس متزوجين لمطلقات، في كل الاتجاهات، لمشاهير، لناس في اماكن حساسه، بيحصل حاجات غريبه جدا، واستدراجهم كل مره بيبقى الشخص بحس ان هو في ناس قاعده بتفكر، يعني في داتا بانك للهاكرز قاعدين بيفكروا ازاي يستدرجوا الضحايا، بس كلهم بيجمعوا عامل مشترك بيستغل عدم درايه الضحيه. طب يعني يا فندم الضحيه الله يرحمه محمد عبد العزيز اللي خلانا دلوقتي وخلى مصر كلها تتكلم دلوقتي على جرائم الانترنت وفتح الباب ان كلنا بنتكلم عليها دلوقتي، يعني الاثنين مجرمين اللي اتقبض عليهم دول، طب خلاص ما هم استولوا على الفلوس، سرقوا الفلوس، يقتلوا ليه؟ ما تضمنيش حضرتك يمكن حصلت مشاده بشكل ما لما خدوا منه الفلوس اضطرهم ان هم يعملوا كده، اصل ما اعتقدش ان هم كانوا رايحين مع سبق اصرار، ممكن تكون الظروف ادت لكده، انا ما اعرفش بصراحه تفاصيل القضيه مش ازاي. سياده النائب القانون وصلنا ليه؟ اللي خلصنا موضوع اللجنه والحوار المجتمعي وحضرتك قلت ال 33 جهه اللي تم دعوتها مبدئيا بشكل مبدئي، هنشتغل ازاي بعدها المرحله اللي جايه ايه؟ طيب احنا اتفقنا 33 دول زي ما انت قلتي ده المعني بيهم القانون بغض النظر بقى عن حكومه او غيرها. تمام. الجزء الثاني ان احنا بنعمل بقى حوار مجتمعي، يمكن انا حصل مع وليد بيه وسياده اللواء ان احنا قلنا لهم في دعوه هنبتدي نتكلم على القانون بعد ما يتم التوافق عليه من جهه الحكومه، مش هم عندهم اراء وصلوا ليقول ايه المعدل، يعني مشروع القانون المعدل نبتدي ناخد على المعدل ونبتدي نطرحه للحوار. هل في اراء افضل من اللي موجوده؟ يبتدي كل مره لغايه ما توصلي لنسخه حصل عليها توافق. طبعا بتعملوا توافق تصويت يعني بالظبط، مش تصويت، مناقشات، يعني التصويت ده لاعضاء اللجنه. لكن المناقشات دي بتديني زاويه انا مش واخد بالي منها. يعني سياده اللواء لما بيجي بيقول لي انضال خلي بالك الجزء ده معني بالجريمه من ناحيه دي، المهندس وليد بيقول لي لا خلي بالك دي في زاويه تانية. الزاويه دي لازم تدرك في الحسبان وانت بتاخدي القرار كعقوبات كناحيه فنيه. في النهايه خالص زي ما قلنا القانون عشان قماشته واسعه قوي باللغه الدارجه يعني، فانت محتاجه تعملي اطار واضح لنا ولحضرتك نختلف عليه. تمام. انا بس كنت في نقطه قبل الفاصل كنت بكلمك على اهميه القانون ده عشان الناس تعرف القانون ده ليه مهم الفتره دي. احنا اتفقنا على الادله الرقميه بصراحه شديده جدا، احنا كمواطنين كلنا انتبهنا لاهميه القانون ده بعد مقتل طالب الهندسه الله يرحمه محمد عبد العزيز، ربنا يرحمه يا رب. أهمية القانون ده هقول لك في كذا نقطة بسرعة كده. واحد، اعتبار الأدلة الرقمية أدلة حسية يجب إنها تتاخد بيها في المحاكم. كان زمان أي محامي كده صغير يقول لك ده داتا معالجة أو داتا مش طبيعية زي البريد الإلكتروني مش هنتاخد بيها. النهاردة في ظل القانون ده هيتاخد بيها. اتنين، اتعمل مجال الإيميلز كان بيتاخد بيها فند في القضايا خالص، ولا الفاكس، اجتهاد الفاكس، بس الفاكس برضو اقدر اثبت وصوله، بس يعني الايميل يا فندم ازاي انا مش بقدر اثبت؟ طب ثانيه واحده بص حضرتك، هو أنا يعني مش بقدر اثبت انه الايميل هاز بين سنت. ايوه بس هو اللي لا ما هو برضو الكلام ده يمكن التحايل عليه، يعني مفيش حاجه لازم يكون في معامل ادله رقميه جنائيه تؤكد ان الشخص المرسل هو الشخص اللي موجود في الورقه او اللي موجود على الكمبيوتر قصاد حضرتك، يمكن التلاعب فيها. وبالتالي مين الجهه اللي موجوده في غياب القانون؟ مفيش حد موجود دلوقتي يقول لحضرتك الكلام ده ليجيتيميت او يعني سليم وما تمش تلاعب فيه ولا لا. ففي وجود القانون هيبقى في جهات تؤكد ان البيانات دي بيانات سليمه ما تمش تلاعب فيها. احنا ست اللواء القضايا دي كنا بنعمل فيها ايه؟ هو انا الكلام ايه، الاي بي ادرس اللي هو احنا بنجيبه فعلا زي ما حضرتك تم تحديده من قبل اداره مباحث الانترنت وات ايفر او وزاره الاتصالات. الاي بي ادريس ده بيحدد لي مين اللي عمل الشغل ده. تمام كده. الديجيتال ايفيدنس او الدليل الرقمي ده عباره عن الكتروماجنتيك سيجنالز، موجات كهرومغناطيسيه بيتم استخراجها من خلال اللوج فايل بتاع الاي اس بيز مثلا اللي هم شركات مقدمه خدمه الانترنت، او الحاسب بتاع حضرتك او او التليفون اللي انت بعتي بيه الرساله. تمام. فدوت هنا القاضي
له سلطه تقديريه. انا بقول له والله كما باع او النيابه بقى بعد ما بتعمل ده الاي بي بتاع محمود الرشيدي حصل كذا وكذا وكذا. انما اللي نضال بيه بيقصد عليه ان هناك بقى قانون صريح بيعتد بالديجيتال ايفيدنس بيعتد بيه كدليل رقمي. يجي قاضي تاني يقول لك انا ممكن يجي قاضي تاني انا مش مقتنع انا مش معلش وده اللي بيحصل. يا فندم انا دلوقتي لو بعت لحضرتك واتساب بتهديد او يعني عفوا اهانه تمام حضرتك ما تقدرش تروح تثبت الواتساب ده ضدي بص حضرتك بقى عارفه يحصل ايه عليا بيه لو عملتها قضيه. اقول لك بقى عشان الجريمه المعلوماتيه او الجريمه التكنولوجيه دي جريمه عابره للقارات. انا ممكن وانا قاعد في امريكا اعمل هاكينج اسمها زومبي تمام كده اعمل هاكينج تمام يا باشمهندس اعمل هاكينج على التليفون بتاعك ومن خلال الرقم بتاعك من خلال وانا قاعد في امريكا اخد الرقم بتاع حضرتك يا استاذه وابعت رساله تهديد لنضال بيه تمام كده ينفع تمام لا وينفع تلاقي مكالمه جايه لحضرتك من رقمي وانا ما اتصلتش بيكي وسياده اللي هو اللي بيطلبك دي برامج أصلا. لا مش برامج لا في لا حاجات تولز. كتير تولز. بس اللي انا عايز اوضحه لحضرتك ايه ثانيه واحده بس طب وبقدر اثبت ان في الاخر مش ما هو دي النقطه بقى هي دي النقطه قصدي كارثه ده حضرتك ضرب السجن وهو بريء لا 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 ما هو في وجود القانون مع وجود معامل الادله الجنائيه الرقميه صح دكتور نضال بيتكلم عليها هي الديجيتال ايفيدنس دي ليها معامل اسمها ديجيتال فورنسكس. ديجيتال فورنسكس يعني معامل ادله جنائيه رقميه تولز يعني حضرتك النهارده انا كشخص رحت بقول في دليل معايا ايميل حضرتك بعته لي او رساله القاضي هيعتد بيه بس اما يعتد بيه مش هيعتد بيه ويسكت هيعتد بيه ويرجع للجهات المختصه والمعامل تقول لان القاضي طالع من عنده يعني تقنيا مش مطلوب منه يبقى فاهم بالظبط كده ده ما كانش بيحصل زمان كان ساعتها ممكن هو عشان اللغط يقول لا انا ما بعتدش بالكلام ده لانه ما عندوش جهه تثبت الكلام ده وما فيش تشريعات تقدر تدين من واقع الكلام ده. انا دلوقتي في ظل مشروع القانون الجديد ده انا بامكن القاضي من ادوات جديده تقدر بالزبط. تخليه يحقق في القضيه ويثبت انه بالزبط. ده جاني او ده مجني عليه. حضرتك يا استاذه عفوا انا ضال بيه انا بس مش ادوات جديده بقنن الادوات التكنولوجي بقننها حاجات ممكن ما تبقاش موجوده. انا عاوز اقول لحضرتك حاجه نقطه مهمه بس الحقا للكلام لما هو نضال باشا يقول احنا دعنا 30 جهه وبنتكلم في الاول 33 جهه مبدئية. عاوز اقول لحضرتك حاجه وصحح لي المهندس وليد لا وزاره الاتصالات واجهزه السياديه والداخليه والدفاع عندهم ناس بروفيشنالز مور هاكرز معلش اساتذه كبار جدا 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 اساتذه معلمين فلما بيقعدوا مباحث الانترنت عندنا الصراحه قويه جدا بالظبط كده وهم ممثلين انا بشفق عليهم والله من كم المحاضرة طب اقول لحضرتك حاجه القضيه بتاعت المرحوم محمد ده تمام كده جت في سويعات قليله جدا من على طول من اليه تكنولوجيه قدرت بها الجهاز الأمنية الحمد لله بما تملكه من كفاءات تكنولوجية هاردوير وسوفت وير أنها تصل للمتهمين بالرغم أن هم كانوا خدوا الموبايل بتاعه وقفلوا كل السكك إنما في جي بي إس وفي حاجات كتير جدا فأنا بقول لكل من تسول له نفسه النهاردة بقى أنه هو هيبتدي يستخدم الإنترنت والسوشيال ميديا أو مواقع التسوق في جريمة أو في العبث أو في قانون خلاص صادر ممكن قبل ما أرجع على سيادة النائب بسأل سؤال دلوقتي حاجة خطرت على بالي أنا برضو مش عايزة المواطنين كلنا نعرف كل التفاصيل عشان انا لو عرفت حضرتك كحكومه طبعا. وكمباحث بتجيبوا ازاي انا هقول لحضرتك بقى انا فاهم قصدك علشان ما نفتحش دماغهم لان اللي بيتعمل فهو يتلافاه ويروح من سكه ثانيه بص حضرتك الادله الجنائيه الرقميه دي الادله الجنائيه الرقميه لا يمكن ما يقدرش لا يمكن محو اثاره باللي هو عمله ما يقدرش ايه يمحو اثار الجريمه اللي هو عملها لان في اكتر من دليل يعني مثلا مهما كان حضرتك مهما كان شاطر في حاجات كتير لا ما هو في الحالات دي بقى مش بالطرق اللي احنا بنتكلم عليها ولا نوعيه الجرائم دي ناس بتستخدم انواع اخرى من الانترنت اللي هو الانترنت المظلم الدارك نت وبيستخدم حاجات تانية وبرضه بيتجاب بس بنسب لكن 80% ل 85% بيستخدموا ادوات ما يقدروش ان هم يمحوا اثارهم لو مش قادر يسيب الاي بي بتاعه يعني يغير اي بي مش قادر يغير الماك ادرس مش قادر يغير السيجنتشر او البصمه بتاعه جهاز الكمبيوتر بتاعه في معايير كتيره جدا هو مش هيقدر يغيرها مهما كان شاطر في حاجات هيعرف وحاجات لا لكن علشان يغير كله الحاجات اللي هيعرف يغير فيها ويلعب فيها هقدر اثبتها نسبيا بس في حاجات اخرى بتؤكدها في شواهد اخرى بتؤكدها طيب يعني انت اتفضلي عفوا يا فندم سياده النائب العقوبات احنا عمالين بقى نتكلم على دخلت العقوبات على طول يعني العقوبات طيب. العقوبات زي اي قانون في الدنيا فيها عقوبات بتشمل السجن وفي عقوبات بتشمل الغرامه
وبندين مساحة للقاضي ان هو يحكم من الى، ده الطبيعي جدا. بس قبل ما ندي عقوبات، زي انا هرجع لكلام وليد بيه وسياده اللواء، لازم يؤهل المجتمع ان تقنيه المعلومات المواطن كمان ليه دور. دوره ايه يا فندم؟ دور المواطن انه يعرف ان الجهاز اللي هو شايله ده جهاز ذات قيمه، ما ينفعش يحط الباسورد بتاعته بالارقام العاديه، انه يتعامل معاها لانها حاجه ذات اهميه. احنا لغايه دلوقتي مفتقرين ان احنا بنتعامل مع جهاز قيم، وبتسيب حضرتك الباسورد بتاعتك بشكل مش طبيعي. اللي انت عارف حضرتك ساعات بيسالك اسئله معينه، تحب تخش مره تانية فسيب لك الباسورد. احنا حتى ما بنكلفش نفسنا ان احنا نقرا، اعمل له ليتر على طول. بالظبط كده، نوت ناو او ليتر، مش فاضيه. فانت حضرتك بتساعدي اللي هيعمل حاجه ان هو يبقى متواجد. الجزء اللي حضرتك بتتكلمي فيه على اهميه القانون بالظبط، هو كمان مهتم بالكروت الائتمانيه والكروت الذكيه، ودي ما كانتش موجوده قبل كده. اخطر. احنا داخلين على حاجه اسمها شمول مالي. صحيح. فبالتالي كلنا عاجلا او اجلا هنتعامل بالكروت الذكيه، الكروت الائتمانيه، كل المعاملات الالكترونيه. اذا ما حطيناش اطار تشريعي واضح بيحط الواجبات والحقوق، انا بقول لك الشمول المالي ده هيتاخر لفتره. فكان يجب ان القانون ده يصدر. وبصراحه زي ما قلت لحضرتك، الوزاره او وزاره الاتصالات تحديدا عامله مجهود فيه، انا شايفه جيد. طب نيجي بقى للجزء اللي حضرتك عايز تساليه على موضوع العقوبات. زي ما اتفقنا، ممكن قبل العقوبات اسال سؤال كمان مهم. اتفضل يا فندم. احنا في ظل قانون سواء الحالي او ان شاء الله مشروع القانون الجديد، بتعامل ازاي مع الشركات اللي بتملك مواقع الكترونيه في حين، او ازاي بحاسبها في حين ان ممكن الداتا بتاعتها او بتاعت المستخدمين تكون تابعه لدوله ثانيه؟ وده سؤال مهم جدا، عايز اخد حضرتك راي حضرتك فيه يا فندم. هقول لحضرتك، خلينا نقول ان احنا الماده دي امن قومي يا فندم. وصلت يا فندم. مش كل المواقع انت عليك ليها كنترول، تمام؟ ما بتقدرش تتحكمي في كل المواقع، خصوصا المواقع اللي معموله بره. لكن في الماده الرابعه من القانون بتتعامل مع التعاون مع الدول فيما يتعلق بتقنيه المعلومات. احنا بيننا وبين دول تانية في تعاون في موضوع الجريمه، فبالتالي الجريمه الالكترونيه او تقنيه المعلومات احدى الجرائم اللي في تعاون بيننا وبينهم، في تسليمين مجرمين، وفي كمان انت تقدر تقولي ان الموقع ده بيبث كراهيه او بيبث معلومات مغالطه، فبالتالي هي بتتعاون معك. ده الجزء النطاق اللي نقدر اللي هو بيسموه في حاله الاتاحه. لكن في مواقع تانية انت نفسك ما تعرفش معموله فين. يعني ممكن الموقع ده معمول من انجلترا، لكن يعني مكتوب عليه يو كي في الاخر، لكن هو اوريدي معمول من مصر. مظبوط كده يا بيه؟ صح. هو ينفع بس دوت اي جي دوت يو كي. لا 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 حضرتك، الدوت اي جي، الدوت اي جي ده تحديدا لازم يكون من هنا ومن خلال جهات معينه زي المجلس الاعلى للجامعات. اوكي، مش هينفع يبقى بره هنا. دوت يو كي، لا دوت يو كي ده ممكن حضرتك تعمليه من عندهم من بره، من انجلترا، ممكن تعمليه من اي دوله اخرى. مجرد ان انت تبعتي لهم الورق اللي هو يوفي باحتياجاتهم. يعني لو انا مواطن انجليزي مثلا او مواطن من انجلترا وعايش في استراليا، وبعت لهم الورق اللي يقول ان انا سيتيزن عندهم في الدوله، اقدر اخد الدومين الدوت يو كي وابقى بشتغل عليه من دوله اخرى. دي سهله تتعمل من اي دومين. اما الحاجات الدوت كوم، دي خطر ولا دي عاديه؟ لا هي دي مش خطر. هو الخطوره اللي انا كنت عايز اسال فيها برضو تاكيدا على كلام دكتور نضال، طب حضرتك بتقول ان الداتا اللي هتبقى موجوده عند الشركات الاخرى هنقدر نتعامل معاهم من خلال الاتفاقيات دي، اتفاقيات عربيه؟ هي استاذتنا الفاضله المتهمين بالظبط كده، استاذتنا الفاضله بتتكلم على شخصين عايز اعرفها. على بتتكلم، طب اتفضل سؤال. يعني النهارده مثلا حاجه زي اي موقع موجود كبير زي يوتيوب، زي فيسبوك، زي اي حاجه، الداتا بتاعته اصلا مش موجوده، ممكن تكون في امريكا بالزبط. ممكن يكون السيرفر بتاعه في دوله اخرى. صح. طيب كده انا بقول في البدايه في حاله الاتاحه او الاستطاعه. طب واذا مش موجود الاتاحه هتعمل ايه؟ طيب انت هتعمل ايه؟ خلي بالك نعمل ايه؟ لا هو من وجهه نظر الشخصيه المفروض ان ده بقى فيه اتفاق دولي بين الدول كلها، لان العرف اللي ماشي او القانون اللي ماشي بيقول ان هي الداتا تتبع لقانون الدوله اللي موجوده فيها. بمعنى ان احنا هنا في مصر لو احنا عملنا مثلا موقع فيسبوك مصري مثلا، والموقع ده مصري، حطينا الداتا بتاعته في دوله اخرى، اتكلم على الفيسبوك الحالي اللي موجود، الفيسبوك الحالي ده موجود في الشركه في امريكا، تمام، لكن عامله داتا سنترز في اماكن كتير. حلو. لو انا عندي داتا سنتر هنا في لا مصر؟ في مصر لا، بس في داتا سنتر في الشرق الاوسط موجود في احد الدول، تمام. احنا النهارده الداتا بتاعتنا ما تتبعش قانون امريكا ولا اداره الفيسبوك نفسها، تتبع الداتا سنتر اللي موجوده في الدوله بتاعتها. الدوله لو موجود في دبي يبقى يتبع قانون دبي، الداتا، التعامل على الداتا، ان امتى اطلب منهم وامتى ما اطلبش، وحقي اعمل ايه ومش من حقي اعمل ايه. حلو. في الحاله دي احنا نتعامل ازاي معاهم؟ حصل جريمه عن طريق الموقع ده مثلا، عايزه اقاضي فيسبوك في حاجه، حركه الداتا من خلال الداتا سنتر بتتبع قانون الدوله اللي موجوده فيها. يعني لو الداتا دي موجوده في استراليا، استراليا ممنوع الداتا تطلع من عندها مثلا،
خلاص بقى مش هتطلع. بص عليك يا استاذ، في نقطه مهمه قوي، في حاجه اسمها مبدا اقليميه القوانين، مبدا ده مبدا عالمي، مبدا اقليميه القوانين بمعنى ان كل قانون مبدا، طبعا مبدا اقليميه القوانين بمعنى ايه؟ ان كل قانون سيادته على اراضيه فقط لا غير. القانون المصري، انا هوصل النقطه بتاعت الدكتور نضال، انا القانون المصري بحاكم بيه وبقاضي وبتتبع كل ما هو يبث من داخل جمهوريه مصر العربيه ويمكن وصوله. اما اذا كان الموقع بقى اللي بنقول عليه زي المهندس بيبث من الخارج او الادمن بتوعه من الخارج، انا ماليش علاقه بيه خالص. النقطه بقى اللي قالها الدكتور بس نضال، بس المواطنين بتوع يا فندم جوه بلدي ما هو ده نفس السبب حضرتك، ده نفس السبب اللي خلى الداتا بتاعتهم، ما هي دي بقى حضرتك الصين عملت ده، الصين عشان كده الصين اجبرت شركه ابل انها تجيب داتا سنتر بتوع المواطنين بتوعها جوه دوله الصين عشان يبقى الداتا تحت سيطرتها. احنا نقدر نعمل كده؟ ايوه، احنا النقطه اللي بيقول عليها الدكتور ده مهمه جدا. احنا في اتفاقات دوليه بالظبط، في الانتربول، في 24 اور باي 7 اتفاقات دوليه، في اتفاقيه بودابست للمكافحه الجرائم المعلوماتيه، في عده اتفاقات دوليه. القانون الجديد ده بيخلي الاجهزه الامنيه تنضم لمثل هذه الاتفاقات والمعاهدات الدوليه. يبقى زي ما حصل من 4 سنين، حصل ان في مجموعه من عصابه امريكيه اتصلت، اسمها فيش فراي، واشتغلنا فيها دي فعلا. عصابه امريكيه اتصلت عن طريق الشات هنا بمجموعه افراد في احدى المحافظات المصريه، تمام كده، شباب صغير كله، وقالوا لهم احنا عندنا كريدت كارد بارقام معينه، ساعدونا ان احنا نشتغل مع بعض. قالوا لهم ماشي. الجماعه اللي هنا ابتدي بقى دي اسمها ترانزاكشن اونلاين، امريكا يبعت لي الكريدت كارد اللي احنا بنحميه دلوقتي، انا هنا في مصر في المحافظه بتاعتي بعمل الترانزاكشن، اسحب الفلوس من العميل الامريكي في امريكا وابعته لواحد تاني تيلر عنده في ولايه تانية يقبض الفلوس، هم ياخدوا حقهم ويبعتوا لي حقي. جت عشان يوصلوا للامريكا للكلام دوت، عملوا حاجه اسمها الانابه القضائيه، جم هنا اهوت وقعدوا مع الانابه القضائيه، عشان هم قانونهم هناك قالوا ان في عصابه عندنا بتسرق العملاء عندنا والدنيا قامت، حوالي ملايين الدنيا قامت. قالوا احنا عاوزين نحاكم الناس اللي عندكم، ما يقدروش يشتغلوا معانا الا بالانابه القضائيه وموافقه الحكومه المصريه، وقدرنا فعلا نتتبع ودلنا تشكيل عصابي اكتر من 50 طالب مصري ابتدوا سابوا شغلهم على الفيسبوك او ابتدوا يتعاملوا وابتدوا يعملوا التحويلات دي كلها. سيادة النائب قولي لي كل المنظومة دي تتطبق ازاي بمشروع القانون اللي عندنا دلوقتي ده، تتطبق ازاي؟ طيب. احمي المواطنين ازاي؟ اطمن المواطن من فكرة البيع والشراء اونلاين، او اوعيه اقول له ابعد عن المناطق دي لو هي مش سيف او مش امنة، عن طريق مشروع القانون ده؟ احنا اتفقنا القانون ده احد مميزاته اللي هو التعاملات او الالكترونيه، وهو حاطط عقوبات واضحه في حاله سرقه البيانات والارقام اللي موجوده على الكارت الائتماني او الكروت الذكيه، تمام، وبناء عليه بيبقى رادع. زي ما قلت لحضرتك الموضوع الرادع ده بيحصل عشان بعد كده اذا حضرتك تجاورت في الحقوق بيعمل عقوبات، لكن في قبلها لازم توعيه المواطنين، يبقى عندنا توعيه وبعدين عندنا حقوق وواجبات وبعدين عمليه الرد وبعدين العقوبات. دي ماشيه بالتدريج كده في كل القوانين في العالم. طيب الجزء بقى المهم اللي هي حته بتاعه مقدم الخدمه، احد مقدمي الخدمه ده زي الموقع بتاع الاولو اكس اولكس. فاحنا بنعمل معاه ايه؟ بنقول له اي مواطن هيجي يتعامل معاك لازم تاخد بياناته بالكامل، تاخد اسمه وعنوانه وتتاكد من المعلومه وتتاكد من الخدمه اللي بيقدمها او ما تتعاملش معاه. نص قانون واضح. طب انت حضرتك مش ده في مشروع قانون الجديد؟ مشروع قانون الفعل اجبار المواقع انها تاخد بيانات، نقول مقدمي الخدمه فول ديتا عن مقدمي اي خدمه بالظبط، وتتيحها للجهات القضائيه في حاله مطالبتها، ودي ما كانتش موجوده قبل كده، كان قبل كده اجتهادي، انا اقدر اديك المعلومه او ما اديها لكش، دي ترجع لي. ما كانش في فرض عليك انك تديني المعلومه؟ خالص، دلوقتي بتديها لك او يقول لك مش متاحه، صح؟ ممكن يقول لك مش متاحه، تقولي له ايه؟ لا بس عندي عباقره في الانترنت وهيثبتوا لي. انا هجيبها بس لا بس دلوقتي بقت قانون. انت ليه ده؟ القانون خلاص ما فيهاش. خلي بالك القانون بيقنن وضع قد يكون موجود، بس اجتهاد القاضي الشاطر والقاضي ممكن ياخد اقصى العقوبه، الثاني ياخد اقلها، لكن لما يكون في اطار واضح بيحصر الواجبات والحقوق اعتقد بتبقى طيب. افضل. دول العالم كلها بتراجع قوانينها في المتعلقه بالتكنولوجيا والانترنت اعتقد كل 6 شهور يا باشمهندس، من 6 شهور لسنه، مره او مرتين في السنه. هل هنعمل ده يا فندم ولا بصراحه شديده وفقا لمشروع القانون الجديد، هل فكرتوا في ده ولا هنطلع قانون ونبقى نعمل له ابديت بقى بعد 2-3-4 يعني يكون العالم كله اتطور واحنا واقفين مكاننا؟
احنا في حزمه التشريعات. هقول لك بقى احنا الفتره الجايه هنعمل ايه عشان الناس تبقى عارفه احنا شغالين ازاي. واحد، جرائم تقنيه المعلومات، الاطار العام لتقنيه المعلومات. اتنين، حمايه البيانات الشخصيه مهمه جدا طبعا، تمام، الخصوصيه، بيانات شخصيه شامله باسورد، كريدت كارد، كل حاجه، صور. لا الموضوع اكتر من كده حضرتك، الداتا بتاعت حضرتك، الداتا بتاعت حضرتك في بنك او في حته وسبت المكان ده ورحت البنك اخر، الداتا بتاعتك عنده، ما ينفعش. انا قلت دي اس ال من مكان لمكان، غيرت خط موبايلك، مش في داتا موجوده في الجهه دي؟ طب هيعمل فيها ايه؟ يعني الدستور بينص صراحه برقم موبايلك بكل حاجه. الدستور صراحه بينص على الخصوصيه والحمايه الشخصيه، القانون بيتعامل معاها. طيب رقم 3 اللي هي حريه تداول المعلومات. لا يمكن مستثمر يجي عندك هنا ومفيش تداول للمعلومات. عندنا كده دولة على ناصية بيمر حوالي 42% من الكيبل العالمية للداتا فيها، ومع ذلك مش قادرين نستفاد لأنك ما عندكش قانون بينص على حرية تداول المعلومات. مفيش شركة هتستثمر في البيج داتا أو الداتا أناليسيز إلا إذا كان عندك هذا القانون. دول البداية عشان تقولي واقف على أول الطريق. هستأذن حضراتكم في كلمات أخيرة في حدود ثواني من كل حد من حضراتكم فيما هو متعلق بجريمة الإنترنت أو جرائم الإنترنت والتسوق، إزاي أخليه آمن في مصر هنا حتى لا تتكرر المأساة اللي شاهدناها لمقتل طالب الهندسة محمد عبد العزيز الله يرحمه يا رب ويحسن إليه. اتفضل يا باشمهندس. في البداية اتعامل مع المواقع الموثوق فيها اللي ليها سمعة كويسة اللي بتبقى الشركة طرف فيها، وأبص على الشروط بتاعة الاستخدام والاسترجاع والاستبدال ومين اللي بلجأ له في حالة حدوث مشكلة. لما الاقي جهة ليها رقم تليفون وليها عنوان مقر وليها كول سنتر في الحالة دي أقدر أتعامل معاها، غير كده لا، ما اضمنش الكلام ده لأن مش هلاقي حد ألجأ. سيادة اللواء، هيك بقول لكل من يحاول استخدام شبكة الانترنت أو السوشيال ميديا استخدام غير مشروع وغير آمن، يطلق إشعاعات، ينصب على حد، يحتال على حد، بقول له في إدارات متخصصة أمنية على مستوى عالي جدا وكفء جدا يمكنها تتبعك والإتيان بك كما حدث. في قانون بيعاقبك، ما فيش حاجة اسمها ما أعرفش، القانون لا يحمي نقط، تمام. ويبقى لو دخلت على الفيسبوك بأكاونت واحدة ست وأنا راجل أو راجل وأنا واحدة ست، ده بيدخل تبع قانون؟ لا عملت ايه؟ طيب لا عملت ايه؟ معلش انت عملت ايه؟ يعني انا انت حال شخصيه، ده انت حال شخصيه. لا لا دي واحده بس، انا واحد اسمه عفت. طيب انا لازم اختم، انا اسف. طيب ماشي طيب. ويبقى خط الدفاع الاول والاخير بعد القانون والجهات الامنيه التوعيه المجتمعيه. التوعيه المجتمعيه. سيادة النائب، الحقوق والواجبات لكل مواطن واضحه سواء في تقنيه المعلومات او غيرها، بس خلينا نتفق المواطن عليه دور. يعني مش عايزين نعمل مش عايزين نقول قوالب ونقول القانون تعمل. القانون لو اتعمل وما فيش توعية للمواطنين اعتقد ان احنا فقدنا ميزة كبيرة قوي. بشكر حضراتكم جزيل الشكر، نورتوني وانستوني وسعدت بيكم، ونتمنى ان شاء الله يا رب يكون الحوار ده مثمر للناس كلها ونكون قدمنا جزء من التوعية اللي لسه ضيوف الكرام بيتكلموا فيها دلوقتي لانها مهمة جدا، كيف اتعامل اونلاين. دكتور نضال سعيد رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مجلس النواب، شكرا لحضرتك يا فندم. سيادة اللواء محمود الرشيدي مساعد وزير الداخلية للمعلومات سابقا، شكرا لحضرتك يا فندم. باشمهندس وليد حجاج خبير أمن المعلومات وأشهر هاكر في مصر، شكرا لحضرتك. شكرا لحضرتك، نورتونا يا رب. روح سلموا معايا بقى، روحوا معايا. انت في حماية سيادة اللواء فما تقلقش، وسيادة النائب برضه يا بتقلقش. بشكر حضراتكم على حسن المتابعة. صحيح بداية الفقرة دي فقرة الجرائم الانترنت والمعلومة الإلكترونية يعني بدأت بالفكرة من حادثة يعني مفجعة وهي مقتل طالب الهندسة الله يرحمه محمد عبد العزيز، لكن على الأقل في نهاية الفقرة دي سعداء إنه اتعرفنا على مشروع قانون مكافحة تقنية جرائم تقنية المعلومات الموجود داخل البرلمان. بالفعل إن شاء الله يصدر قريبا، اتكلمنا فيه من أول الفكرة ثم طرح الحوار المجتمعي انتهاء بالعقوبات اللي هيفرضها إن شاء الله هذا القانون عشان نتعامل أونلاين بشكل آمن، آمن زي أغلب أو كثير من دول العالم. غير ان احنا كمان الحقيقة سعداء ان احنا بنختم حلقة النهاردة واحنا ما زلنا عندنا أمل كبير جدا في يومين قادمين، غدا وبعد غد إن شاء الله مشاركة، مش عايزين أكتر، لو هي زي مشاركة النهاردة كده من المصريين أبناء هذا الوطن في الخارج وهذه الصورة المشرفة هنكون في سعادة بالغة جدا. دائما نعول على المصريين في الخارج جزء أساسي من نسيج هذا الوطن، وتحيا مصر دائما وأبدا. بشكركم على حسن المتابعة، إن شاء الله نلقاكم الخميس القادم لو لينا عمر في تمام الساعة 10 مساء في حلقة جديدة من مساء دريم. تصبحوا على خير، وتحياتي لكم منا فاروق، أشوفكم على خير إن شاء الله.